السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندس اسمع، شو أحمد اخبارك؟ فهمي موجود؟ موجود، بس معلش اديني الاكسس بس عشان دول. اديني الاكسس يا مدير. السلام عليكم. ايوه، ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هندسة؟ الحمد لله تمام. ايه؟ موجود اهو يا باشا، وكمل انت. ماشي، سلام. اتفضل يا هندسة. السلام عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ لا، انجينير احمد. حد سامع صوتي كده يا شباب؟ صوت شغال كده؟ صوت شغال حلو خالص، جميل. طيب جميل، في حد عنده أي مشكلة يا شباب؟ شكرا يا باشمهندس محمد، عارف هو الصوت ده بيزيكوا، أنا عارف. في
في حد عنده مشاكل، في حد عاوز عنده شكوى من اي حد، حتى لو انا مفيش مشكله يتفضل مشكورا يقول لي اللي عنده، في حد مش عارف يوصل لحاجه، ليه انت ما تشتكيش من مهندس محمود؟ خليك على جنب ده. اتفضل يا مهندس ربيع. مهندس ربيع معاك. نزلت مهندس محمود زيتون، الماتيريال نزلت على جوجل درايف، تقدر تشوفها وتنزلها دلوقتي. عادي يا فندم، ده من مور، تضغط عليه وتعمل لايف شير على الفيسبوك او اليوتيوب از لايك. زي نبعت الكويز، ده الكويز عباره عن جوجل شيت يا باشمهندس، حضرتك بتملاه كجوجل فورم يعني وتبعته عادي. والله يا باشمهندس المهندس احمد فهمي رد عليك في الحته دي، المفروض بقى المفروض يعني ان الكيس ستادي يعتبر من ضمن التسكات يعني، فالمفروض تكون عاملها كلها وهتتصحح وهتتشاف وهيعلاها درجات. تمام، ده بالاضافه ان في خطا وانا علقت عليه في المنشور يا جماعه. انا قلت تبعتوا الكيس ستادي بطريقه معينه، ان الملف يتكتب عليه الاسم ورقم الكشف، واما تيجي تبعت ايميل يبقى عنوانه كيس ستادي. الناس ما التزمتش ولا بالعنوان والملفات مش كاتبه عليه الرقم. هي كاتبه في الايميل داخلي بس مش كاتبه على البتاع. طب ليه؟ يعني ليه احنا مصرين كشعوب بشكل عام ما نلتزمش بالتعليمات؟ او بي اس بيعمل بث على الفيسبوك واليوتيوب. مهندس عمر سليم جابك. بنبعت للمهندس احمد فهمي بالغلط. يعني ايه يا باشمهندس ربيع؟ عادي يا باشمهندس ربيع، ما دام انت بعت لي انا لسه مجمع الملفات من شويه، فكل اللي بعت لغايه من شويه لغايه قبل المحاضره على طول كلهم اتاخدوا معاه، انا ما سبتش ولا ايميل يعني. فكده كل الماتيريال اللي اتبعت لي انا جمعته، بس هي دي المشكله اللي هتواجهنا بعد كده، ان انت باعت ايميل ومش كاتب عليه ولا اسمك ولا رقمك اصلا. بس فليه يعني ليه احنا ما احنا قايلين في الايميل بتاعي؟ انا ما بتكلمش على حضرتك، انا بتكلم بشكل عام. في ناس عملت كده ليه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد. تمام يا جماعه، احنا المره اللي فاتت المهندس احمد فهمي بلغني وقال لي ان انتوا عاوزين بوست عليه جميع الروابط الممكنه، او الروابط اللي احنا بنتعامل بيها، ليها رابط المكتبه، رابط اليوتيوب البلاي ليست بتاع اليوتيوب، ورابط الاستبيان. وعملت البوست وثبتته لكم اول بوست. تمام، سهل خالص. ليه؟ ان اول بوست الاقي فيه كومنت بيقول لي فين رابط الاستبيان؟ يعني انا كاتب روابط كورس مجمعه، رابط الاستبيان اهو، رابط المكتبه اهو، رابط البلاي ليست اهو. سهله يعني، مش محتاجه. هو احنا مكسلين نقرا البوست؟ اللي بعت يا باشمهندس، انا مش هقبل اي ايميلات تاني. تمام، فليه يا جماعه؟ ليه؟ دي انا عاوز افهمها بصراحه يعني. ليه؟ تمام، يا ريت اكرر رجاء خاص نقرا البوستات مره اخرى. شكرا مهندس عمر سليم. يا ريت يا شباب نقرا البوستات كويس. تمام، وتنبيه تاني، المواعيد السبت والثلاث الساعه 8، الاثنين الساعه 8، عشان هو كان قبل كده السبت بيبقى الساعه 7، الميعاد بقى كلهم 8 عشان ما تتلخبطوش. هو السبت هو الثلاث الساعه 8 بتوقيت مصر طبعا. اوكي، بس في حد عنده معلومه مش عنده معلومه عاوز يوصل لها، في حاجه بتاع الكلام ده، انا معاك. فايل جديد بنفس الاسم القديم، 3 وليس 4، كده هيلخبطنا. ملف ايه يا باشمهندس؟ معلش يا باشمهندس وائل، ملف ايه وانا ادخل اغيره لك دلوقتي؟ ملف ايه؟ تقصد ماتيريال يعني؟ ولا تقصد ايه؟ معلش انت يا مهندس وائل معايا؟ الماتيريال الجديد يا باشمهندس، انا الماتيريال اول ما تفتحه هتلاقي فيه اربع ملفات، 1 و2 و3 و4.
رقم 4 انا حطيت فيه الماتيريال بتاع النهارده، بس انا هدخل اتاكد بقى. بسم الله. الماتيريال اهو 4 ملفات، 1 و2 و3 و4. هتفتح رقم 4 هتلاقي جوه البي دي اف بارت 2. المشكله بقى مش فاهم. انا اللي اعمل ريفريش مهندس محمد، انا اللي اعمل ريفريش ولا البهندس وائل؟ لسه فات حالا مهندس حربي. لا خلاص ميعاد الكيس ستادي انتهى، الا والمهندس احمد فهمي قال كلام تاني تمام. لكن انا التعليمات اللي عندي ان التلات اخر، لان احنا بقالنا اسبوع سايبين فتره كافيه تعملوا الكيس ستادي فيه. ماشي مهندس وائل. المهندس محمد بيقول لحضرتك اعمل ريفرش. شكرا مهندس محمد عبد السلام، واحنا تحت امرك في اي وقت. ودي روما مش هياخد الشهاده الكيس ستادي يعني ما عملش ما عملش الكيس ستادي. والله يا باشمهندسين زي ما قلت لكم المفروض ده من ضمن الكويز او الكويز، عشان الناس بتعلق على ان انا بطولها شويه. الكويز مع الكيس ستادي المفروض ان الاثنين مع بعض تمام، مع 9 من 13 محاضره مع 65% من الامتحانات. حضرتك كمل معانا للاخر. ممكن المهندس احمد بالاتفاق مع الاداره نحاول ان احنا نعمل بعض الاستثناءات، بس لما نشوف التوتال. يعني انت لو محقق التارجت بتاع المحاضرات مع تارجت الامتحان تمام، مع ممكن الكيس ستادي بس اللي وقعت منك، اعتقد ممكن ان يبقى في يعني بعض الحاجات دي. لكن ما يعني ايه، حاول ان انت تلتزم بكل شيء. احنا الكيس ستادي نازل المحاضره اللي قبل اللي فاتت، ونرجو الالتزام بالتاسكات. باشمهندس احمد 3 ايام مش جمعه، انا جربت افتح الكيس ستادي وقت المحاضره بس ما فتحتش. محاضره نهار السبت. طب مهندس ماستر، لو بما ان قابلك المشكله دي ما كلمتنيش ليه؟ ما عملتش بوست او كومنت وعملت لي منشن فيه ليه؟ ما انا قاعد 24 ساعه معاك، بستقبل رسائل وبستقبل كومنتات وبستقبل كل حاجه. ما اعتقدش ان حد بعت لي وانا ما ردتش عليه. لو حد بعت لي وانا ما ردتش عليه بلغني. ما حصلش. حتى الرسائل اللي بتيجي في الازر وبتيجي في السبام انا يعني بشوفها وبرد عليه. مهندس وائل يعني الفاينل الجديد الجزء الثاني جزء للثالث مظبوط يا باشمهندس، هي دي تكمله للملف اللي فات تمام. شكرا مهندس محمد. وكل مره مع لا يا باشمهندس، الكيس ستادي كان مع المحاضره الثانيه فقط تمام، وكان ده يعتبر تريننج ليك، ولكن كل محاضره عليها كويز فقط لا غير. بيبقى جوجل فورم بينزل على البوست المجمع تمام، حضرتك تقدر تستعين بيه. وانا مجهز اوريدي التاسك بتاع النهارده ان شاء الله رب العالمين في نهايه المحاضره، في نهايه المحاضره هديكم الرابط، ورابط الاستبيان موجود في الروابط المجمعه على الجروب، وهو نفس رابط الاستبيان بتاع كل مره. وارجو الناس تلتزم، وارجو الناس تاكد على رقم الكشف بتاعها، ما تتلخبطش وتكتب اسم رقم واحد تاني. يعني في الحاله دي هو بيغيب والتاني اللي بيحضر. اوكي؟
مهندس محمد ان شاء الله رب العالمين المهندس احمد هيراجع ويصحح الكيس ستادي، ثم بعد كده هيشرح لكم بتتعامل ازاي. لحد دلوقتي 1 كويز ويز اند كيس ستادي نو 2 كويز، اتعمل 2 كويز وواحد كيس ستادي، والنهارده الكويز الثالث. تمام يا شباب، بقي 3 دقايق المحاضر هيدخل، ارجو ما حدش يكتب اي سؤال ايا كان على الشات. اللي عاوز اي حاجه انا في الحاله دي ببقى معاك على الفيس، تقدر تبعت لي رساله خاصه او تبعت لي رساله خاصه هنا على حتى القاعه، وفي نفس التوقيت اي حاجه على الجروب. المهندسين ما شاء الله المهندس اسامه والمهندس احمد عاملين شغل كويس، بيجاوبوكوا على الجروب. تمام، ففي ناس على الجروب بتجاوب على الناس، وانا موجود معاكم هنا في القاعه وعلى الخاص سواء في القاعه او في الفيس. فاعتقد ده، وارجو مره اخرى في ناس بيقول لك ده احنا داخلين بريك فبنقفل الصوت، لان في ناس قالتها لي المره اللي فاتت، فمش مشكلتي ان الناس ما ايه، انا داخل عشان انبهكم لبعض الحاجات في البريك. تمام، فالناس تتابع، اللي عندها سؤال تتفضل تقعد يعني تستنى، اللي عندها مشكله تسال فيها. ما جيش انا بدخل معاكم 4 مرات، مره قبل المحاضره ومرتين داخل المحاضره وبعد ما المحاضره تنتهي، وما بقفلش القاعه لما الناس كلها تقول لي انا مليت الاستبيان. اوكي، فباجي بعد ما بخلص وبقفل الاستبيان مع قفل القاعه والناس كلها، واقعد اقول لكم يا جماعه ها خلصت ولا ما خلصتوش، بتفاجئ بعد كده الناس تقول لك ده ما رضاش يفتح معانا، ده احنا ما عرفناش نملى الاستبيان، ده في مشاكل. طب انت ما بلغتنيش ليه؟ انا قعدت في القاعه ربع ساعه بقول نفس الجمله، في حد عنده مشكله، في حد ملى الاستبيان، اللي ملى الاستبيان اتفضل يطلع من القاعه، ومحدش بيرد عليا الا بعض الناس وبحللهم مشكلتهم ساعتها. اوكي، فارجو الاهتمام، ارجو الاهتمام، ده كورس هيفيدك في الاخر. تمام، احنا الكورس كده كده الكورس بيتسجل والناس بتتفرج عليه، لكن انا الاهتمام عشان تعرف تاخد شهادتك، عشان ما يجيش مشاكل بعد كده وتقول لي انا ما كنتش عارف، انا نفسي، انا حصل، انا ما حصلش. اوكي يا شباب، بس الكيس ستادي مش في ايدي، احنا بلغناكم، المهندس احمد اكد عليكم المره اللي فاتت، اما لو عاوزين تزودوا المده دي بايد المهندس احمد مش بايدي، لو قال لي مد المده همدها. اوكي يا باشمهندس اسامه، بس المهندس احمد ان شاء الله اما يفتح الاسئله في اخر المحاضره، المهندس احمد بيفتح الاسئله في اخر المحاضره، ساعتها اسالوه الاسئله اللي انت عاوزه وعاوزين تسالوه على الحاجات دي مفيش مشكله، لكن ارجو ان بما انه بدا هو هيبدا بعد دقيقه ان شاء الله، اول لما يبدا ان شاء الله رب العالمين ارجو ما حدش يكتب اي حاجه على الشات نهائي. اوكي، عشان يبقى الانتباه كله ليكم وللماده العلميه، وده لصالحك عشان يقدر يعطي كل ما لديه من معلومات. انت باسئلتك بتشوش تفكيره. مهندس احمد تقدر تدخل دلوقتي مع حضرتك المايك. انا هقفل من عند المايك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب لو سامعني كده نكتب رقم 1 مع بعض. طيب تمام زي الفل، الصوت كويس يعني تمام، في اي ملاحظات في الصوت؟ طيب ممتاز ممتاز. خلينا نعمل شير سكرين. طيب المرة اللي فاتت لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن ال dependence relationships between the tasks او ال activities. تمام، طيب اتكلمنا ان في عندنا relation finish to start، ودي النورمال ودي الديفولت ودي الاكثر انتشارا طبعا، وعندنا start to start وعندنا finish to start
وعندنا start to finish. وقلنا finish to start ده الطبيعي ان الحاجة تخلص والحاجة اللي بعدها تبدأ. وstart to start ان الحاجة تبدأ عشان الحاجة التانية تبدأ. وfinish to finish ان الحاجة الاولى تخلص فالحاجة التانية تخلص. وstart to finish ان الحاجة التانية تبدأ فالحاجة الاولى ايه تخلص. وضربنا examples وكنا عندنا حتى لخبطة في الجزء بتاع remove frames وكان برضو زميل صحح لي. فطبعا هي في وجهة نظر لفكرة ان انت تبور الكونكريت وبعدين تستنى لما تنشف وبعدين تريموف الفريمز. والاكزامبل اللي احنا كنا نقصده ان احنا بننستول الفريمز وتبقى الانستول فريمز خلصت فنبتدي نبور الكونكريت. تمام؟ تبقى انستولينج الفريمز كلها خلصت وبعدين نبتدي نبور الايه الكونكريت. فاول ريليشن شيب عندنا هي الفينش تو ستارت. ودي بنقول لما الفريمز كلها تكون انستولد هنبتدي نعمل بورينج للايه للكونكريت. طيب تاني ريليشن ستارت تو ستارت لازم الريكوردينج يبدا عشان البريزنتينج يبدا. وده اللي بيحصل بالفعل. السيشن بتفتح بيبتدي المهندس عمر او المهندس احمد يبداوا الريكوردينج. هو عاملينه اوتوماتيك مع القاعه لما بتفتح وبيبتدي المهندس احمد يتكلم سواء هو هيبريزنت او هيتكلم عادي او انا هبتدي بريزنتيشن وهكذا. وبالتالي ريكوردينج ستارت عشان بريزنتينج ستارت. طيب فينيش تو فينيش وقلنا المره اللي فاتت الالكتريكال وايرنج. الالكتريكال وايرنج انما ما تكون بتعمل الالكتريكال وايرنج في بيلدينج او في ابارتمنت وحضرتك بتعمل تيستينج كل ما حصل لكل واير اكستندينج. كل عملت اكستند الواير عم بتعمل تيستينج. فلحد ما كل الوايرنج يتم انت ما تقدرش تقول ان التيستينج خلص. لكن اول ما الوايرنج تو بي فينيشد ساعتها الالكتريكال تيستينج كان بي فينيشد. تمام؟ نيجي لستارت تو فينيش وقلنا ان ده زي عامل زي ايه؟ زي ما يكون في تو سكيورتي جاردز في بيلدينج وفي شيفتات ما بينهم. الشيفتات اللي ما بينهم واحد لازم يجي الاول يفتح الشيفت بتاعه ويستلم عشان اللي قبله يقفل الشيفت بتاعه ويمشي. وبالتالي هنا ايه start to finish start to finish. طيب واتكلمنا كمان ان عندنا four types of dependencies. في mandatory وفي discretionary. المانداتوري دي بتبقى حاجات physical limitation. يعني انا ما ينفعش ان انا ابور الكونكريت قبل ما انستول الفريمز او اريموف الفريمز قبل ما تبقى كونكريت بورد. تمام؟ ما ينفعش ان انا مثلا اعمل الدهانات قبل ما اعمل المحاره الاسمنت. انت فاهمني؟ فبيكون عندنا نوع من انواع الفيزيكال ليميتيشن انت ما تقدرش حتى ان انت تتجاوزه، ما تقدرش تلاقي له حل. ده بنسميه هارد لوجيك او بنسميه فيزيكال ليميتيشن. تمام؟ طيب عندنا discretionary dependency. discretionary dependency يعني اعتماد ليس الزامي، يعني اعتماد اختياري، اعتماد تفضيلي. حضرتك من خلال خبرتك وصلت لان يفضل انك تعمل كده، وصلت لان الحاجه دي انت ممكن ان انت ايه ما تعملهاش او تعملها بس انت يفضل انك تعملها. are established based on knowledge of best practice. يعني بناء على افضل الممارسات. should be fully documented since they can create arbitrary total floats values and can limit later scheduling options. التوتال فلوت هنعرفه كمان شويه. اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان الحاجه دي ممكن لما تتزنق بتلجا لانك تلغيها. يعني انت كنت عامل ان مثلا البينتنج للوولز يبقى قبل الستيكنج بتاع التايلز اللي هو دهان الحوائط. تمام؟ بعد سوري دهان الحائط قبل لزق البلاط. تمام؟ وبعدين لقيت فرحت مشغل التو وركرز مع بعض بتاع البينس وبتاع التايلز وخليت الاثنين يتموا ايه؟ امبارل. العمليه دي بنسميها فاست تراكنج. فاست تراكنج يعني ايه؟ يعني بدل ما كان التراك ده بعد التراك ده، التراك ده بقى مع التراك ده. اوكي؟ فبنعمل حاجه هنا اسمها فاست تراكنج. عندنا كمان external dependency و internal dependency.
external dependency ان يبقى عندك حاجه جوه المشروع معتمده على حاجه مش من المشروع. وضربت لك اكزامبل المره اللي فاتت وقلت لك ان ممكن يكون عندك اكتيفيتي اسمها انك بتعمل الرصيف بتاع المبنى، الرصيف حوالين المبنى، ولكن انت ما تقدرش تعمله الا لما مجلس المدينه او البلديه المونسيباليتي يعمل الطريق نفسه، يرصف الطريق نفسه، وبالتالي دي اسمها external dependency. والinternal dependency زي ما احنا قلنا من شويه اللي هي ممكن تبقى discretionary او mandatory طالما هي within الايه البروجكت. طيب واتكلمنا كمان عن حاجه اسمها lead ولاج. lead واللاج اللي هو انك بتبتدي تاكسلريت تاسك قبل ميعادها. احنا كنا التاسك بتاعتنا اللي هي lay pipe كانت تتنفذ على طول بعد ديك ترينش، بس انا عملت ليد للي بايب بماينس 7 دايز، يعني قدمتها 7 ايام عن ميعادها، خليت التاسك دي ما تستناش لحد ما ديك ترينش تو فينيش، وخليتها تستارت ايرلي ب7 ايام. تمام، خليتها ستارت ايرلي باي 7 دايز. طيب اللاج عكسه تماما، انا هنا باخر تاسك عن موعد المفروض تبدأ فيه بشوية، بيوم بيومين بأيا كانت المدة، زي concrete pouring و frames removal. concrete pouring و frames removal، أنا هنا بنتظر بعد concrete pouring، يعني هو logically إن frames removal بتكون على طول بعد الإيه concrete pouring، ولكن أنا لو شلت frames بعد ما صبيت على طول الخرسانة هيحصل ان الخرسانه ممكن تبقى لسه ما نشفتش وتتكسر او يعني تريح زي ما بيقولوا. تمام، طيب لكن انا عشان اعمل الموضوع ده مظبوط، فانا مثلا عارف ان المده اللي هتبقى الخرسانه فيها صلبه وهتبقى ناشفه هي 3 ايام، فهقوم عامل هنا lag of 3 days، lag of 3 days. طيب لما نيجي نبص على البريسيدنس دايجرامينج ميثود اللي هي موجوده قدامنا دي، ما هو الا ايه؟ ما هو الا انك بتوصل حضرتك الاكتيفيتيز ببعضها according للتايب اوف dependency relationship. according للتايب اوف dependency relationship. وكان عندنا هنا start to start و finish to start plus 15، which means that this relationship is a finish to start relation with a lag of 15 days. Okay, and here for H and I, there is a start-to-start relationship with a delay of 10 days. And here J and L, L and J, finish-to-finish without any delay or lag. طيب، precedence diagram بيتكلم في فكرة إن في دايما اللي بيكون في الأول ده بنسميه predecessor، واللي بيجي بعد كده successor. اللي بيجي في الأول predecessor واللي بيجي بعد كده إيه؟ سكسس. تمام، طيب واتكلمنا كمان ان احنا كان عندنا هنا تيبل، وعايزين من خلال التيبل ده نرسم نتورك دايجرامينج، نرسم نتورك دايجرامينج. المره اللي فاتت اديتكم فرصه، والمفروض ان احنا طبعا شفنا كمان الرسم بتاعه ازاي، بس خلينا نعيد كده بشكل سريع ايه هو المفروض حصل. احنا قلنا ان احنا بنستارت البروجكت وبنفينش البروجكت، وان بتوين في مجموعه من الاكتيفيتيز، ان بتوين في مجموعه من الاكتيفيتيز. كل اكتيفيتي هنا ليها ديوريشن، كل اكتيفيتي ليها ديوريشن، وانا هنا بقول لك ايه مين البريديسيسور بتاع الاكتيفيتي دي. واحنا قلنا من شويه اهو حالا لسه قايلين ان البريديسيسور ده هو التاسك السابقه او الاكتيفيتي السابقه للاكتيفيتي اللي بنتكلم عليها، which means that ان اكتيفيتي A البريديسيسور بتاعها الستارت. اذا A هتيجي بعد الستارت، B البريديسيسور بتاعها A، وبالتالي B هتيجي بعد ال A، و C البريديسيسور بتاعها تو اكتيفيتيز B and D، اذا C هتيجي بعد B and D، وعندي هنا D البريديسيسور بتاعها ايه؟ start. يبقى اذا D هتبقى start immediately when the project starts، and E البريديسيسور بتاعها D، and F البريديسيسور بتاعها E، والفينش البريسيسور بتاع سي ان اف، which means that ان البروجكت هيخلص اول ما سي ان اف يخلص. تعالوا نشوف شكل النتورك دايجرامينج اللي احنا عملناه. ادي ستارت وادي فينش، ادي ستارت وادي ايه فينش.
طيب احنا كان عندنا A و D starting على طول بعد ال start. كان ال predecessor بتاعهم start, which means when whenever the project starts, A and D will start. Okay, two days وهنا 6 days. دي ال duration اللي كانت موجودة جنب كل activity. طيب ال B كان ال predecessor بتاعها A, و C كان ال predecessor بتاعها B و D بالشكل ده. وبعدين E كان البريدسيسور بتاعها D, و F كان البريدسيسور بتاعها E, والفينش كان البريدسيسور بتاعها C و F. واحنا هنا حطينا الديوريشن على كل اكتيفيتي موجودة عندنا. طيب تعالوا نفهم بالكلام كده البسيط العادي الشكل اللي قدامنا ده معناه ايه. معناه ان انا بقول كده ببساطة, اول ما اشوف الشكل ده هقول والله اول ما المشروع ده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم فيه, الاكتيفيتي A واكتيفيتي D هيبداوا مع بعض على التوازي, تمام. وبعد يومين بالظبط, وبعد يومين بالظبط اكتيفيتي B هتبدا, بينما اكتيفيتي D لسه شغاله, بينما اكتيفيتي D لسه شغاله. طيب وبعدين, وبعد 6 ايام اكتيفيتي D هتخلص, وبعدين تبدا اكتيفيتي E, بينما اكتيفيتي B لسه شغاله, تمام. طيب وايل ان اكتيفيتي A خلصت و B شغاله, D خلصت و E اشتغلت, طيب B ستيل شغاله بس E خلصت, ف F هتبدا. طيب و C كانت منتظره اصلا D عشان تبدا, وبالتالي سوري C كانت D خلصانه بس هي كانت منتظره B عشان تبدا, وبالتالي اول ما B تخلص C A هتشتغل لان اصلا D خلصانه. ولما سي تشتغل بعد 5 ايام هتلاقي ان دي كانت اصلا خلصانه ومنتظراها, لا مش خلصانه ومنتظراها, احنا عندنا هنا كام, عندنا هنا ادي كام يوم, ادي 14 19 وهنا 13 و16, لا فعلا فاف هتبقى خلصانه ومنتظره سي اول ما تخلص. اول ما سي تخلص البروجكت هيكون فينيشت, اول ما سي تخلص البروجكت هيكون فينيشت. هنقول بسرعه تاني, اول ما البروجكت يبدا A و D هيبداوا ان بارلل, وبعد يومين بالظبط B هتبدا, وبعد 6 ايام D هتخلص, ولكن C مش هتقدر تبدا لانها منتظره مين, B, لكن E هتقدر تبدا لان D finished. اوكي طيب قبل ما E تخلص هتكون B خلصت, اول ما B تخلص C هتكون ايه, بدات. اوكي وبعدها بيوم بالظبط هتكون E خلصت, وبالتالي F هتكون بدأت. F هتخلص قبل ما C تخلص لان F 3 ايام و C 5 ايام, وبالتالي المشروع مش هيخلص الا لما C تخلص. كده احنا شفنا ببساطة ايه هي النتورك ديجرامينج او المعنى للشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. تعالوا نفهم حاجة بقى جديدة مهمة جدا اسمها الفورورد باس والباكورد باس, وهنبتدي نتكلم عن شوية حاجات. أرجوكم ادوني تركيزكم على الآخر, اللي جنبه أي حاجة عامله له ديستراكشن يبعد عنها أو يوقفها أو يقفل عليه باب الأوضة ويركز معايا جدا, تمام. طيب احنا هنا هنتكلم عن بوكسز هنحطها جوه الأكتيفيتيز. هيبقى في بوكس هنا في أقصى أو في أعلى اليسار, وبوكس في أعلى اليمين, تمام. بوكس في اعلى اليسار وبوكس في اعلى اليمين. البوكس اللي في اعلى اليسار ده هنخصصه لحاجه اسمها early start, هيبقى اسمه early start box, والبوكس اللي في اعلى اليمين هنخصصه لحاجه اسمها early finish, و early finish هيبقى اسمه early finish box. طيب ايه هو early start وايه هو early finish؟ early start انا بقول كده ببساطه باللغه البسيطه بتاعتنا, يوم ما التاسك تبدا بدري هتبدا في التوقيت ده, وايرلي فينيش معناها يوم ما التاسك تخلص بدري هتخلص في التوقيت ده. طيب معلش هو انت تقصد ايه بدري دي؟ هو في عندنا بدري ومتاخر؟ اه هيبقى في عندنا بدري ومتاخر على مستوى التاسك مش على مستوى المشروع, على مستوى الاكتيفيتي مش على مستوى المشروع. انا هنا بكلمك على الليفل بتاع الاكتيفيتي, الاكتيفيتي نفسها ممكن تبدا بدري وتبدا متاخر, ده ملوش علاقة بإن المشروع كله يتأخر. هنفهم دلوقتي كل التفاصيل. طيب فإحنا لما نيجي نقول كده هنحط دلوقتي الفورورد باس, أو سوري مش الفورورد باس, هنحط البوكسز عندنا وعايزين نبتدي نحط فيهم النمبرز اللي المفروض تكون موجودة فيهم.
فحطينا البوكسز وبدأنا نقول الستارت دايما يا جماعة ملهاش ديوريشن which means ان اللي هنا هو اللي هنا، وبما انها ستارت فاللي هنا هيبقى زيرو، يعني مفيش already، يعني الستارت دي ملهاش يوم. يعني انا لما اجي اقول لك المشروع هيبدأ في اليوم الاول، اليوم الاول هيبقى هنا اصلا في الاكتيفيتي بتاع ايه، لكن الستارت نفسها ملهاش ديوريشن. طيب الستارت هنا الايرلي ستارت بتاعها زيرو، الايرلي فينيش زيرو لانها زيرو ديوريشن، وبتقوم على طول اوتوماتيك نقل الزيرو ده للبوكسين اللي هي متوصله بيهم، وبتقوم نقل الزيرو ده للبوكسين اللي هي متوصله بيهم هنا، تمام. طيب فبقى المعنى للي مكتوب ده ايه؟ بقى المعنى ان ايه هتبدا عند لحظه بدء المشروع، لحظه صفر، لحظه بدء المشروع اللي هي اللحظه صفر، ودي ذا سيم هتبدا عند لحظه بدء المشروع اللي هي اللحظه صفر، تمام. طيب وبعدين ايه يوم ما تخلص بدري، ايه اكتر بدري ممكن تعمله، ايه اكتر حاجه ايرلي ممكن تعملها، تمام، ان هي تخلص في ميعادها، ان هي تخلص في ايه، في ميعادها، ان هيبقى الايرلي فينش بتاعها هو زيرو بلس الديوريشن يديني ايه 2. نفس الكلام هنا الايرلي فينش بتاع دي هيبقى الايرلي ستارت بلس الديوريشن يديني ايه 6. تعالوا ناخد example. احنا كان عندنا الايه الدايجرام ده لسه متكلمين فيه من شوية. عندنا هنا start وعندنا finish وعندنا task زي ما هي وعندنا duration كمان، بس مش حاطين الearly start ولا الearly finish. تعالوا كده مع بعض بقى نطبق الearly start والearly finish. طبعا احنا لو كنا دلوقتي في interactive class كان زماننا بنتفاعل كويس جدا وبسمع منكم وبكتب والدنيا دي كلها، بس انا لو فتحت التفاعل الموضوع هيبقى صعب جدا يعني، فسامحوني يعني، هو الجزء ده ما بيتشرحش غير بالتفاعل يعني. ولكن احنا 98 دلوقتي اوريدي اكتف على السيشن، وبالتالي انا لو فتحت التفاعل سواء كمايك او كشات انا ما هعرفش ريسبوند والوقت هيضيع. فخلينا نبقى مع بعض، معلش اللي فتح الكاميرا ياريت يقفلها بس، تمام، خلينا نبقى مع بعض نجرب كده ونبتدي نشتغل. أول حاجة أنا هسألكم وانتوا إيه جاوبوا مع نفسكم، سواء هتكتبوا في ورق أو يعني هتعملوا أي حاجة، أوكي؟ طيب أول حاجة هيبقى عندي start، هننزلها هنا إيه start، هتبقى الـ early start بتاعها zero والـ early finish بتاعها إيه zero، صح؟ أو عملناش حاجة zero وzero. نيجي بعد كده ننقل الزيرو دوت لهنا وهنقله لفين؟ لهنا كمان، او خلينا نمشي الباث ده وبعدين نشوف اللي تحت. طيب ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ اللي هنعمله ان احنا هنقول نجيب منين الايرلي فينش بتاعه الاي، ان احنا هنجمع الايرلي ستارت بلس 2 دايز يدينا الايرلي فينش اللي هي 2 اللي احنا لسه اصلا جايبينها من شويه. طيب الزيرو تاني اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه هنا اللي هو هتنقل على طول من هنا لهنا، هنجيب هنا قلنا الايرلي ستارت، طب عايزين نجيب الايرلي فينش اللي هو موجود هنا، هيبقى ايه الايرلي ستارت بلس 6 دايز هيبقى هنا 6. تعالوا نكمل هنا بقى، نبقى موجود ايه الايرلي ستارت بتاع البي والايرلي فينش بتاع البي. الايرلي ستارت بتاع تاسك هي هو اللي قبلها اللي هو مين التو، اللي هو مين هنا في الحاله دي التو اهو. طيب الايرلي فينش هيبقى اللي هنا بلس اللي هنا يدينا ايه اللي هنا، يعني الايرلي ستارت بلس الديوريشن يدينا ايه، يدينا الايرلي فينش اهو ال 14، تمام. دلوقتي احنا في موقف صعب شويه، السي كده يبقى الايرلي ستارت بتاعها ايه، لان السي عندها كونفرجنس من البي والدي، البي والدي بتكونفرج على السي، يا ترى الايرلي ستارت هيبقى 14 ولا 6؟ انا بسالكم طبعا، مش عايز اجابات بس فكروا، مش عايز اجابات دلوقتي ولا عايز مشاركه بس فكروا. انا مش عايز مشاركه بس فكروا. طيب اكيد في ناس قالت 14 واكيد في ناس قالت 6 اكيد يعني، تعالوا نمشي نشوف ايه الصح. هل
سي هتقدر تبدأ في اليوم السابع؟ يعني لو افترضنا ان تي دي خلصت في اليوم السادس على اخر اليوم السادس، هل سي هتقدر تبدأ في اليوم السابع؟ ده سؤالي. اقعد افكر مع نفسي اقول ازاي اذا كانت سي معتمدة على بي ودي، ازاي هتقدر تبدأ في اليوم السابع وهي ما تقدرش تبدأ الا لما بي تخلص؟ طب بي هتخلص امتى؟ بي هتخلص في اليوم الـ14. طيب اذا سي مضطرة تنتظر لحد اليوم الـ14 عشان تبدأ، وبالتالي لما اجي اقول ايه اللي هيبقى موجود عندي هنا، هيبقى موجود عندي الاكبر في الاثنين early finish اللي بيكونفيرج على السي، الاكبر من الاثنين early finish اللي بتكونفيرج على السي، تمام، اللي هي الـ14. تاني احنا هنا عندنا situation بنسأل فيه نفسنا، يا ترى انت قلت لنا ان احنا دايما بناخد الايرلي فينش نحطه ايرلي ستارت للي بعده. طب احنا دلوقتي عندنا تو ايرلي فينش، التو ايرلي فينشز اللي عندنا واحد منهم 6 والتاني 14، which one should be placed here 14 or 6؟ فانا فكرت مع نفسي قلت هو ينفع سي تبدا في اليوم السابع بعد انتهاء الدي؟ لا، لازم سي تنتظر انتهاء البي. طب البي هتخلص امتى؟ في اليوم الـ14. اذا الدي هتخلص والسي هتقعد منتظرة 8 ايام بعد انتهاء الدي، وبعدين تيجي في اليوم الـ14 وتبدأ. تمام، تيجي في اليوم الـ14 وتبدأ. طب يا ترى بقى الايرلي فينش بتاع السي هيبقى في الحالة دي ايه؟ انا عندي هنا 14 عندي 5، يا ترى اجمع الاثنين دول ولا اعمل ايه؟ اجمع الاثنين دول 14 بلس 5، خلاص الموضوع بقى منتهي. طالما التاسك بدات هي ما لهاش دعوه باللي كان قبلها، خلاص طالما بدات الموضوع انتهى. 14 بلس 5 يدينا 19. طيب عايزين دلوقتي نعرف ايه اللي هيبقى هنا، برضو الموضوع يلخبط، هل هيبقى هنا 14 ولا هيبقى هنا 6؟ يعني هل هنا هيبقى 14 ولا 6؟ طيب السؤال اللي انا هسأله لنفسي، هي ايه معتمد على بي؟ لا، ايه معتمد على مين؟ على دي. فاي هتبدأ بمجرد ما دي تخلص، ملهاش دعوة بأي حاجة تانية، وبالتالي الايرلي ستارت بتاع الاي هيكون 6 زي الايرلي فينيش بتاع الدي. طيب وبالتالي الايرلي فينيش بتاع الاي هيبقى 6 بلس 7 هيبقى 13. تمام؟ طيب الايرلي ستارت بتاع الاف هتبقى ايه؟ هتبقى هي الايرلي فينش بتاع اللي قبلها اللي هو 13 اهو. طيب الايرلي فينش بتاع الاف هيكون ايه؟ هيكون 13 بلس 3 هيبقى 16. عندي هنا برضو سؤال صعب شويه، يا ترى المشروع هيفنش عند انهي يوم؟ 16 ولا 19؟ هو انا بالمنطق كده لو انا المشروع مش هيخلص الا لما سي ودي سي واف يخلصوا، ينفع لما اف تخلص اقول المشروع خلص؟ لا، انا مش هقدر اقول المشروع خلص الا لما اخر تاسك تخلص، واخر تاسك هتخلص في اليوم ال 19، واخر تاسك هتخلص فين؟ في اليوم ال 19. وبالتالي يبقى المفروض لما اجي اكتب هنا اكتب ايه؟ اكتب 19. طب ولما اجي اكتب هنا هكتب ايه؟ الفينش زيها زي الستارت، زيرو ديوريشن، وبالتالي الايرلي فينش هو الايرلي ستارت. فهمنا؟ المواضيع واضحه اظن، يعني انا فصصت التفصيص للي ممكن يعني يكون الموضوع بقى سهل كده جدا. خلاص، طيب اسحوا لي عشان لسه هعلي تاني. معلش، هنبتدي نعمل حاجة عكسية شوية اسمها الباكورد باس. الباكورد باس هو عكس الفورورد باس، بدل ما كنت بمشي من الستارت للفينش همشي من الفينش للستارت، بدل ما كنت بمشي من الستارت للفينش همشي من الفينش للستارت. طيب ايه بقى؟ اعمل ايه يعني؟ انت عايز نعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك تعمل ايه.
باجي بقول ببساطة الجماعة البوكسات اللي كانت فوق دي دي بتاعت الإيرلي، أنا ماليش دعوة، دي بتاعت الإيرلي وده موضوعهم خلص، بنعمل دايما في الفورورد باس الإيرلي بوكسز. لكن لما بنيجي نعمل في الباكورد باس بنعمل الليت بوكسز، الليت بوكسز بتبقى تحت أعلى سوري أسفل اليمين وأسفل اليسار. الإيرلي بوكسز كانت أعلى اليمين وأعلى اليسار، الليت بوكسز بتبقى أو الباكورد باس بوكسز بتبقى أسفل اليمين وأسفل اليسار. تمام؟ زي ما قلنا زي ما سمينا ده early start وده early finish، بنسمي ده late start وده late finish، ده late start وده يا جماعة late finish. طيب هنبتدي نعمل نفس الكلام، بنمشي من هنا إلى هنا. طيب لما نيجي نمشي من هنا ناخد الأول، هنبدأ كده من الآخر للأول، فعايزين نحط حاجة هنا، هنحط 19 دي جبناها منين أصلا؟ جبناها من هنا، خدنا الـ early finish ده وحطيناه فين؟ هنا. طيب 19 دي احنا عارفين ان الفينش زي ريديوريشن، فبنطرح بقى بعد ما كنا بنجمع بنطرح 19 ماينس 0 يدينا ايه؟ 19. طيب عايزين نبتدي نحط اللي في البوكسز دي واللي في البوكسز دي، فاحنا هنا بنقول وبنسال سؤال، يوم ما التاسك دي تخلص متاخر هتخلص امتى؟ الايرلي بدل ليت فينش والليت ستارت معناها كده، يوم ما التاسك دي تبدا متاخر تبدا امتى؟ ويوم ما تخلص متأخر تخلص امتى؟ طيب فهنقول يوم ما التاسك سي تخلص متأخر هتخلص في اليوم ال 19 لان مفيش متأخر اكتر من كده. طيب وبالتالي يوم ما تبدأ متأخر هتبدأ امتى؟ هتبدأ في 19 ماينس 5 يدينا 14 لان برضو مفيش متأخر اكتر من كده. طب نيجي للتاسك اف، يوم ما التاسك اف تخلص متاخر ممكن تخلص امتى؟ هي اولا كانت بتخلص لما كانت بتخلص بدري، كانت بتخلص عند اليوم ال 16، بس المشروع قاعد 19 يوم، اذا التاسك دي ممكن تدلع وتتاخر وتتمايل ويعني يحصل فيها تراخي لحد اليوم الايه؟ ال 19. فيبقى يوم ما تخلص بدري تخلص في اليوم ال 16، لكن يوم ما تخلص متاخر تخلص في اليوم ال 19. تمام؟ جبنا 19 دي منين؟ جبناها من هنا. الليت فينش بتاع البوكس ده هو هو الليت ستارت بتاع البوكس اللي بعده. هو هو الليت ستارت بتاع البوكس اللي بعده. طيب عايزين نعرف الليت ستارت بتاع البوكس ده، فبنقول 19 ماينس 3 يدينا ايه؟ 16. طب ده معناه ايه؟ معناه ان اف يوم ما تبدا متاخر هتبدا في اليوم ال 16 بدلا من اليوم ال 13، ويوم ما تخلص متاخر هتخلص في اليوم ال 19 بدلا من اليوم ال 16. معلش انا عارف الموضوع في نوع من انواع كده التشابك والتصعيد والدنيا دي، بس يعني ادينا بنشرح بالراحه وخليكم مركزين. تعالوا بقى نعمل نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، بس ايه؟ باكورد باس من فينيش تو ستارت. هنيجي نقول المفروض نحط هنا اول حاجه، اول حاجه دي بنجيبها منين؟ من هنا اهو. تمام؟ طيب الليت ستارت بتاع الفينيش بيبقى هو هو الليت فينيش، سوري الليت ستارت بتاع الفينيش بيبقى هو هو الليت فينيش بتاعها، لان الفينيش زيرو ديوريشن بالشكل ده. طيب هنبتدي نشوف هنحط ايه هنا ونحط ايه هنا، نحط ايه هنا وايه نحط هنا. تعال نشوف كده نحط ايه هنا، لسه مكتبينها. تمام اهي 19 و16 و اللي قبلها هتبقى برضو 16 و16 ناقص 7 كام؟ 12 ناقص 7 9. اوكي طيب تعال نمشي فوق، 19 هتبقى هي هي ايه 19، 19 ناقص 5 كام؟ 14. جينا اتحطينا في موقف برضو صعب، احنا دلوقتي انت قلت لنا ان الليت ستارت بتبقى هي هي الليت سوري الليت فينش بتبقى هي هي الليت ستارت بتاعت اللي قبلها صح؟ طب احنا عندنا دلوقتي اتنين ليت ستارت، ناخد انهي فيهم؟ تعالوا نفكر مع بعض، تعالوا نفكر مع بعض. هي دي يوم ما تخلص متاخر هتخلص في اليوم الايه؟ يعني دي يوم ما تحب تتدلع
ويوم ما تحب تتأخر آخرها تخلص إمتى؟ هل ينفع تخلص في اليوم الـ14؟ لا ما تعرفش، تمام؟ لأنها ما عندهاش الحرية دي، لأنها لسه وراها تاني تسكتين، واحدة بـ7 أيام واحدة بـ3 أيام. لو هي قعدت لها 14 يوم هتخلي المشروع يقعد 24 يوم بدل 19 يوم. يبقى أنا المفروض أخد إيه؟ أخد الأقل، تمام؟ أخد الأقل في الاتنين دول، أخد الـ9. وده حقيقي، لأن التاسك دي والبرانش ده كله أخره في الدلع وأخره في الحركة وأخره في التأخير 3 أيام، اللي هم الفرق ما بين الليت فينيش والايرلي فينيش، اللي هم الفرق دول 3 أيام دول هم ده اخر الدلع عام. وبالتالي انا يوم ما دي تخلص متاخر هتخلص في اليوم 9، ولو خلصت في اليوم 9 يبقى هي كانت بدات اصلا امتى؟ بدات في اليوم 9 ناقص 3 ناقص 6 يدينا كام؟ 3. يبقى بدأت في اليوم 3. طيب تعالوا نكمل هنا. يا ترى الليت فينش بتاعت البي، الليت فينش بتاعت البي هتبقى ايه؟ احنا برضو قلنا ان الليت فينش بتبقى هي الليت ستارت بتاع اللي قبلها. طب ما احنا عندنا هنا باشمهندس 2، لا انت ما عندكش 2، بي كونكتد مع سي اونلي، مش كونكتد مع اي حاجه تانية. وبالتالي هاخد ال 14 دي زي ما هي من هنا احطها فين؟ احطها هنا. وعشان اعرف الليت ستارت هم اقول 14 ماينس 12 يبقى كام؟ توداي، تمام؟ 2. طيب واخد الاثنين دي زي ما هي احطها فين؟ احطها هنا. وبعدين اقول 2 ماينس 2 يبقى ايه؟ 0. اتزنقت تاني، انا اتزنقت تاني دلوقتي، بقيت عايز احط هنا الليت فينش والليت ستارت. طب الليت فينش انا ببص فين؟ ابص على الزيرو ولا ابص على الثلاثة؟ ها فكروا معايا، ابص على الزيرو ولا ابص على الثلاثة؟ طب خلينا نمشي مع الثلاثة. لو قلنا ناخد الثلاثة دي نحطها هنا نحطها هنا، اذا المشروع هيبدا في اليوم 3. طب ما هو المشروع طالما ما بداش اصلا يبقى ما فيش يوم ثالث، يعني هو المشروع بيبدا في اليوم اللي بيبدا فيه، يعني مفيش حاجه اسمها المشروع كان اول امبارح بس بدا النهارده، يعني مفيش كده، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو فعلا لو اتاخر 3 ايام، يعني بدايه المشروع اتاخرت 3 ايام، ايه اللي هيحصل؟ ما هو هيأفكت البرانش ده كله، وهيخلي بدل ما هم 19 يوم دول هيبقوا 22 يوم. وبالتالي انا باخد برضو الايه؟ اللوست، اخد اصغر واحد فيهم. هيبقى بالشكل ده. اتمنى ان يكون الجزء ده واضح بالنسبه لكم، لان هو جزء مهم وجزء يعني اللي بيفهمه بيحس ان هو بدا يركب اداره المشروعات وبدا يبقى فاهم الدنيا كويس. واللي فهمه بيبقى عايز اقول لك ان ده من اصعب الاجزاء عندنا في اداره المشروعات، مع شويه حاجات كده في الكوست وشويه حاجات في الريسك، بس يعني بس بقيه اداره المشروعات كلها صعبه ما تقلقش. تمام. الكريتيكال باث ميثود، الكريتيكال باث ميثود ايه هي الكريتيكال باث ميثود؟ قال لك ايه؟ قال لك هو المسار صاحب الزمن الاطول في المشروع. طب هو المشروع بقى فيه اكتر من مسار؟ طبعا، يعني على سبيل المثال انا عندي هنا في المسار بتاع اي بي وفي دي بي وفي دي اي، دول ثلاث مسارات 3 باسز. اوكي؟ طيب فانا عندي اي بي وعندي دي بي وعندي ايه. طب ايه هو المسار؟ المسار هو ان يبقى في عندك طرق مختلفه او مسارات مختلفه تقدر تمشي او تبدا انك تمشي من الستارت لحد الاند من خلالها، تمشي من الستارت لحد الاند من خلالها، تمام؟ وبالتالي اطول المسارات هو بيبقى الكريتيكال باث وهو بيبقى البروجكت ديوريشن. اطول المسارات بيكون هو الكريتيكال باث وبيكون هو البروجكت ديوريشن. طب هو ليه انا بقول عليه اصلا كريتيكال باث؟ اولا هو اطول مسارات وبالتالي بقى هو زمن المشروع، وبالتالي هو كريتيكال عشان لو اي ديوريشن، سوري، لو اي اكتيفيتي او تاسك حصل فيها تاخير من اللي موجوده على الكريتيكال باث هتسبب ايه؟ هتسبب ان كل البروجكت يتاخر.
لان انا لسه قايل لك من شويه ان المسار الاطول بيكون هو المجموع بتاع مجموع الديوريشنز بتاعت الاكتيفيتيز بتاعته بتكون هي الديوريشن بتاعت المشروع كله. يعني انا لو عندي هنا مثلا A 2 days و B 3 days و D 5 days و E 1 day اوكي، فانا بقيت عارف ان هنا 5 وهنا 2 يبقى اذا دول اكبر دول اطول مسار، اذا الديوريشن بتاعه البروجكت هي عباره عن 5 زائد 2 بقوا 7. لو جيت بي دي حصل فيها اي تاخير لسبب ما، عطل، حد غاب، اي حاجه، بقت 3 ايام بدل يومين. طيب خلاص وش كده المشروع بقى 8 ايام مش 7 ايام، وش يعني مباشره. انا والله يا جماعه بحاول ان انا يعني استخدم حاجات تفهمها كل الثقافات واللهجات العربيه على قد ما اقدر يعني، بس انا غصب عني طبعا اللهجه غالبه عليا، فارجو ان يعني اللي ما يفهمش حاجه يسال سواء بعد المحاضره او يسال حد من الزملاء او الكلام ده كله، ونبهوني يعني قولوا لي اللفظ ده غريب ما نعرفوش او حاجه من حاجة. طيب فده الكريتيكال باث. طيب تعالوا نشوف حاجه اسمها الفلوت. في عندنا تو تايبس اوف فلوتس، في حاجه اسمها فري فلوت وحاجه اسمها توتال فلوت. حاجه اسمها فري فلوت وحاجه اسمها توتال فلوت. الفري فلوت هو التاخير اللي ممكن تتاخره الاكتيفيتي بدون ما تاثر على الايرلي ستارت بتاع الاكتيفيتي اللي بعدها. ركز كده مع بعض، التاخير اللي ممكن تتاخره اكتيفيتي A بدون ما تؤثر على الايرلي ستارت بتاع اكتيفيتي B اللي بعدها، تمام؟ طيب عشان نفهم نروح قايلين التوتال فلوت وبعدين نرجع نشوف اكزامبل عليهم. التوتال فلوت بقى على الجانب الاخر هو التاخير اللي ممكن تتاخره الاكتيفيتي بدون ما تاثر على التوتال بروجكت ديوريشن او على البروجكت كومبليشن ديت. تاني، هو التاخير اللي تتاخره او اللي تقدر تتاخره الاكتيفيتي بدون ما تؤثر على البروجكت كومبليشن ديت او التوتال بروجكت ديوريشن. تمام، التوتال فلوت ممكن يتقال عليه سلاك، ويتقال عليه لما اجي اقول لك فلوت بس يبقى بقصد توتال فلوت. يعني لو قلت لك طلع لي الفلوت اللي هنا يبقى انا بقصد توتال فلوت، ولما هقصد الثاني هقول فري فلوت، وبالتالي لما فلوت تيجي لوحدها اعرف ان هي توتال فلوت، المقصود توتال فلوت. طيب عشان برضو نقدر نحول الموضوع، يعني احنا دلوقتي بناخده اهو كالفاظ، هناخده كايكويشن، وكمان هناخد اكزامبل عليه عشان نفهم، تمام؟ طيب لما نيجي ناخد الايكويشن بتاعه الفري فلوت هتبقى ببساطه اي اس اللي هو الايرلي ستارت اوف نيكست اكتيفيتي ماينس اي اف اللي هو الايرلي فينيش اوف كرنت اكتيفيتي. يعني بنطرح الايرلي ستارت من الاكتيفيتي اللي جايه، بنطرح منه ايه؟ بنطرح منه الايرلي فينيش بتاعه الاكتيفيتي اللي احنا واقفين عليها دلوقتي. نعتبر ان احنا عندنا اكتيفيتي هنا واكتيفيتي هنا، تمام؟ اهو اكتيفيتي هنا واكتيفيتي هنا، دي كده الايه الكرنت ودي النكست، اوكي؟ دي الكرنت ودي النكست، تمام؟ فباخد النكست اللي باخد الايرلي ستارت بتاع دي اقول ماينس الايرلي فينيش بتاع دي، اوكي؟ يعني خلينا نقول كده early start of B minus early finish of A، على اعتبار طبعا ان B بعد A، تمام؟ طيب على الجانب الاخر late start في اللي هو total flow بقى المعادله بتاعته، late start date minus early start date بيبقى within الاكتيفيتي نفسها، يعني ما باخدش اكتيفيتي مع اكتيفيتي، لا هي نفس الاكتيفيتي، ببص فوق وببص تحت، ببص تحت الاقي 5، ابص فوق الاقي 3، اذا التوتال فلوت 2 اللي هو 5 ماينس 3، تمام؟ انا في الحاله الاولى كنت ببص على الايرلي ستارت والايرلي فينش واطرحهم من بعض، هنا ببص على الليت ستارت والايرلي ستارت، الاثنين ستارت مع بعض او الاثنين ليت مع بعض، سوري، او الاثنين فينش مع بعض، الاثنين ستارت مع بعض في نفس الاكتيفيتي او الاثنين فينش مع بعض في نفس الاكتيفيتي. وعشان نبقى عارفين الكريتيكال باث ما بيكونش ابدا عليه توتال فلوت، توتال فلوت على الكريتيكال باث دايما زيرو، دايما ايه زيرو. ليه؟ لانه كريتيكال باث، هيبقى فيه فلوت ازاي اصلا، تمام؟ طيب
تعالوا ناخد اكزامبل. ايه يا سيدي الفري فلوت والتوتال فلوت بتوع سي ودي واي واف؟ سي ودي واي واف. طيب مبدئيا كده سي، سي اهي احنا عايزين نعرف الفري فلوت. تعالوا نمسك الفري فلوت. الفري فلوت قلنا ايه؟ الايرلي فينش، سوري الايرلي فينش دي مع الايرلي ستارت دي 19 ماينس 19 يدينا ايه؟ زيرو. يبقى اذا الفري فلوت هنا ايه؟ زيرو. طيب ندخل على دي، تمام؟ دي نبص على الايرلي فينش والايرلي ستارت 6 ماينس 6 يدينا ايه؟ زيرو. طب نبص على الاي، الاي هنا نبص على ايه كمان؟ نبص على اهو ادي الاي اهي وادي الاف معاها. الايرلي ستارت بتاع الاف ماينس الايرلي فينش بتاع الاي يدينا ايه؟ زيرو. طب تعال نشوف الاف. الايرلي ستارت بتاعت الفينش مع الايرلي فينش بتاعت الاف 19 ماينس 16 يدينا كام؟ 3. اذا الوحيده اللي عندها فري فلوت هي ايه؟ اف. الوحيده اللي عندها فري فلوت هي اف. طيب تعالوا ناخد التوتال فلوت بتاع السي والدي والاي والاف. سي ودي واي واف. سي هنا بنطرح دي من دي او دي من دي. طيب 19 ماينس 19 زيرو، يبقى سي كده توتال فلوت زيرو. الدي هنطرح دي من دي او دي من دي. طيب فعلا 9 ماينس 6 3، اذا هنا التوتال فلوت كام؟ 3. تمام. طيب هنا برضو نفس الكلام 16 ناقص 13 او 9 ناقص 6 3. طب هنا نفس الكلام 16 ناقص 19 ناقص 16، وال ال ال الاف عندي هنا هيبقى برضو ايه؟ 3. طيب الاجابات قدامنا اهي برضو يا جماعه عشان الناس تشوف وتراجع. المفروض ان انتوا معاكم ال اسمها ايه دي الماتيريال، يعني معاكم البي دي اف خلاص، وعندكم ال الاكزامبل. بصوا على الاكزامبل وبصوا على الاجابات. البارت اللي احنا يعني قبل البريك احنا كده خلصنا الجزء اللي قبل البريك، والمفروض هناخد دلوقتي بريك ونرجع الساعه 9 و5 دقائق. تمام. انا عارف ان انتم ممكن يكون عندكم دلوقتي اسئله كتيره وعارف الكلام ده كله. طيب بصوا هقول هنعمل حاجه لطيفه، ممكن ناخد 5 دقائق كده اسئله ونخلي البريك يبقى من 9 الى 5 دقائق لحد 9 و10 دقائق. فهفتح لكم بس مجال الاسئله عشان لو في حد يعني الموضوع تعبه وما عرفش يفهم. الاسئله في الشات يا جماعه، ويعني عن الجزء ده بس، يعني ماشي عن الجزء ده بس. هو انتوا لو ما سالتوش خالص انا هبقى فرحان جدا على فكره. ليه؟ لان هيبقى معناها ان انتوا ما شاء الله كلكم فهمتوا وانا شرحت كويس قوي. المهندس محمد سعيد بيقول لي هندسه الفري فلوت للدي، ماله الفري فلوت للدي؟ 6 ماينس 6 بيدينا ايه؟ زيرو. طب ثواني بالراحه عليا بس شويه يا جماعه، بالراحه عليا شويه عشان انا ايه؟ يعني اسئله كترت. طيب نمسك حاجه حاجه. اول حاجه المهندس محمد سعيد بيقول طيب ما احنا هنا كاتبين اهو ويل كونسيدر ايه؟ ويل كونسيدر، سوري سوري يا جماعه الشات اصله بيطول وبيقصر وحاجه زي كده. يعني احنا كاتبين ويل كونسيدر اي نوت سي. تعالوا نرجع كده. الدي فين الدي؟ طيب ليه بنكونسيدر اي ومش بنكونسيدر سي؟ يعني ليه مش بنكونسيدر؟ ليه بقى؟ لان اصلا سي هتبدا في اليوم ال 14، وبالتالي اي هتكون بدات قبلها، فعمر ما السي هتتاثر بالدي، اللي هتتاثر بالدي هي الاي. فده طبيعي ان انا هكونسيدر الاي مش هكونسيدر السي. تمام؟ تمام يا باشمهندس؟ طيب انا يعني بحاول اظبط الويندو بتاعت البان بتاعت الشات. طيب المهندس محمد خلاص انا كده جاوبتك.
دكتور إبراهيم شكرا يا دكتور. لومارك free float for daily، ما أنا لسه قايله هو يا لومارك ولسه رادد على النقطة ديت برضو. أيوة تسلم مهندس محمد تسلم. consider لومارك yes consider E not C، وأنا قلت ليه. آية شكرا ليك يا آية، كله تمام مفهوم الحمد لله ممتاز. حتة بتاعت التوتال فلوت والفري فلوت ممكن أعاد ليها تاني كمعنى. حاضر أسامة زعفان هعيدها. حاضر عاوزين رسم سي بي ام ستيب باي ستيب. ما هو ستيب باي ستيب يا جماعه والله الوقت مش هيسعفنا، وانا يعني كنت مديكم اكسرسايز كده ان انتوا تعملوا الموضوع ده المره اللي فاتت، وصدقني انت لو حاولت ترسمه هتلاقيه ان شاء الله ماشي ايدك فيه بس كده. ولو وقفت تعالى كده ابعت لي وقول لي يا باشمهندس انا وقفت في الحته دي مش عارف بنجيب دي من دي ازاي، وانا ساعتها اعمل. بس ارجوك يعني لازم نبقى متفقين ان انا مش بشربك. انا بحاول طبعا ان انا ادي لك كتير، بس انا مش بشربك الحاجه 100%. انت لازم تبذل مجهود وتبقى عندك جابس او عندك كويشن ماركس، وبعدين ساعتها تيجي ايه تقول لي عليها اقفلها لك. طيب هو مش المفروض دي ليها فري فلوت؟ دي ليها فري فلوت. طب بص يا باشمهندس، هو دي تعريف الفري فلوت ان هو التأخير اللي ممكن تتأخره الاكتيفيتي بدون ما تأثر على اللي بعدها. طب هو مين اللي بعدها؟ اللي بعدها ايه؟ يا ترى لو دي اتأخرت مش هتأثر على الاي؟ لا هتأثر. تمام؟ هتقول لي طب ما هو ممكن كلهم يتأثروا. هقول لك ما هو ده فعلا اللي هيحصل، بس ساعتها هيبقى برضو تأثر، لان هو اللي موجود هنا فري مش فري فلوت، توتال فلوت من بتاع المشروع كله، ولكن توتال فلوت من بتاع المشروع كله اللي هو يعني ما هيأخرش المشروع كله، ولكن مش فري فلوت. طيب ايه تاني؟ باشمهندس تاسك محتاجة يومين، المفروض التاسك اللي بعدها تبدأ في اليوم الثالث. طيب بص يا باشمهندس، عشان طبعا المهندس محمد بيتكلم في حتة مهمة. الموضوع دوت يعني في نظريات وفي مدارس، وتم الاتفاق كبي ام اي ستاندرد ان احنا لما نيجي نهندل كده التاسك فبنقول دي بتخلص في اليوم الثاني، فاذا دي بتبدا في اليوم الثاني. هم بيعتبروا ايه؟ بيعتبروا ان دي خلصت في الثانيه قبل الاخيره من اليوم الثاني، ودي بدات في الثانيه الاخيره من اليوم الثاني. تمام؟ يعني النظريه اللي احنا واخدين بيها وماشيين بيها وبنحسب بيها هي كده. في النهايه هتلاقي ان حضرتك لو جيت تطبق اللي انت بتقوله، اللي هو هتكتب مثلا يعني هنا كده دي خلصت في الثاني، فتيجي هنا تكتب الثالث، فهتلاقي نفسك بتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك هنا بتكتب برضو ان الديوريشن هتحتاج تشيل منها يوم. يعني انت لو كتبت هنا 3 وجمعت 12 هتبقى هنا 15، which is not actual، يعني مش هو ده اللي هيبقى حاصل. اللي هيبقى حاصل انك بتخلص في اليوم ال 14. تمام؟ فانت الديوريشن نفسه انت بتهندله بالشكل ده. طيب اخر حاجه بس عشان نبقى يعني ناخد بريك يا جماعه معلش. طيب زي الفل. طيب هعيد بس الحته بتاعت الفري فلوت والتوتال فلوت في السريع كده، وتقريبا كده كله. حتى المهندس عمر ناتور مهندس بين انشطه بيكون واحد. ثواني عشان في رسائل مش راضيه تظهر لي، مش عارف ليه. انا طب نقفل كده، نقفل حتى ده. هني يا جماعه تحياتي. طب بصوا يا جماعه عشان يعني الشات مهنج دلوقتي واحنا محتاجين ناخد بريك، فمعلش هناخد بريك دلوقتي وبعدين نرجع من الشات. ان شاء الله يكون التهنيجه دي راحت ونقدر ان احنا ناخد بقيه الاسئله بقى في الاخر خالص. تمام؟ شكرا ليكم. مهندس احمد انت معانا؟ مهندس احمد معاك يا هندسه. طيب يا فندم اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ اخباركم؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح لما اتركوا مع حد؟ جميل. حد عنده سؤال؟ Our quiz school people. احنا بننزل الكويز بالاجابات، حضرتك بتصححهم لنفسك.
وخلاص. لكن لو حضرتك عاوز تعرف ان الكويز وصل، الكويز وصل ولا لا، انا برفع الكشف على جوجل درايف على المكتبه بتاعتنا، مكتوب فيه ملف الغياب والحضور والكلام ده، هتلاقي فيه كشفين، ملف المحاضرات نفسها غياب وحضور، وفي ملف تاني خاص بالكويز. كيس ستادي انتهى يا باشمهندس، التقديم الي. ما مش انا اللي هشرح، المهندس احمد الله يشرح. معاكم احمد دعم فني. محدش يسالني عن الكيس ستادي، كيس ستادي التايم بتاعه انتهى، اما تمديد مده او كيفيه عمله المهندس احمد ما حضرتش المحاضره اللي فاتت وبالتبعيه ما لحقتش احل الكويز ده، ياثر عليا معاك 9 محاضرات من ال 13 محاضره كحضور، والمفروض تكون حلل الكويزات كلها. لكن هنشوف في اخر الكورس خالص التقييم العام لسيادتك من حضور كويزات والكيس ستادي مع المحاضرات مع درجتك في الامتحان ان شاء الله. يا شباب انتم الرفرة اللي فاكر ما قدرش احطها وزي فعلا. الف سلام عليك يا باشمهندس محمد، كمل معانا وان شاء الله رب العالمين في الاخر هنعمل ايفالويت لليله دي كلها. يا شباب في حد عنده اي مشاكل تانية؟ في عنده اي شكاوي من اي نوع؟ في حد كاتب حاجة أنا ما شفتش؟ كيس استادي يا باشمهندس مرفوع على المكتبة. ده لو أنت عاوز تعرف هو فين الكيس استادي بالظبط. المكتبة أول ما تفتحها هتلاقي في فايل مكتوب عليه كيس ستادي. Submit the quiz but don't record my answer. إزاي يعني أنت عملت له سبميت وفي نفس الوقت ما سجلتش أي إجابات؟ مش فاهم. مش فاهم مهندس محمد شعلان، معلش. هو الجوجل فورم أنت تجاوب عليه وبعد كده بتعمله سبميت خلاص او ارسال يعني بالعربي. انت عملت له ازاي بقى سبميت وفي نفس الوقت ما سجلتش اجاباتك؟ تقصد ان انت محتاج اجابات الاسئله يعني؟ الكويز مع الاجابات بتاعته اترفعت اوريدي حاليا على ملف الجوجل درايف. لو دخلت على جوجل درايف كويز الاول والثاني. كل محاضره يعني بعد ما تخلص المحاضره على طول ولا ليها مده معينه؟ مسامحه، الكويز من المحاضره للمحاضره. يعني انا دلوقتي اوريدي الكويز رقم 3 بتاع المحاضره ديت جاهز، الجوجل فورم بتاعه، الرابط هينزل لكم في اخر المحاضره، التايم بتاعه هو يوم الجمعه الساعه 12 مساء. يرجع بعد كده السبت في كويز رقم 4 هينتهي يوم الاثنين الساعة 12 مساء وهكذا. فهي قبلها بيوم الساعة 12، يعني أنا عندي سبت وثلاث. فانتهاء الكويزات عامة قبلها على طول، يوم الاثنين الساعة 12 بالليل أو يوم الجمعة الساعة 12 بالليل. وأحيانا إحنا بنمدها زي النهاردة كده، مديتها لكم لغاية العصر الناس اللي اتزنقت وما كانتش عارفه والكلام ده، ما اديت لهم مده لغايه العصر. فهي من المحاضره للمحاضره اللي بعدها. حل الكيس ستادي، المهندس هيصحح الكيس ستادي الاول تمام، ثم بعد كده ان شاء الله رب العالمين هيشرح لكم الليله ماشيه ازاي.
في حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ هي 10 دي خمسة سنة. ماشي. المحاضرة هتخلص الساعة 11. وقت المحاضرة 3 ساعات. مش عارف هتظهر ولا لأ. ثواني، كنا رافعين التقسيمة بتاعتها على ال هما المحاضرة 3 ساعات. يا برضه المهندس أسامة كان رفعها على البوست على الجروب، لو حد حابب يتأكد. ثواني أنا هجيبها لكم برضه من على الجروب. حد عنده سؤال تاني؟ عم نجيب لكم التايم بالظبط. السيشن بيبدا الساعة 8، في بريك الساعة 8:50 دقيقة، بعد كده في سيشن انتهائه الباك بتاعه من 9:05، بعد كده البريك رقم 2 9:50 دقيقة، والسيشن باك 10:05، سيشن اند 11 إن شاء الله. أوكي يا شباب. المهندس أسامة جزاه الله خيرا، حاطط لكم المواعيد في الشات. اتفضل يا باشمهندس محمد عبد السلام، تحت امرك على طول. يعني ايه ما تستناش تقول لي انا اسال ولا ما اسالش، اسال على طول. يا شباب محمد، محمد اين هو السؤال؟ لو دخلنا زوم بسبب ضغط حد طلع، محتاجين نسجل في فورم التحضير ولا لا؟ طبعا. بص يا باشمهندس، لينك التحضير كتب في اي حاجه، اي حاجه يا باشمهندس. لينك التحضير او لينك ما يسمى بالاستبيان، حضرتك بتقول رايك في الكورس بتاع النهارده، فحضرتك تقدر تعمل اللي انت عاوزه. اوكي يا باشمهندس، اتفقنا؟ سواء جوه القاعة أو في اللايف، في اللينك بتاع الاستبيان كده كده مثبت من ضمن الروابط اللي موجودة في البوست المجمع، اللي مثبت على الجروب في أول بوست وتسجل. طبعا لو دخلت دلوقتي هتلاقيه لا يقبل ربط، أنا بعمل له فتح في البريك النهائي أو الإند. بعد ما تنتهي القاعة أنا بدخل معاك صوت وبتكلم معاك تاني. فين رابط الحضور؟ ده لسه بقول يا جماعه. مهندس احمد، رابط الاستبيان اللي هو رابط الحضور، تمام، محطوط في البوست المجمع. حرام عليك. مش كده والله. تمام، ادخل على الجروب هتلاقي اول بوست. مهندس اسامه جزاه الله خيرا جابه لك، بس لو دخلت دلوقتي قبل ما تدخل هتلاقي لا يقبل الرد،
عشان ما الناس ما تخشش تقول ايه ده ما بايظ ده مش شغال مش الكلام. مهندس احمد فتحي برضه نفس الكلام. جزاك الله خير يا مهندس احمد. الصوت بيقطع مهندسه مريم كده الصوت كويس ولا؟ مهندسه مريم الصوت بيقطع عند الناس كلها ولا ايه؟ طب لو سامعين كويس نضغط رقم واحد. مهندسه مريم بعد اذنك في الصوت ولا لسه؟ نتاكد بس ان النت عند حضرتك كويس. هي ما بتردش مش عارف ايه. طيب عم المهندسه مريم ترد. في اي حد عنده اي مشاكل؟ في حد عنده اي استفسارات؟ في حد عنده اي شكوى من اي حد؟ تمام. في عنده مقترح معين لاي شيء؟ اوكي مهندسه ايه؟ ايه المشكله؟ ما هي الاستماره واقفه. حضرتك بتتكلمي على الاستبيان صح؟ التسجيل من الاول خالص. التسجيل من الاول خالص. طب بعد اذنك ممكن بعت لي رساله بس على الفيسبوك وانا هظبط الموضوع ده. ربيع روزيك لينك اوف اكزام ريجستريشن. لينك اوف اكزام حضرتك ما فين؟ الاكونت الاكونت كل البوستات اللي على الجروب انا اللي عاملها احمد سمير. بعت لي رساله بس. ربيع روزيك معلش يا باشمهندس ربيع ايه الاكزام الريجستريشن؟ احنا مفيش امتحان دلوقتي امتحان في الاخر. ولا حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ معلش عشان مش فاهم الحته دي. بسم الله. ثواني يا شباب. المهندس نصر الدين عبد الباري عاوز احجز الامتحان النهائي. الامتحان النهائي بتاع ايه؟ بي ام بي ولا حضرتك بتتكلم على الامتحان بتاعنا احنا؟ تمام دي اول حاجه. الحاجه الثانيه المهندس احمد جزاك الله خير يا باشمهندس احمد. المهندس محمد عبد السلام ده عاوز البي ام اي نفسها. طيب المهندسه ايه كانت بتسال مهندسين يا شباب اللي يفتح الفيديو ياخد باله ياخد باله شباب بعد اسمكم. بصوا يا شباب ده الاكونت بتاعي سوري ده الاكونت بتاعي على الفيس. اللي عاوز عنده مشكله ابعت مسج. ميتنج اي دي بتاع الرومي هندسه. انا كل مره بنزل لك الرابط بتاعه يا هندسه. مهندس محمد سعيد. اوكي شباب عشان مهندس ان شاء الله رب العالمين هيدخل دلوقتي فانا ان شاء الله رب العالمين هوقف المايك. هدخل معاكم ان شاء الله في البريك بعد ما نخلص الجزئيه الثانيه ثم بعد كده لو حد عنده سؤال ارجو ما حدش يجاوب على اي حاجه او يتكلم مع المهندس اي حاجه لغايه ما اخلص. اما الكيس ستادي ممكن تسالوه لو هو بقى ايه عاوز يشرح لكم الحته دي. طبعا السلام عليكم. رجعنا مره ثانيه ناكد بس ان الصوت شغال عن طريق ضغط رقم واحد في الشات.
ممتاز، الصوت كويس يا جماعة، يعني أكدوا لي بس إن الصوت مش بس واصل، لا كويس. طيب نمبر 1 دي كلها تمام زي الفل، ممتاز ممتاز. خلينا نبدأ بقى مرة تانية. طبعا احنا اتكلمنا في البارت اللي فات في شوية حاجات، يعني الناس بتوع انجينيرينج والناس بتوع اللي بيحبوا الماث والناس اللي بيحبوا الاناليسز هيكونوا اكيد حبوها جدا، والناس اللي هم جايين من باك جراوند كده ما بيحبوش الارقام وما بيحبوش الماث، مش انجينيرينج باك جراوند، فممكن يكونوا قافشين من الموضوع شويه. فمعلش انت لو حاسس ان الموضوع بالنسبه لك كومبليكيتد، هتشغل الفيديو ان شاء الله لما ينزل على اليوتيوب تسمعه كذا مره، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى يعني ايه بيس اوف كيك، الموضوع بقى سهل وبسيط جدا ما فيهوش اي مشكله. طيب عندنا الصوت دلوقتي حلو بس في النص بيقطع ويرجع تاني. طيب استاذنكم اول ما الصوت يكون فيه مشكله نكتب رقم 2 في الشات. هي الكاميرا مغلقه، هفتحها دلوقتي. نكتب رقم 2 في الشات لو الصوت في اي لحظه في مشكله، نكتب رقم 2 في الشات. تمام. طيب عرفنا بس الناس اللي الجزء اللي فات ده ما كانش واضح بالنسبه لهم هيعملوا ايه. تمام، عشان هو طبعا الشات بيبقى مغلق. طيب يا باشمهندس احمد معلش ما تقفلش الشات عشان نسمح بان يعني، ولا تحب لو في مشكله في الصوت يدخلوا لك على الماسنجر يقولوا لك وانت تقول لي؟ يعني انا ما اعرفش تحب تمشيها ازاي. والله يا هندسه انا ما عنديش مشكله، انا كنت بسيبه مفتوح بس لقيت في ناس اثناء المحاضره بتتكلم في حاجات تانية، فلو كده في برايفت شات في القاعه نفسها، فهو ممكن بقى التو يا جماعه شات تحت في كلمه تو، اختار بس اسمي انا، او انا اوريدي هعملها لكم ان انتوا تعملوا للهوست، يعني انتوا تكلموا الهوست بس. فلو كده ابعتوا لي مسج عليه، لان الهوست في كذا هوست معانا، فابعتوا لي احمد سمير وانا هرد عليكم ان شاء الله. اوكي؟ تمام تمام. انا دلوقتي هندسه ان اي حد يبعت على الشات يبعت لي انا او يبعت لحضرتك مباشره. بس خليهم يبعتوا لك انت، ما فيش مشكله، يبعتوا لك انت وانت ساعدني لو في مشكله في الصوت. تمام يا شباب. سلام عليكم. اوكي. نكمل بقى يا جماعه. طبعا الانسرز دي كانت عندنا بتاعه البارت اللي فات اللي هو الفري فلوت والتوتال فلوت. دلوقتي عندنا اكزامبل كده لطيف لذيذ زي ما احنا شايفين قدامنا. وبنسال what is the duration of the critical path based on figure H؟ based on figure H. انا هديكم فرصه تمام انكم تجاوبوا. طب ما شاء الله في حد جاوب سريعا جدا، يعني اديكم فرصه انكم تجاوبوا. احنا مش عايزين اجابه في الشات، معلش مش عايزين اجابه في الشات، انا بس بديكم فرصه تفكروا. يعني انا ما ينفعش ان انا اظهر لك الاجابه مره واحده، انا بديك فرصه تفكر مع نفسك، اقعد انت مع نفسك كده واعتبر ان انت معاك، اكيد لازم يكون معاك وايت بيبر ومعاك بن وانت قاعد بتكتب بتاخد نوتس. حل السؤال، انا مش عايز الاجابه، محدش يبعت لي الإجابة يا جماعة، محدش يبعت لي الإجابة. فكروا، أدي عندكم هي تاسكس واللي فوق التاسكس دي الديوريشن بتاعتها، وأدي الباسز، فكروا which one is the critical path and what is the duration of the critical path. إحنا مش الصوت مش عطلان ولا حاجة، إحنا بس بندي فرصة للإجابة. طيب لو جينا بصينا كده يا جماعة عندنا أكتر من باث، الباث اللي هو A B C D E K و A B C G H J K و A B F G H J K و A B I J K. كده كان عندنا كم باث؟ عندنا أربعة باثز. Which one is the critical path؟ إحنا قلنا إن critical path هو الباث صاحب أكبر duration، is the longest باث. لو جينا بصينا عندنا الباث ده طويل والباث ده
اطول منه ولكن الباس ده اقصر من اطول باس ونفس الكلام هنا وبالتالي الكريتيكال باس هيكون A B C G H J K اللي هو عندنا كام 44 مظبوط تمام اللي هي الإجابة B 44 ده الكريتيكال باث اللي هو اللونجست باث تمام وهو هيبقى البروجكت ديوريشن باي ذا واي يا جماعه ناخد اكزامبل تاني Based on the network diagram in figure H, the resource working on task G is replaced with another resource with 50% of the productivity of the previous resource. How long will this project take? How long will this project take? طيب نفكر مع بعض كده. احنا بنقول ببساطة احنا هنيجي عند الH وهنحط ريسورس تاني الريسورس ده ممكن يبقى بني ادم او معدة انتاجيته نص انتاجية اللي كان موجود انتاجيته نص انتاجية اللي كان موجود يعني H اللي هي مدتها اربعة ايام جبنا الشخص اللي كان هيقوم بيها وبدلناها بشخص انتاجيته النص يا ترى البروجكت ده هياخد قد ايه اللي هيحصل ان احنا هندوبليكيت الديوريشن بتاع الاتش لان اللي كان بيعمله القديم في اربع ايام هيعمله الجديد في ثمان ايام which means ان الديوريشن اللي عندي البروجكت ديوريشن هتزيد بمقدار قد ايه؟ الناس هو احنا بنقول جي ولا اتش يا جماعه؟ سوري جي انا اتلخبطت هي جي مش اتش معلش هي جي مش اتش سوري انا بس اتلخبطت فيجر اتش والتاسك جي تاسك جي اللي هي 8 هتبقى دوبليكيتد ل 16 هنزيد 8 هيبقى 52 انستيد اوف 44 مظبوط معلش يا جماعه للخبطه انا السؤال بيتكلم عن تاسك جي وليس تاسك اتش انا بس فيجر اتش لخبطتني وخلتني قلت تاسك اتش لكن هي تاسك جي تمام وتاسك جي لما نيجي نبص عليها نلاقي ان هي بتتنفذ في 8 ايام لما نبدل الريسورس اللي موجود في التاسك جي ونحط ريسورس البرودكتيفيتي بتاعته نص البرودكتيفيتي اللي فات يبقى اذا الديوريشن هيبقى دوبليكيتد وهيبقى 16 انستيد اوف 8 وبالتالي هتبقى بدل ما هي 44 هتبقى 52 تمام طيب اكزامبل ليكم اهو عشان تتدربوا على الرسم مطلوب منكم ترسموا الجراف ده تمام من التيبل اللي عندي وعندي هنا البريسيدنج اكتيفيتي وعندي هنا الاستيميت ان مانثس يبقى ستارت اهي وبعدين A البروسيدور بتاعها ستارت وB البروسيدور بتاعها ستارت وC البروسيدور بتاعها واحد ودي البروسيدور بتاعها واحد واثنين and so on تمام؟ طيب احنا هنا لا احنا هنا عندنا تبديل المفروض كنا نبدلها ثواني المفروض نستبدل النمبرز بتاعت الاكتيفيتيز دي يس المفروض كنا هنا دي المفروض تبقى letters برضو A مكانها واحد بس هنا ده خطأ هصلحه لكم ان شاء الله برضو في الماتيريال اللي هديها لكم في ابديت للماتيريال المفروض هيتبعت هيبقى متصلح فيه الحاجات بتاعت المرة اللي فاتت والمرة دي الفكرة كلها ان احنا واحد دي اللي هي A واثنين اللي هي B وهكذا and so on ايه المطلوب ان هو يتعمل مطلوب نرسم النتورك دايجرام مطلوب نكالكوليت all of the passes in this network diagram What is the duration of the critical path of this network diagram? What is the float of task C? What is the float of task E? What is the float of task A? What is the slack of task G? دي الأسئلة اللي عندنا. عايز يعني أديكوا كده ولو 5 minutes تحاولوا تحلوها فيها. تمام؟ وبعدين نرجع نشوف الحل مع بعض.
يعني هناخد 5 minutes كده، هم مش بريك يا جماعة، هو 5 minutes للحل تمام، وبعدين نرجع نشوف الحل مع بعضنا. والناس اللي طبعا مذكرة او معاها الماتيريال بلاش تبص على الحل، يعني جرب تشغل دماغك وتشغل ايدك في الموضوع. احنا دلوقتي هي الساعة 9:21 دقيقة، هنرجع 9:26 دقيقة، مش هنرجع، انا مش هروح، انا موجود تمام، يعني انا موجود. ولو بشكل استثنائي يا باشمهندس احمد بس هنفتح بس الشات لو حد هيسألني على حاجة، مش لو حد هيجاوب حاجة. معاكم فرصة يا جماعة 5 دقايق تحاولوا ترسموا الدايجرام وتحلوا الأسئلة. طيب تعليقا بس، المهندس محمد سعيد بيقول احنا استبدلنا بواحد أقل بالنص، هو مش أقل في المدة هندسة، هو بيقول لك الإنتاجية بتاعته أقل. يعني الراجل دوت لو أنت جايب مثلا حد بتاع دهانات كان بيخلص في اليوم 20 متر هيخلص في اليوم 10 أمتار، وبالتالي لو التاسك دي كانت كلها 100 متر بدل ما هيخلصها في 5 أيام هيخلصها في 10 أيام، وبالتالي مش الموضوع مش الديوريشن هتقل للنص، الديوريشن هتزيد للضعف لأن الإنتاجية هي اللي النص تمام. ده تعليقا بس لسؤال المهندس محمد سعيد. يلا شدوا حيلكم. مهندس مصطفى بيقول تمام، تمام يعني خلصت ولا تمام ده اللي هو ايه؟ طيب فاضل دقيقة يا جماعة، فاضل دقيقة ونكونتينيو.
تمام مهندس مصطفى بالخير. طيب يا جماعة احنا كده خلصنا، التايم خلص، هنرجع نكمل تاني. تمام يلا بينا نحل. عندنا الدياجرام اللي قدامنا اللي طلعه بالشكل ده، اقول لك جود جوب، شاطر، مية مية، فهمت وطبقت. واللي ما طلعوش هقول لك يعني خليك معانا، هتتعلم وتحاول تعالج النقط اللي كانت عندك فيها القصور، وتقدر باذن الله ترسمها. احنا الشكل اللي قدامنا ادي A و B starting once the project starts، وبعدين عندنا C و D و E و F و G. تمام دي التاسكس اللي موجوده عندنا. تمام طيب الديوريشن زي ما احنا شايفينه وحاطينه هنا كده. طيب تمام تمام يا جماعه، تمام تمام خلاص. طيب احنا كده رسمنا الدايجرام. اول كويستشن عندنا كان ايه؟ Draw the network diagram, calculate all of the buses in this network diagram. All of the buses يعني تقول كل الباسز هنا كام؟ طيب احنا عندنا ادي اول باس A, C, F وبعدين A, D, G وبعدين A سوري B, D, G وبعدين B, E. لما نيجي نبص كده 2 زائد 7 زائد 2 ادي 11، 2 زائد 9 زائد 8 19، 3 زائد 9 زائد 8 20، 3 زائد 3 6. طيب من خلال بقى كمان دوت نبتدي نخش على السؤال اللي كان بعده، What is the duration of the critical path for this network؟ الكريتيكال باث هو هيبقى أطول باث عندنا اللي هو يعتبر بي دي جي اللي هو مجموعه مع بعضه 20، وبالتالي ده الكريتيكال باث وهو البروجكت ديوريشن. طيب السؤال اللي بعده بيقول إيه؟ What is the float of task C و E و A و slack of G؟ تمام؟ يعني احنا عايزين الفلوت بتاع C و E و A والسلاك بتاع G. تاني هو C E A G، C E A G، C A C E A G. لما نيجي نشوف التعريف الفلوت، الفلوت ده اللي هو يا جماعه لما قلت لك اقول لك فلوت بس يبقى انا اقصد ايه؟ توتال فلوت. تعريف التوتال فلوت بيقول ايه؟ بيقول هو التاخير اللي بتاخره التاسك بدون ما تاثر على التوتال ديوريشن او البروجكت كومبليشن ديت. وقلنا الايكويشن بتاعته بتقول هو الليت فينش ناقص الليت ناقص الايرلي فينش، او الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت. فلما نيجي نبص هنا 18 ناقص 9 يبقى كام؟ يبقى 9. يبقى هنا الفلوت عندي هنا في الكيس دي 9. تمام؟ الفلوت عندي في الكيس دي 9. طيب وعندنا كمان اي نفس الكلام 20 ناقص 6 14، وعندنا ايه 3 ناقص 2 1. خلاص طبعا المفروض ان حضرتك تكون رسمت وعملت البوكسز كلها بتاعت الايرلي ستارت والايرلي فينش. طيب في غلطه عند الاي، سوري في غلطه عند الاي اللي هي ايه بقى؟ لا الفلوت مش الفري فلوت، الفلوت اللي هو التوتال فلوت. مهندس محمد بيقول لي الحمد لله طلعته صح، وفي غلطه عند الايه. طيب اللي هي ايه بقى؟ طيب خلينا نكونتينيو. المفروض 11 11 ليه 11 يا هندسه؟ ليه 11؟ دي لا لا خالص مش كده. طيب تعالى بس نكمل لما نشوف، تعالى نشوف الحته اللي بيقول عليها المهندس. دلوقتي احنا لما يكون عندنا يا جماعه ماشيين باكورد باس
لما نيجي نمشي احنا عشان نجيب الليت فينش بتاع الاي محتاجين نمشي باكورد باس. فلما نيجي نشوف باكورد باس هنلاقي ان الاي كانت بتدايفيرج لتو تاسكس اللي هي السي والدي. واحنا قلنا ان احنا بناخد الهايست ولا اللوست لما بنيجي نعمل باكورد باس. انا عايز اخد منكم انتوا الاجابات، احنا بنعمل لوست ولا هايست لما بنيجي ناخد؟ بناخد اللوست في الباكورد باس، بناخد اللوست مش بناخد الهايست. تمام، طيب مظبوط. المهندس محمد زيدان برضو بيقول لي الفلوت اللي هو السلاك، طبعا الفلوت هو السلاك بس هو نوع من انواع برضو اللعبه بالالفاظ يعني. تمام تمام طيب خلاص. فاحنا هنا خلاص ظبطنا، قلنا المفروض ان انتوا تكونوا عملتوا الفورورد باس والباكورد باس وعملتوا الايرلي ستارت والايرلي فينش والباك والليت ستارت والليت فينش والكلام ده كله خلاص. ودلوقتي بقينا بنطلع الفلوت بتاع السي والاي والاي، باقي بقى كمان اخر واحده معلش انا كانوا بيتكلم عن الجي صح كده، هو عايز يعرف السلاك بتاع الجي. السلاك اللي هو برضه التوتال فلوت، ما احنا قلنا التوتال فلوت او الفلوت او سلاك. طيب المعادله بتاعته بتقول ايه؟ بتقول يا اما الليت فينش ناقص الايرلي فينش يا اما الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت. يبقى ايه؟ يبقى السلاك هنا على الجي ايه؟ بزيرو. تمام؟ طيب تعال نشوف الاجابات ايه. ماشي، دي كده يا جماعه الباسز اللي هو اهو 11 19 20 6 والكريتيكال باس كام؟ 20. طيب ويوزنج فلوت طلعنا 9 شهور و14 شهر وشهر، وهنا ايه؟ سينس تاسك جي از ان ذا كريتيكال باس باي ديفينيشن ذا سلاك از ايه؟ زيرو. يعني حتى كمان بعيد عن الارقام دي، مجرد ما تبقى تلاقي التاسك على الكريتيكال باث مش هيكون فيها اي ايه؟ اي فلوت. واضح يا جماعه؟ معلش احنا انا يعني يا باشمهندس احمد سمير انا بكسر القواعد شويه للمحاضره دي، لان المحاضره دي قايمه على التفاعل، فمعلش احنا يعني مضطرين ان احنا يبقى في كده لينك كل شويه طيب في يا جماعه كده حاجه مش واضحه. تمام يا باشمهندس، في حاجه كده مش واضحه، اللي مش فاهم يقول لي عشان يعني المثال ده هنكون بقى حاطين ضبه ومفتاح على كل اللي احنا خدناه كده، ونبتدي ايه ندخل في حاجات تانية. طيب كده مفيش اسئله، فالحمد لله الامور واضحه لكل الناس، فيعني ده شيء يسعدني ان في 100 واحد قاعدين فاهمين. ممتاز قوي. نشد خط بقى اللي احنا خدناه ونقوم حابسين كده المعلومه عشان ان شاء الله ما تروحش مننا ونبتدي نفهم. طيب مهندس محمود ماهر بيقول الليت ستارت اوف ايه واي 1، بقى بنرجع كده نشوف السؤال بتاعه. بص يا باشمهندس احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا ماشيين باكورد باس، فلما بنيجي نمشي باكورد باس بنعمل ايه؟ بنقوم واخدين نشوف ايه الاقل في الليت ستارت في اللي قبل في الـ في الـ في, الـ في اللي بعدها اللي هو ال11 وال3 وناخده نحطه هنا 3. طب 3 دي لما نطرح منها الديوريشن بتاعه الاثنين يدينا هنا ايه؟ 1. يعني كده معنى كده ان التاسك A ممكن تبدا متاخره يوم عن بدايه المشروع. تاسك B هتبدا في اليوم الاول او في اللحظه 0، بينما تاسك A هتبدا في نهايه اليوم الاول او في بدايه اليوم الثاني. ده معنى الفلوت اللي موجود عندنا. مهندس ربيع رد عليك هو بيقول لك الديوريشن از 2. تمام معلش يا جماعه، يعني ايه احنا ايه عملنا اكسبشن بس بلاش نخليه ايه ياثر علينا بشكل سلبي. خلاص طيب نكمل. هندخل بقى في حاجه اسمها سكادول كومبريشن. سكادول كومبريشن وهو انك تضغط الجدول الزمني. انت مدير مشروع واتزنقت ويعني في ديو ديت، في تسليم، في مش عارف مين، حد هيجي يستلم ايا كان، وحضرتك عايز تعمل كومبريشن للسكادول. طب هتعمل الكومبريشن ده ازاي؟ في تو تكنيكس، تكنيك اسمه كراشنج وتكنيك اسمه فاست تراكنج.
فاست تراكنج هو انك تجيب التاسكس اللي كانت الديبندنسز بتاعتها ديسكريشنري زي ما حكينا من شويه اللي هي اختياريه او اوبشنال او تفضيليه، وبدل ما كانوا هيحصلوا ورا بعض تخليهم يحصلوا مع بعض، بدل ما كانوا هيحصلوا ورا بعض هتخليهم يحصلوا ايه مع بعض. ده في الفاست تراكنج. طب في الكراشنج ايه بقى؟ في الكراشنج ان حضرتك بتبتدي تيجي تشوف ايه هي الريسورسز اللي ممكن لو ضعفتها تخليك تخلص اسرع، فبتبتدي تمسك الريسورسز اللي عندك. على سبيل المثال مثلا لو انت جايب اتنين عمال بينقلوا طوب او بينقلوا رملة من لوكيشن للوكيشن، فانت لما قعدت فكرت لقيت انك لو خليتهم اربع عمال بدل ما هيخلصوا في يومين هيخلصوا في يوم، واليوم دوت هيعمل لك سيفينج في البروجكت ديوريشن كله، فانت والله ايه عملت حاجة تمام. طبعا الكراشنج المفروض ان هو بيكون على الكريتيكال باث عشان يديك سيفينج، والا انك هتروح تعمل كراشنج التاسكس مش موجوده اصلا على الكريتيكال باث، فمش هتديك اي سيفينج في الايه في الديوريشن. تمام. طيب تعالوا ايه نشوف اكزامبل كده. عندنا ادي هو كانه دايجرام عندي A B C D، في مسار A B C D والاحمر ده معناه ان هو الكريتيكال باث، والمسار الثاني A C D. طيب انا عندي A و B و C و D، النورمال ديوريشن بتاع كل واحده منهم 4 5 7 5، دي نورمال ديوريشن. والكراش ديوريشن يعني انا لو عملت للتاسك دي كراشنج هتتعمل في يومين بدل اربع ايام، ودي هتتعمل في اربع ايام بدل خمس ايام، ودي هتتعمل في ست ايام بدل سبع ايام، ودي هتتعمل في اربع ايام بدل خمس ايام. طيب النورمال كوست يعني التاسك دي بوقتها الطبيعي كانت هتتكلف المبالغ دي $6,000 $5,000 $8,000 $6,000. طيب ولكن لما هعملها كراشنج الكراشنج كوست اللي هو التكلفه بتاعتها بعد الكراش هتبقى كما هو قدامنا 8000 5750 8500 8000 وهكذا. طيب انا دلوقتي محتاج احسب الكراشنج كوست بير دي. كراشنج كوست بير دي هتبقى هي فرق التكلفه ما بين الكراش والنورمال مقسومه على عدد الايام اللي انا عملت لها سيفنج. طيب في الحاله الاولانيه انا كانت التاسك دي بتتعمل في اربع ايام وانا هنفذها في يومين، فانا عملت سيفنج لايه؟ ليومين. تمام؟ طيب وانا كنت هنفذها ب 6000 لكن بعد الكراش ب 8000، اذا الفرق هنا $2000، $2000 على اليومين يبقى تكلفه اليوم عندي تطلع كام؟ $1000. نفس الكلام هنا، ادي كانت تنفذ في خمس ايام وبعدين بعد الكراش اربع ايام والتكلفه قبل الكراش 5000 وبعد الكراش 5750، اذا الفرق 750 على عدد الايام اللي هو واحد يبقى تكلفه اليوم 750. طيب انا عندي هنا ده برده سبع ايام هنعمل لها كراش ان تبقى ست ايام، الكوست العادي 8000، الكوست بعد الكراش كام؟ 8500، وبالتالي ال 500 هي الفرق على عدد الايام اللي هو اليوم، يبقى الكراش كوست بير دي هي ال 500. هنا خمس ايام النورمال ديوريشن والكراش ديوريشن اربع ايام، والنورمال كوست 6000 والكراش كوست 8000، الفرق ده 2000، 2000 على عدد الايام يبقى هو تكلفه اليوم 2000. انا بقى هنا المفروض لما اجي اعمل سيفنج بختار التاسك الارخص من حيث عدد من حيث تكلفه اليوم. يعني انا النهارده لما عايز يوم، انا عايز اشتري يوم، من الاخر انا بشتري يوم، بشتري يومين، بشتري ثلاث ايام. تمام؟ انا عايز اشتري مده، المده دي اللي هو المشروع كان هيخلص بعد 230 يوم، فانا هعمل كراشنج عشان اشتري 10 ايام. اشتري يوم من ابو كام؟ اشتري يوم من اللي سعره كام؟ اشتري ارخص يوم ممكن، بس بشرط ان اليوم ده يبقى في مهمه وقع على كريتيكال باث عشان فعلا استفيد بايام او اوفر ايام. تمام؟ طيب انا عندي هنا ادي A B C D، المفروض ان الاربعه سوري هو طبعا يعني الاكتيفيتي اللي قدامنا او الاكتيفيتيز اللي قدامنا هنا احنا رسمين الكريتيكال باث، احنا كلهم واقعين عند كريتيكال باث، وبالتالي لما اجي اشتري اشوف ارخص يوم، اليوم اللي عندي هنا هيبقى الايه؟ ال 500. اليوم اللي عندي اللي هو ب 500. تمام؟ بس طبعا لازم هو المهندس محمد رافض بيقول نطرح، بس مش عارف نطرح ايه. طيب تمام، فاليوم الارخص عندي هيبقى 500 وبعدين ال 750. بس خلي بالك ان انت النهارده لو عايز 10 ايام ممكن يبقى التاسك دي اخرها تقدم لك يوم،
فانت هتاخد يوم من ابو 500 وبعدين انت عايز يوم كمان فهتخش على اليوم الارخص اللي بعده اللي هو الاكثر ارتفاعا ولكن ارخص من الايه من الاخرين هيبقى 750 وبعدين تاخد يوم من ابو تاخد يومين هنا من ابو 2000 يبقى انت عملت لك 4 ايام وهكذا تمام. تعالى ناخد بقى اكزامبل او كويستشن. عندنا التاسك زي ما انتم شايفين النورمال تايم اهو الكراش تايم اهو النورمال كوست اهو كراش كوست اهو من فضلكم حلوا ده وابعتوا لي يا سيدي الاجابه في البرايفت ماشي اهو انا بقول لكم ابعت في البرايفت اهو معانا دقيقه في الموضوع ده ما ينفعش ياخد اكتر من دقيقه. الناس بتبعت كتير جدا تمام تمام يعني انا مش هينفع اقول الاجابه دلوقتي مهندس احمد حليم بيقول ايه يعني هندسه لزياده الليمت على في ريسورسز بعدها الموضوع بيقلب انسي انه بيعطل المده بدل تقصيرها. لا ما فهمتش المهندس احمد عبد الحليم ما فهمتش سؤالك معلش. طيب يعني انا مش هينفع اقول مين صح ومين غلط يعني انا بصراحه الحاجات اللي بقت لي كتيره قوي فمش هقدر ارد على كله. طب خلينا نشوف يا جماعه خلينا نوقف بس كده الرسائل في الشات معلش. طيب عندنا دلوقتي اهو ببساطه شديده جدا عندنا هنا سيفنج 2000 دولار وهنا يومين 2000 على يومين ب 1000 وعندنا هنا سيفنج يوم وادي الفرق ايه 500 يبقى اليوم هنا واقف عليا ب 500 وعندنا هنا سيفنج 3 ايام والفرق 6000 يبقى اليوم ب 2000 وعندنا هنا سيفنج يومين والفرق 800 يبقى اليوم واقف ب 400 لحد دلوقتي دي اقل حاجه وعندنا فرق هنا يوم والفرق 1500 طيب ممكن ناس تقول الاس الاس على اعتبار ان اليوم واقف معاهم ب 400 بس هو الاس هنا مش على الكريتيكال باث فاقل سعر يوم موجود في تاسك على الكريتيكال باث هو في الكيو اللي هو هنا عملت سيفنج اليوم واحد ب 500 دولار الاجابه هتكون اللي هي ايه كيو خلاص يعني ارجو ان حتى اللي غلط او اي حاجه يبقى عارف الغلط ايه والصح ايه والكلام ده تمام. طيب كده الجزء البارت ده خلص خلاص عندنا بارت تاني هناخده ان شاء الله يعني ايه مش عارف نبدا فيه دلوقتي ولا نخليه بعد البريك ناخد بريك دلوقتي. طيب 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 ايه يا جماعه تحبوا نكمل دلوقتي الجزء الثاني ولا نخليه بعد البريك؟ يعني ناخد بريك مثلا من دلوقتي لحد 10 ولا نكمل نبدا وناخد البريك بتاعنا في موعده الطبيعي؟ طيب
لحد دلوقتي الأكتر البريك، الناس بتتكلم في البريك أكتر. طيب خلاص ناخد بريك، ناخد بريك يا جماعة من دلوقتي كده لحد 10، ونرجع الساعة 10 إن شاء الله ونشتغل شغل لحد الآخر بقى. تمام سمير معانا؟ ايه مع حضرتك يعني بس. طيب يا فندم المايك مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ الشات مفتوح تقدر تبعت في اي وقت. نضغط رقم واحد الاول بس عشان نتأكد ان الصوت كويس. جميل خالص. ممكن بس حد عنده اي سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب بالنسبة للناس الجديدة، أكرر مرة أخرى، المحاضرة كل سبت وثلاث الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. الاستبيان وهو evaluate للمحاضرة ومنها باخد والغياب، لازم يتعمل كل مرة عشان الناس كل مرة تقول لك فين الرابط. انا وحدت رابط الاستبيان لكل المحاضرات، وهو الرابط اللي محطوط في اول بوست في الجروب المثبت عليه. الاستمارة ما بتفتحش الا في اخر المحاضرة، يعني اولا من المحاضر بيبدأ اسئلة انا بفتح، وبعد كده بدخل معاكم صوت بعد ما المحاضر بيخلص اسئلة، بفضل معاكم في القاعة لغاية اما اخر واحد بيمشي لغاية اما يملى الاستبيان. فاظن ده وقت كافي جدا ان تبنوا الاستبيان، واللي عنده اي مشكلة بيبلغني. اوكي ده بالنسبة للاستبيان. تاخدوا بالكم ان شروط الشهادة موجودة ببوست مثبت برضو على الجروب. ثلاث شروط، 9 من 13 محاضرة، تحل 9 كويزات على الاقل، معاك 65% من الامتحان. اوكي الناس تركز ان تكتب رقمها في الكشف مظبوط وهي بتملى الاستبيان او اي كويز او لكل الامتحان في الفاينل ان شاء الله، او حتى في الكيس ستادي اللي اتعملت. اوكي الكلام واضح ولا في مشكله لغايه دلوقتي يا شباب؟ واضح. سبحان الله رفعت قالوا. في حد عنده اي مشكله؟ اظن الامر سهل وبسيط. ارجو الالتزام بالتعليمات، ارجو الاهتمام بالكورس، لانه في الاخر افاده ليك الاكاديميه بالاستاف اللي موجود بالمحاضر جزاه الله خيرا. كلنا هنا لتوصيل معلومه وافادتك في الاخر، فكل التولز دي شغاله عليك انت وبتفيدك انت. تمام؟ فما بيبقى محطوط رولز مش تعجيز، لكن هو مانج للامور عشان توصل للايه؟ للطريقه الصحيحه. بص في الجروب مش مثبت، وحاليا هو تقريبا رقم 7 و8. لا يا فندم، حضرتك هتلاقيه في اول بوست في الانونسمنت، هم 4 مثبتين. اول بوست اللي هو تجميع الروابط فوق خالص. باشمهندس مصطفى الكويز اول لما بيتقفل مباشره برفع الاسئله بالاجوبه بتاعتها على جوجل درايف على المكتبه بتاعتي، فتقدر بكل بساطه ان انت تذاكرها بالحل بتاعها، فما لهاش لازمه ان انا اكون فاتحه، لكن الفتح عشان هو التزام بميعاد تقديم التاسك عشان بعد كده انا ابدا اطلع لكم كشف الغياب وكشف الكويزات ان انت حليت ولا ما حليتش، اللي هي رقم واحد اللي انا بحطها قدام اسمك معنى ذلك ان انت سلمتها. اوكي؟ اما حضرتك عاوز تحل بعد كده، عاوز تتاكد، عاوز يبقى معاك كديكومنت، انا اوريدي رفعتها لك على المكتب. اظن ما فيهاش مشكله يا مهندس مصطفى.
في اي حد تاني مش واصله له الفكره، محتاج اي سؤال، عاوز يعرف اي شيء، انا موجود. اوكي. في حد عنده اي سؤال؟ تمام. زي ما قلت قبل كده يا شباب، اللي عنده اي مشكلة يحطها على الجروب ويعمل لي منشن. نفترض من كتر الكومنت اللي بتتحط انا فات مني كومنت معين، ممكن بكل بساطة تبعت لي مسج وانا برد عليك. اوكي. بس قبل ما تبعت مسج وقبل اما تشوف تعمل كومنت، تقرأ البوست او بوس ايديك. البوست بيبقى مكتوب فيه كل حاجه. يعني الاربع بوستات المثبتين كانونسمنت في اول بتاع دي، مهندس احمد جمال جزاك الله خير، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده فيه كل حاجه. اول بوست اللي كان تجميعه لليله كلها، من اول الشرح بازاي اونلاين بعدد ان هو 100، طب انا لو مش 100 لو دخلت القاعه ما عرفتش هتابع ازاي على اللايف، طب اخد ازاي الحضور، كل حاجه مشروحه بالتفصيل. يعني نسيت اسجل حضور المره اللي فاتت باشمهندس. واستبيان حضرتك كل مره بتملاه. عامه حضرتك تواصل معايا على الفيسبوك وانا ان شاء الله هحاول احل لك مشكله. في حد عنده مشكلة تانية يا شباب؟ في حد معترض على السيستم اللي محطوط؟ في أي اقتراحات لتطوير هذا السيستم؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير مهندس مصطفى. مهندس علي حل كويز، الكويز محلول يا باشمهندس على المكتبه، في ايه المشكله؟ مش فاهم. الجبالي صح؟ جبالي جبالي حاجه كده. ما فيش في الاسئله. اوكي ما فيش مشكله، ما هو المهندس بيسمح لكم فتره في الاخر ان انتوا تسالوا، فلو عندك سؤال مشكله معينه عادي تناقشوا فيها يعني. وعندك الجروب على فكره، الجروب انت لو طرحت السؤال ما شاء الله احنا دلوقتي عددنا 129 فكذا واحد هيرد عليك وهتتناقشوا مع بعض وكتيم ورك مع بعض يعني. تمام. يعني حاول تستغل الجروب وتستفيد. اوكي مهندس مصطفى، ده الرابط بتاع المكتبه. اوكي يا باشمهندس بني، تمام يا باشمهندس صف. مهندس وائل يتبعت مين بعد ارسال الكويز؟ تأكيد الرساله سهله يا باشمهندس، ابرمجها لك ان يبعت لك رساله مفيش مشكله. لكن هو اوريدي بعد ما بتبعته يعني بتعمل ارسال بيظهر لك رساله نقول لك تم تأكيد، بيظهر لك رساله ساعتها اوتوماتيك يعني. بس لو انت عاوزها على الايميل مفيش مشكله، نبرمجها لك ان هي تتبعت على الايميل، احنا تحت امر عليك.
تحت امرك شون فعل. في اي مقترحات اخرى يا شباب؟ شباب في حد عنده مشاكل؟ حد عنده اقتراح؟ الكلام ده تمام. احنا قدامنا 7 دقايق يا باشمهندسين ونرجع من البريك. ممكن حد يقول لي تعريف اكاديميه بيم اريبيا؟ تعرفوها منين؟ كل واحد كده يقول لي يعرف ايه فيها او حابب يعرف ايه فيها في الشات يعني. الناس نامت ولا ايه؟ احنا دلوقتي في اكاديمية بيم اريبيا. عاوز حد يقول لي بيم اريبيا عبارة عن ايه؟ رأيكم فيها ايه؟ اوكي، او اشرح لكم انا مختصر مفيد. بيم اريبيا هي اكاديمية خيرية بتعتمد على العمل المجاني من A to Z. تمام، بتتعاقد مع المحاضر. تمام، برضه هو متطوع بالعلم بتاعه، فيه معانا متطوعين سواء دعم فني او تسجيل او مونتاج او تصميم. وكل الفرق دي بتشتغل ان هي من اول ترتيب مع المحاضر الكورس، بعد كده بتعمل له تصميم وبتعمل له الدعايه بتاعته، وفي فريق بيسجل لك المحاضره وبيمنتجها لك، وفريق الدعم الفني اللي هو زي حالتي كده واقف مع حضرتك في بتاع ومهندس اسامه ومهندس احمد على الجروب وهكذا. دي الاربع فرق اللي موجوده. تمام، شعار الأكاديمية هي الصدقة الجارية، علم ينتفع به. أوكي؟ من مهندس عمر سليم صاحب الأكاديمية طبعًا ومؤسسها. تمام؟ الراجل جزاه خيرًا يعني في هذا العمل. أساليب التطوع معانا، أنت ممكن تتطوع معانا بسبل يعني إيه متفرقة. منها لو أنت محاضر وحابب تتطوع معانا بالمادة العلمية بتاعتك، او انت عندك وقت معين ساعتين او 3 في اليوم حابب ان انت تتطوع معانا في الدعم او التسجيل او المونتاج او التصميم، واحنا كده كده بنعمل لك تريننج كامل لغايه اما توصل لهذه المرحله. مش بتخش على طول اتفضل معاك المايك اتكلم في الدعم، لا، او ان انت اتفضل انا عاوز تصميم الفلاني، لا، او اتفضل ابدا محاضره منتجها لي، لا، انا باخدك بعمل لك تريننج، بتعرف يعني ايه تسجيل ويعني ايه مونتاج، وبعلمها لك خطوه خطوه، وبعمل لك ايه تدريب عملي على بعض الفيديوهات لغايه ما توصل بالمستوى المطلوب، عشان بعد كده احملك تسقط. تمام، والموضوع سهل وبسيط، ما تقلقوش من اي حاجه. طيب انا دلوقتي ما عنديش وقت وما عنديش اي حاجه، وحتى مش ما عنديش ماده العلميه ان انا اعطيها لك. بكل بساطه ليك جارك، ليك زميلك، ليك واحد شغال معاك في الشغل، ليك حتى على السوشيال ميديا دلوقتي بقى العلم اوبن سورس، فهتلاقي فيه محاضرين كتار جدا بيعلنوا عن الكورسات بتاعتهم، سواء ويبنر او كورس كامل. تقدر ان انت تدخل معاه وتقنعه بفكره الاكاديميه وان هو يتطوع معانا. تخيل انت لو اقنعت المحاضر وجه معانا وشاف مثلا 1000 طالب في كورس، ده بالاضافه ان هو بيتسجل وبيتمنتج وبيترفع على اليوتيوب، بعد فتره لك ان تتخيل لما تخش تلاقي الفيديو 1,000,000 واحد شاهده، كل الثواب
وحط في ميزان حسناتك بمجرد ان انت ضيعت من وقتك 10 دقائق اقنعت فيها المحاضر بس. يعني انت مظبوط مهندس محمد عادل، هي نفس بالظبط فكره منطقه الضريح. تمام؟ فتقدر بكل بساطه بمجهود بسيط جدا لا اكثر ولا اقل. طب انا دلوقتي حاليا مش لاقي محاضري، بكل بساطه في كورس شغال، لو انت في خلال الزون المحيط بيك من زملاء عملت شيرنج للبوستات بتاعتنا، دخلت على الجروب في كل يوم كورس يعتبر عندنا في الاكاديميه، احنا مش شغالين بي ام بي بس. تمام؟ في كورسات بتبدا، يعني في كورس هيبدا قريب جي اي اس، في كورسات تانية بنحاول نتعاقد عليها، في كورسات اوريدي شغاله دلوقتي، تقدر تخش على الكاليندر بتاع جوجل بتاعتنا وتقدر تشوف كل الكورسات اللي شغاله بتاريخها بالكلام ده وتلتحق بيها. بكل بساطه لو بوست كل يوم او تتابع الجروب كل يوم بننزل بوست الكورسات اليوميه او الكورس اليومي، تقدر ان انت تعمل شيرنج عندك وعلى الجروب اللي انت مشترك فيه، تقدر ان انت توصل للهدف بتاعك. اوكي؟ بس. مهندس احمد سمير، اي مجال حضر مجال هندسي ايا كان، عقود، فيدك، كوست كنترول، سبلاي تشين، اي حاجه، بلاننج، اداره اعمال بشكل عام، تنفيذ، كواليتي، مكتب فني بشتى انواعه، واصله اي حاجه خاصه باي تخصص هندسي احنا موجودين معاك. اوكي؟ وبنحاول على قد ما بنقدر. اوكي؟ بس وعندك القناه بتاعتنا بتاعت اليوتيوب مرفوع عليها كل الاعمال السابقه اللي احنا عملناها، اللي هي عليها نفس الرابط البلاي ليست اللي انا بقوله لك، تخش على القناه نفسها اللي هي بتاعت بيم اريبيا، وتقدر ان انت تشوف كل الحاجات اللي شرحت قبل كده، وتتابعنا اول باول من على جروب الفيسبوك. تكنولوجي ويل سنت يو ديتيلز. اوكي باشمهندس ربيع مفيش مشكله، منتظر حضرتك. مهندس علاء احمد علاء سيف ويتاب، حضرتك لو حابب تشرح الكلام ده ما عندناش مشكله. زي ما قلت لكم اي حاجه خاصه باي مجال هندسي احنا تحت امر معاليك. باقي دقيقه والباشمهندس احمد يدخل. شباب انا هدخل ان شاء الله رب العالمين في اخر المحاضره، ما تنسوش تهتموا برابط الاستبيان وهو رابط الحضور ومش هيتفتح الا لما يبدا الاسئله. اوكي؟ حاليا ما فيش حاجه في السبلاي تشين للاسف، بس لو انت عندك فعلا ناس بتشرح الكلام ده، حتى لو انت ما عندكش القدره لاقناعه، الرابط بتاعه قول له الراجل ده خبره كويسه حاول تقنعه، واحنا هندخل نبعت له رساله ونبدا نتواصل معاه ان شاء الله. ففي مليون طريقه ان انت توصل معانا بهذه الفائده. اوكي؟ فانا كده شرحت المختصر المفيد. ار ام بي ريسك برضه لسه ما فيش حد شرحها. اوكي يا شباب؟ اعتبر ان الاكاديميه بتاعتك انت مسؤول بها ومعاك كل التولز ومعاك التيم ورك كله تحت ادارتك انت، هو من بره بس هو في خدمتك دائما. هات اي تاسك واحنا هنعمله لك. اوكي؟ وفي مجله تبعنا بريم اريبيا كل فتره، تمام، فيها مقالات بيكتبها ناس ما شاء الله عليهم دكاتره ومتخصصين في مجالات كثيره، يعني بتبقى يجيبوا لك الابديتنج بتاع كل نولج في الهندسه، فارجو برضو متابعتها وقراءتها. اذا كل خير يا باشمهندس محمد سعيد، وتحت امركم في اي وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مايك معاك باشمهندس احمد فهمي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم مره ثالثه، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا خلصنا الجزء اللي هو فيه يعني ايه تشغيل دماغ، وهنبتدي نتكلم في الجزء اللي هو التقليدي بتاع كل مره، البروسيسز اللي موجوده. والشير مقفول يا هندسه. ما انا بفتح فيه والله يا باشا.
ماشي. انا بقى انت تمام. فاحنا هنكمل السكادول ان شاء الله باذن الله، نخلص السكادول النهارده ونبقى كده خلصنا الانترودكشن وخلصنا السكوب وخلصنا السكادول. المره الجايه ناخد الكوست، وبعد الكوست ندخل على الكواليتي وندخل على الريسورسز والكوميونيكيشن. ان شاء الله الدنيا تبقى ماشيه زي الفل بعد كده. طيب تعالوا نبص كده على البروسيسز اللي عندي. تمام، احنا هنا عندنا 6 بروسيسز، 5 منهم في البلاننج وواحده في المونيتوري اند كنترول. واحده في المونيتور اند كنترول. الصوت فيه مشكله ولا حاجه يا جماعه ولا ايه؟ الصوت فيه مشكله ولا ايه؟ الشات مش راضي يظهر، ده حاجه لطيفه جدا. طيب يمكن احنا عشان طب نلغي كده الستوب شيرنج. يس واضح يا هندسه واضح. تمام شغال كويس. نرجع بقى نعمل شيرنج. هتلاقي الشات هيظهر. ظهر. طيب تمام زي الفل. طيب عندنا 5 بروسيسز في البلاننج وعندنا 1 بروسيس في المونيتور اند كنترول. اول بروسيس عندنا اللي هي الطبيعيه بتاعت كل نوليدج اريا اللي هي بلان سكادول مانجمنت، وبعدين ديفاين اكتيفيتيز، وبعدين سيكونس اكتيفيتيز، وبعدين استيميت اكتيفيتي ديوريشنز، ديفلوب سكادول، وبعدين كنترول سكادول. في فيرجن 5 كان عندنا كمان واحده زياده هنا في البلاننج اسمها استيميت اكتيفيتي ريسورسز. تمام، ولكن اتنقلت في الريسورسز نوليدج اريا لان ما كانش في اصلا ريسورسز نوليدج اريا ساعتها، فعملوا ريسورسز نوليدج اريا ونقلوها ليها. المهم ما تشغلوش بالكم بده الناس، بس عشان لو كانت ناس اخذت على فيرجن 5 تبقى عارفه التشنجز اللي حصلت او الموديفيكيشنز اللي حصلت. طيب نحكي القصه كده ببساطه. احنا عايزين نعمل سكادول، الهدف من البروسيسز دي كلها ان احنا نعمل سكادول ونقدر نمانج ونكنترول عليه بشكل كويس. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنخطط زي ما بنعمل كل مره، هنخطط هندير اللي احنا بنقوله ده كله ازاي؟ هنخطط ندير اللي احنا بنقوله ده كله ازاي؟ وبعدين هنديفاين الاكتيفيتيز، هنبتدي نقول ايه هي الاكتيفيتيز اللي تحت كل ورك باكج. زي ما عملنا في الاول شويه الاكتيفيتيز اللي كانوا ورا بعض في ثالث او رابع سلايد عندنا في البارت اللي فات. وبعدين هنسيكونس الاكتيفيتيز، يعني احنا قطعناها هنرتبها بقى، هنحط مين يجي قبل مين ومين يجي بعد مين وهكذا. طيب عملنا الكلام ده هنستيميت اكتيفيتي ديوريشن، نبتدي نقول بقى الحاجه دي تاخد يوم والحاجه دي تاخد يومين، الحاجه دي تاخد اسبوع والحاجه دي تاخد اسبوعين وهكذا. خلاص قطعنا الورك باكجز الاكتيفيتيز ورحنا مرتبينهم من حيث التسلسل الزمني، وبعدين قلنا الديوريشن بتاعت كل اكتيفيتي الحاجه دي تاخد وقت قد ايه. نبتدي بقى نربط كله ده مع بعض ونرسم النتورك دايجرام عشان يطلع لنا السكادول بتاعنا. يبقى احنا كده انتجنا ايه؟ انتجنا السكادول بتاع المشروع. نقول تاني، احنا مطلوب مننا الاول نخطط احنا هنعمل ايه؟ هنقول يا جماعه احنا والله طبعا تخطط مش معناها انك تقعد تقول الاربعه بروسيسز، ما هم معروفين هم، بس هتقول انت هتعمل ده ازاي؟ يعني انت بتقعد تظبط لنفسك انا هستخدم ايه في الاستيميشن؟ انهي تكنيك من تكنيكس الاستيميشن؟ طب انا هستخدم ايه في السكادولينج؟ هتستخدم انهي ابلكيشن؟ طب انا هجيب الديوريشن منين؟ هعتمد على ايه؟ على اراء الخبراء ولا هعتمد على... هتقعد بقى تحكي شويه الحاجات دي. خلاص، وبعدين هتديفاين الاكتيفيتيز، يعني هتبتدي تمسك كل ورك باكج وتقطعها لمجموعه من الاكتيفيتيز، وبعدين بقى تبتدي تاخد دول وتركبهم مع بعض. فحد هيقول لي طب ما هم كانوا اصلا ورك باكج على بعضها، انا اقطعهم وارجع ارتبهم. اقول له ما هو يا باشا اللي انت هترتبه مش شرط انه يكون بنفس الترتيب قبل ما تقطعه، ان ممكن تكون اكتيفيتي في ورك باكج A بتتنفذ بعد اكتيفيتي في ورك باكج بي، وبعدين بترجع تنفذ حاجات من ايه، وبالتالي انت بتقطع وبترجع تسيكونس الحاجات كلها مع بعضها بالترتيب اللوجيك بتاع المشروع مش وهي في الورك باكج. يعني هفترض ان مفروض ان انت مثلا بتعمل مشروع انتاج فيلم، انتاج فيلم سينمائي، فيلم تسجيلي، فيلم تعليمي، ايا كان. هل طيب انت في عندك شغل
training development او training planning, وفي عندك شغل media production, وفي عندك شغل marketing مثلا. هل معنى كده ان كل الاكتيفيتيز اللي within الماركتنج بتتنفذ ورا بعضها؟ وهل كده معنى كده ان كل الاكتيفيتيز اللي within الميديا برودكشن بتتنفذ ورا بعضها, وكل الاكتيفيتيز اللي في التريننج ديفلوبمنت بتتنفذ ورا بعضها؟ لا, انت ممكن تاخد اكتيفيتي من التريننج وبعدين تروح تعمل حاجه في الميديا برودكشن وبعدين تروح تعمل حاجتين في الماركتنج وبعدين تروح تعمل ثلاث حاجات في التريننج ديفلوبمنت وبعدين ترجع على الماركتنج وبعدين تروح, وهكذا. ده السيكونس اللي بيحصل اصلا. يعني الواقع هو بيبقى كده. الواقع ان الدنيا ما بتبقاش متقسمه ورك باكجز ولا ديليفرابلز ولا الدنيا دي كلها. الديليفرابل عشان يخلص ممكن يتعمل فيه شويه اكتيفيتيز من اكتر من حاجه, انت بتحتاج تروح تتابع في اكتر من حاجه. وبالتالي انا بقطع, ببتدي ارتب, وبعد ما ارتب ابتدي استيميت الديوريشن. يعني انا برتب الاول وبعدين اقول دي بتاخد بقى وقت قد ايه, فابتدي اقول هنا يوم, هنا يومين, هنا خمسه, ابتدي اوصل كل ده ببعضه, يبتدي يظهر قدامي السكادول ويظهر قدامي كمان الكريتيكال باث, واقدر اعرف البروجكت ديوريشن قد ايه, واقدر ساعتها اقول لك انا اقدر اخلص لك الشغل ده في قد كده, في وقت قد كده. انا هنا يا جماعه بشرح حته كده ايه, يعني مش بكلمك هنا في حاجه ثيوريتيكال, انا بكلمك في حاجه عمليه. انا بكلمك في ان انت بعيد بقى عن العلم دوت, او بعيد عن ان انت هتمسك بقى كل بروسس تنفذها بالانبوتس والاوتبوتس, بعيد عن الحته دي. انت هو يا سيدي ما حضرتش الا الجزء دوت من المحاضره ورحت ماشي. انت في الواقع بقى ما تيجي تشتغل, عايز تشتغل صح, هتعمل اللي انا بقول لك عليه ده. هتخطط, هتقطع, هترتب, هتستيميت الديوريشن, هتبتدي تضمهم مع بعض, تبتدي تركبهم مع بعض, تبتدي تعمل نتورك دايجرام مع بعض, تعملهم نتوركينج مع بعض. هيطلع عندك في النهايه السكادول, هيبقى فيه كريتيكال باس, هتقدر تقول الديوريشن بتاعك قد ايه, تقدر تقول المشروع بياخد وقت قد ايه. بس خلاص تمام. الاخر خالص بقى بعد ما ده حصل واحنا بدانا ننفذ الشغل, بتبتدي تعمل ايه, بتعمل كنترول على السكادول عشان السكادول ما يحصلش فيه ديفيشن, ما يحصلش فيه ديلي, ما يحصلش فيه انك تبقى بيهايند ذا سكادول. دايما تحافظ انك تبقى ماشي مع السكادول او ان اهيد من السكادول. تمام. طيب كده احنا فهمنا احنا عايزين نعمل ايه النهاردة, او عايزين نعمل ايه في الحاجات دي. في شوية تفاصيل مش هي اللي هتبقى الازمة. التفاصيل دي اهم حاجة ان الكونسبت يبقى عندك تمام ومفهوم, لان الكونسبت ده من اهم الاشياء اللي بتخليك تقدر تجاوب الاسئلة, ومن اهم الاشياء اللي بتخليك تقدر تطبق في الواقع العملي. تعالوا نشوف مع بعض. اول بروسيس عندي هي بلان سكادول مانجمنت. دايما قلنا بنبص على الاوتبوت وبناخد نروح بعد كده للانبوت وبعدين نخش على التولز اند تكنيكس. فالبروسيس اللي موجوده عندي هنا في الاوتبوت هي ايه؟ سكادول مانجمنت بلان, خطه اداره الجدول الزمني. فمن الاخر هدف البروسيس دي ان انت تنتج في الاخر خطه لاداره الجدول الزمني. انت بقى اعتمدت على داتا اناليسز, اعتمدت على ميتنج, اعتمدت على اكسبرت جادجمنت, اعتمدت على نفسك, عملت اي حاجه, في النهايه انا عايز منك سكادول مانجمنت بلان. اوكي. طيب ايه الانبوتس اللي موجوده عندي؟ بروجكت مانجمنت بلان which is انها مش جديده, project charter برضو ذا سيم مش جديده, واصدقائي الحلوين اللي بيبقوا معايا في كل بروسيس اللي هم مين؟ الاي اي اف والاو بي اي. اوكي. دي بروسيس بسيطه ما فيهاش اي حاجه. ندخل على ديفاين اكتيفيتيز. ديفاين اكتيفيتيز احنا قلنا معناها ايه؟ بنمسك الورك باكجز اللي عندي وبكسرهم الى اكتيفيتيز. ودايما خلي بالك ورك باكج هتلاقيها عباره عن نون, بينما الاكتيفيتيز عباره عن فيربس او اكشنز. يعني حضرتك النهارده لما تيجي تقول دهان الغرفة ده ورك باكج, تيجي تقول بقى اخلط المواد, ظبط اللون, ادهن مش عارف ايه, حط المعجون, اعمل ايه, كل دي كده اكتيفيتيز اللي هي الاكشنز اللي حضرتك لما تعملها الورك باكج تبقى ايه, تبقى خلصانه. طيب عندنا هنا بقى ايه, ايه الاوتبوتس اللي هتبقى عندي لما اكون نفذت ديفاين اكتيفيتيز؟ هيكون عندي اكتيفيتي ليست وهي قائمه بجميع المهام او الانشطه اللي انا المفروض اقوم بيها. Activity attributes وهي يعني شوية description أو extend لل description بتاع الactivity اللي موجودة عندي, وهنشوفها دلوقتي. Milestone list. Milestone list هي قائمة الأحداث الرئيسية اللي حضرتك هتشوفها أو هتواجهها في المشروع. يعني مثلا على سبيل المثال إن حضرتك معروف مثلا في المشروع احنا عندنا لما نخلص احنا بنبني برج دلوقتي 16 دور,
ولما نخلص الجزء الاداري اللي هو اول اربع ادوار دي كده مايلستون بالنسبه لي، لان انا في بعد الاربع ادوار ببتدي اعمل مش عارف ايه ويجي السبونسر يشوف ايه ونبتدي نعتمد ايه، فاذا هنا في مايلستون. طيب لما نوصل لمرحله ان كل الخرسانه بتاعه المبنى خلص ده مايلستون، لما نوصل كمان لمرحله ان احنا خلاص بدانا نوصل لمرحله النص تشطيب ده كمان مايلستون، لان انا هبتدي اسلم بعض العملاء في المرحله دي. طيب لما نبتدي نعمل التشطيبات بتاعتنا ونبقى قبل خلاص تركيب الحاجات الكهربائيه ده كده مايلستون. فالمايلستون ليست هي قائمه بالاحداث الرئيسيه اللي حضرتك هتبقى بتعلم عليها كده، عشان لما تبتدي توصل لها بيكون في حاجه مهمه هتحصل. تمام؟ طيب وتشينج ريكوست، تشينج ريكوست اللي هو طلب تغيير نتيجه ان حضرتك بتبتدي تستخدم التكنيكس عشان تبتدي تقطع الاكتيفيتيز، فممكن تواجه حاجه محتاجه تغيير. فبقول لك لو في حاجه محتاجه تغيير اعمل تشينج ريكوست. طيب بروجكت مانجمنت بلان ابديت، وهي تحديث خطه اداره المشروع اذا كان هناك حاجه الى التحديث. فانا كده شفت الاوتبوتس يا جماعه عندي، تعالوا نشوف بقى الانبوتس. سكادول مانجمنت بلان سكوب بيز لاين، لحد دلوقتي انا مش شايف جديد. سكادول مانجمنت بلان اللي خدتها اللي لسه طالعه لي في البروسيس اللي فاتت، وسكوب بيز لاين كمان اللي هو يعتبر طالع من اللي قبل كده، واي اي اف واو بي اللي هم اصدقاء الحلوين، خلينا نسميهم دايما اصدقاء الحلوين. طيب عندنا ايه التولز والتكنيكس؟ الديكومبوزيشن، وده برده مش جديد عليا، ده اللي انا استخدمته وانا بعمل اصلا الورك بريك داون ستراكشر. طيب رولينج ويف بلاننج هو تكنيك هشرحه لكم دلوقتي بجراف هتفهموه يعني ايه رولينج ويف بلاننج. وميتنج واكسبرت جادجمنت، تعالوا ندخل على المفيد. ادي الرولينج ويف بلاننج في الوضع الطبيعي اللي هو تحت ده اللي هو بنسميه upfront او upfront planning او waterfall. انت بتقعد تعمل planning لكل حاجة وبعدين تبتدي تنفذ وبعدين تبتدي deliver وكده بيبقى البروجكت بالنسبة لك done. while in the rolling wave planning انت بتبقى شغال بتعمل، عارف يعني ايه rolling wave؟ وهي الموجة اللي هي المتجددة اللي هي كل شوية تبتدي تلف بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا واللي انا بعمله دلوقتي قدامكم بصوابية، اللي هو عبارة عن ايه؟ انك تخطط لحتة وتدليفر الحتة وبعدين تخطط لحتة تانية وتدليفر الحتة التانية، حاجة كده اشبه بالادابتف او بالاجايل اللي احنا كنا بنتكلم عنه. تمام؟ طيب ده الرولينج ويف بلاننج، وزي ما احنا قلنا الحاجات التانية كلها معروفة. تعالوا نشوف الاوتبوتس اللي عندي. اكتيفيتي ليست، واحنا زي ما قلنا اللي هي عبارة عن القائمة اللي فيها الاكتيفيتيز اللي عندي. اكتيفيتي اتريبيوتس اللي هي برضو عبارة عن extending للdescription بتاع الاكتيفيتيز اللي عندي، يعني يبقى فيه معلومات اكتر عن كل اكتيفيتي، بدل ما كنت بعرف حاجة او اتنين او ثلاثة عن كل اكتيفيتي، لا انا ببتدي extend معلومات اكتر، لا اقول ان الاكتيفيتي دي مرتبطة بكذا وكذا، الاكتيفيتي دي جزء من كذا، الاكتيفيتي دي مسؤول عنها فلان الفلاني، الاكتيفيتي دي هتبقى مشترك فيها اكتر من جهة، ابتدي ادي information اكتر عن الاكتيفيتي. milestone list زي ما احنا شرحنا من شويه significant point or event in the project، بتبقى عنده في حاجه مهمه هتحصل. milestone by the way ملهاش duration، هي نقطه معينه على الاسكادول بتاعك. تمام؟ والمايلستون بقى فيها mandatory وفيها optional، يعني حاجه لازم فعلا انت تبقى عندها تدي فيدباك او الارم للجهات كلها ان في مايلستون حصل يا جماعه ولازم تيجوا تتفرجوا او تشوفوا او تعاينوا او تبقوا ابديتد. وعلى الجانب الاخر في حاجات اوبشنال ممكن تتجاوز. طيب ده شكل قدامنا للمايلستون على جانت تشارت. جانت تشارت من اشهر انواع التشارتس اللي بتستخدم في اداره المشروعات، وهو بيكون شكله زي اللي قدامكم هنا ده. احنا عندنا فور اكزامبل عندنا هنا اكتر من ورك باكج او اكتر من اكتيفيتي، بس عند نقط معينه اللي انا معلم عندها دي كده، اللي متعلم عندها هنا بالاكس وبالستار وبالتريانجل دي كده مايلستونز، مايلستون 1 مايلستون 2 ومايلستون 3. المايلستون دي تعتبر مايلستون للماركت تيم اللي هو بالاخضر، والمايلستون اللي هي الستار تعتبر مايلستون تيم مايلستون للتيم اللي بالازرق اللي هو البلاننج تيم، والديفلوبمنت تيم اللي هي دي. تمام؟ تعالوا نشوف كمان التيبل بيكون شكله، أو لما تحط المايلستون ليست بتبقى شكلها إيه؟
ادي المايلستون نفسها وادي النمبر بتاعها وادي هنا لو كانت مانداتوري اور اوبشنال، وبعدين ادي الكومبليشن ديت يعني هي هتبقى موجوده او مايلستون هتحصل عند انهي تاريخ، والفيريفيكيشن بتاعها يعني تو بي فيريفايد باي مين، باي سبونسر ابروفال. بجيب السبونسر اقول له احنا وصلنا المايلستون الفلانيه، هو اللي بيفيريفاي الكلام دوت. ده بالنسبه للمايلستون. ندخل على السيكونس اكتيفيتيز. سيكونس اكتيفيتيز is a process of identifying and documenting relationships among the project activities. نبتدي بقى نشوف الديبندنسي ديتيرمينيشن اللي احنا اتكلمنا عليه، مين فينيش تو ستارت، مين ستارت تو ستارت، مين فينيش تو فينيش، مين ستارت تو فينيش، ونشوف الكلام ده كله ونشوف الليدز واللاجز والكلام ده كله. طيب تعالوا نبص كده على الاوتبوتس. Project Schedule Network Diagrams، يعني هيبقى عندنا في الاخر مش الاسكادول، هيبقى عندنا نتورك دايجرام يا جماعه. تمام. طيب عندنا project document updates، بن update في الactivity attributes. طيب هو ليه احنا بنقول هنا network schedule network diagram مش ال schedule النهائي بتاعي؟ لان انا لما يكون عندي ال duration لسه ما اتحطتش، ويكون عندي ال dates لسه ما اتحطتش، ما اقدرش اقول على اللي عندي ده schedule، ده مجرد network diagram. لكن لما ابتدي احط ديوريشن وابتدي احط ستارت ديت واند ديت، اقدر اقول ان ده السكادول او الجدول الزمني بتاعي. طيب هنا يعني احنا المين اوتبوت بتاعنا، سيبك من ان احنا هنعمل ابديت لو في ابديت في الحاجات دي كلها، تمام، بس المين اوتبوت عندي في الحاله دي هي بروجكت سكادول نتورك دايجرامز. بروجكت سكادول نتورك دايجرامز. طيب الانبوتس عندي ايه؟ عندي بروجكت مانجمنت بلان، عندي واللي هي جواها سكوب مانجمنت، سكادول مانجمنت بلان وسكوب ديزاين، وبروجكت دوكيومنتس اللي هي الاكتيفيتي اتريبيوتس واكتيفيتي ليست واسامبشن لوج ومايلستون ليست واصدقائي الحلوين اي اف واو بي اي. طيب ايه هي التكنيكس اللي هنستخدمها؟ البريسيدنس دياجرامينج ميثود اللي احنا اتعلمناه، اللي احنا كنا من شويه لو تفتكروا كنا بنعمل ايه؟ كنا واصلين لحد ان عندنا تيبل، فاحنا هنكون جبنا الاكتيفيتيز ورتبناها في التيبل عن طريق السكسيسور والبريديسيسور، وبعدين نبتدي نرسمها بالبريسيدنس دياجرامينج ميثود اللي احنا قلناه. ديبندنسي ديتيرمينيشن اند انتجريشن اللي احنا قلنا عليها من شويه، بحدد مين الفينش تو ستارت ومين الستارت تو ستارت ومين الحاجات دي كلها، بابلاي الليدز واللاكس، تمام، اللي هي اللي احنا برضو شرحناها ان انا اكسلريت تاسك او اديلي تاسك، وبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، اي نظام اداره مشروعات حاجه بتعتمد عليه، اي نظام سكادولينج بتعتمد عليه، سواء بقى كنت بتستخدم بريمافيرا، بتستخدم بروجكت مايكروسوفت بروجكت، بتستخدم وات ايفر اسم الابلكيشن اللي بتستخدمه. يعني معانا طبعا المهندس العظيم مهندس احمد سمير من اعظم البلانرز اللي موجودين في المنطقه يعني، وممكن يكلمكم على السكادولينج احسن مني 100 مره يعني، فحاولوا تمسكوا فيه وتدبسوه كده في محاضره في البلانينج يعني. تمام. طيب عندنا ده السيكونس اكتيفيتيز، تمام، واللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه اللي هو من الاخر، ادي حضرتك حطيت الحاجات وبدات ترتبها وتنتج النتورك كده، لا في ديوريشن ولا في ستارت ديت ولا اند ديت، ادي كده نتورك كده جرام قدام حضرتك. ندخل على استيميت اكتيفيتي ديوريشن. احنا كده عملنا ايه؟ احنا خططنا وعملنا قطعنا وطلعنا الاكتيفيتيز وبعدين ربطناهم ورا بعض وقلنا مين بيجي بعد مين. يتبقى دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ يتبقى دلوقتي ان انا مش سامحوني بس بحاول ان انا اغير الوضع، طبعا بيبقى صعب شويه بظبط كده يعني الوضع عشان ظهري يعني. طيب باستيميت اكتيفيتي ديوريشن، تمام، انا هنا محتاج اطلع مده كل اكتيفيتي، الوقت اللي هتتنفذ فيه كل اكتيفيتي، ده اللي يلزمني هنا من الموضوع ده. وانا لما اجي اعمل دوت محتاج احط في دماغي او اتعلم او اخد خبره ان في بعض المبادئ لازم اراعيها، تمام. اول مبدا او اول قانون عندي law of diminishing returns. law of diminishing returns بالعربي هو قانون الغله المتناقصه او العوائد المتناقصه. ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك لما تكون يعني لازم تبقى فاهم ومتعلم ان مش معنى ان الحاجه دي بتتعمل بخمس افراد في 10 ايام انك مثلا لو خليتهم 50 فرد هتتعمل فيهم. ليه؟
لان مش كل العوائد بتتضاعف بنفس الطريقه لما تضاعف الريسورسز. مش كل العوائد بتتضاعف بنفس الطريقه لما تضاعف الريسورسز. يعني انت مثلا من ضمن الحاجات اللطيفه اللي بتتقال على اداره المشروعات، فبيقول لك ان مدير المشروع اللي هو ما بيش يعني بياخد المواضيع بشكل ايوه الله يكرمك المهندس مهندس احمد شعلان، لسه كنت هقولها الجزئيه دي، ان 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 مثلا مدير المشروع اللي هو ما عندوش الكونسبت بتاع لوف ديمينشينج ريتيرنز بيبقى مؤمن بان طالما الست بتجيب طفل بعد حمل 9 شهور يبقى احنا ممكن نجيب الطفل لو جبنا 9 ستات حوامل بعد شهر، يعني نجيب طفل بعد شهر لو جبنا 9 ستات حوامل، تمام؟ فطبعا الموضوع ما بيبقاش بالشكل ده. فاللو اوف ديمينشينج ريتيرنز معناها ان كل حاجه وليها كيرف، مهما زودت هتيجي عند نقطه معينه، مهما زودت ريسورسز ما بتاخدش نفس الريزلت او العائد اللي بيتناسب طرديا مع الريسورسز اللي انت حطيتها، تمام؟ طيب عندنا كمان نقطة لازم نراعيها، number of resources، ان في حاجات بتجد لما تزود عدد الريسورسز. يعني انت مثلا لو عندك 5 بيشتغلوا فانت ممكن تبقى ما عندكش تحديات ولا مشاكل خالص، انت مش محتاج تجيب مثلا نظام حضور وانصراف، انت بتشوف 5 بعينك اصلا. كمان بيبقى الناس ديت بيبقى مشاكلها محدوده، الناس دي يعني متطلباتها محدوده، بس مع زياده العدد لازم تراعي ان في حاجات بتجد بعيد عن الحاجات اللي انت كانت موجوده وتقدر تضربها في عدد الريسورسز. يعني انت النهارده لو زي ما قلت لك انت عندك 5 فانت مش محتاج اصلا نظام حضور وانصراف لانك بتشوفهم بعينك، مش محتاج تجيب عربيات تنقلهم لانك انت برضو الناس دي بتركب معاك مثلا وانت رايح وانت جاي، مش محتاج حاجات كتير. بس لما الخمسة دول يبقوا 500 لا ده انت لازم نظام حضور وانصراف، لازم كاميرات مراقبة، لازم مش عارف ايه، فلازم تبقى حاطط في اعتبارك ان في متطلبات جديدة او في امور بتبقى غير فكرة الكميات اللي حضرتك بتضربها، ان احنا مثلا نضاعف الكميه فنقوم نضاعف البتاع، لا في كومبليكيشنز بيحصل، في ريسك جديد بيحصل، في نوليدج ترانسفير بيبقى متاح انه يحصل مثلا لما يكون عندك 5 لكن مش متاح يحصل لما يكون عندك 50، في ليرنينج كيرف ان انتوا في الاول بيبقى الانتاجيه قليله لان الناس ما بتكونش اكسبيرينسد، بعد شويه بتتعلم والاكسبيرينس بتزيد وبالتالي البرودكتيفيتي بتزيد، تمام؟ طيب كمان الادفانسز ان تكنولوجي لازم حضرتك تراعي وانت بتبتدي تعمل استيميشن ان في امور كتيره وفي تكنولوجيا جديده جدا ظهرت بقت بتساعد على ان الحاجه تحصل في وقت اقل من اللي كانت بتحصل فيه، وبالتالي في امور البناء بقى في ماشينز بتقوم باعمال بتديك كواليتي اعلى وقت اقل، تمام؟ وبالتالي راعي الحاجات دي، يعني حط في اعتبارك ان اللي ينفع يتعمل بالتكنولوجي في وقت اقل بلاش انك تستيميت بناء على الحاجات العادية اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت انك شغال بطريقة يدوية. واخر حاجة خالص الموتيفيشن اوف ستاف، في عندنا حاجة اسمها ستودنت سيندروم وفي كمان باركنسونز لو. ستودنت سيندروم بتقول لك ان طبعا تسمت باسم الطالب لان اشهر حد بيعملها الطالب، لكن هي ناس كتيرة جدا بتقع فيها، واحنا كعرب وكمصريين وككل حاجة بصراحة عندنا الحتة دي جامدة جدا. ايه هي بقى؟ ان انت بتفضل سايب الحاجة لحد اخر لحظة وبعدين تبتدي تزنق نفسك في اخر وقت متاح عشان تعملها، سواء كان امتحان، سواء كان تسليمة، سواء كان تقرير، سواء كان اي حاجة. انت ممكن يبقى قدامك 10 ايام عشان تنفذ الحاجة دي، بس بتيجي تعملها في اخر يوم، وممكن مش في اخر يوم كمان، ده في اخر ساعتين في اخر يوم، لان خلاص انت عارف ان الحاجه دي، فدي اسمها ستودنت سيندروم. طيب كمان على الجانب الاخر عندنا البروكراستينيشن او التسويف اللي هو الباركنسونز لو. بيقول لك ايه باركنسونز لو؟ بيقول لك انك دايما هتلاقي ان المهمه بتتنفذ في الوقت اللي انت مخصصها ليه. يعني لو مهمه بتتعمل في يوم بس انت خصصت لها 3 ايام هتاخد للثلاث ايام، لو مهمه بتتعمل في 3 ايام وانت خصصت لها اسبوع او كان قدامها اسبوع هتتعمل في اسبوع.
فحضرتك في النهاية المهمة بتسترتش أو بتشرينك according للتايم المتاح لي. ودي فكرة البروكراستينيشن أو التسويف، أو إن حضرتك دايما بتقول لما مش عارف إيه، طب ما أنا ينفع أعملها في ساعتين، طب ما هو في آخر الوقت. أنا بقول لكم الكلام ده وأنا شخصيا بقع فيه، يعني أنا ممكن يكون قدامي وقت ولكن بحضر دايما للمحاضرة أو ببتدي أشوف إيه الديوتيز بتاعتها قبلها بساعتين ثلاثة. طبعا يعني اللي بيساعدني في الحته دي ان انا ممكن اكون اديت الكورس دوت مرات كتيره جدا قبل كده، وبقت عندي ريسورسز وعندي حاجات وبقدر الم الحاجات في وقت قليل. طبعا هيكون افضل ان انا اخلصها وقت بدري واخلص منها وابقى مرتاح وما ابقاش ستريسد قبل المحاضره والكلام ده. تمام. فيعني دي برضو حاجه. وبالمناسبه يعني انتوا ممكن تكونوا ملاحظين ان انا المره دي انرجايزد اكتر من المرتين اللي فاتوا. عايز اقول لكم ان ده الطبيعي بتاعي، بس المرتين اللي فاتوا نتيجه التعب الصحي اللي انا كنت بمر بيه كان حقيقي ضغط عليا جدا جدا، ولكن لله الحمد وصلت العلاج ان هو بدا يخليني ابقى فايق وما بعانيش من نفس المعاناه دي. فهتلاقوني المره دي الحمد لله بطبيعتي، وسامحوني على المرات اللي فاتت اللي ما كنتش فيها بطبيعتي. ويعني اتمنى ان احنا نقدر نكمل كده وربنا يكرمني ويفضل العلاج ده جايب نتيجه ايجابيه معايا ان شاء الله. تمام. طيب نكمل. ادي عندي الايه، عندي البروسيس بتاعت استيميت اكتيفيتي ديوريشن. الاوتبوتس اللي عندي هنا ديوريشن استيميتس بيسس اوف استيميتس. تمام. وي بروجكت دوكيومنتس ابديتس. باي ذا واي يا جماعه هتلاقوني مره بقول استيميت واستيميت، دول تو برونسيشن مختلفين عشان دول كلمتين مختلفين. استيميت اللي هو الفعل الفيرب ان انت تخمن او قدر. تمام. واستيميت اللي هو التقدير اللي هو الاسم نفسه اللي هو في الحاجه في النهايه الديوريشن استيميت اللي انت وصلت له. ففي استيميت اللي هي قدر او خمن او حدد، واستيميتس اللي هي التحديدات اللي انت وصلت لها في النهايه. فانا مش بلخبط ما بين البرونسيشن، ولكن تو ديفرنت برونسيشن اللي تو ديفرنت ووردز، دي فيرب ودي ناون. طيب basis of estimates project documents update. فبعمل updates في الactivity attributes assumption log lessons learned register. لو اي واحده منهم كانت محتاجه update فانا بعمل لها update. duration estimates اللي هي الاستيميشنز المدد اللي حضرتك وصلت لها. خلاص انت وصلت ان دي في يوم ودي في يومين ودي في 5 ايام ودي في 15 يوم. basis of estimates هي الاسس اللي حضرتك اعتمدت عليها في الاستيميشن ده. انت اعتمدت على ان مثلا انتاجيه العامل 20 متر في اليوم، اعتمدت على ان المسافه ما بين مثلا المكان الفلاني المكان الفلاني بتاخد كذا بالعربيه الفلانيه، اعتمدت على شويه حاجات كده عملت بيها الاستيميشن. فتحط البيسس ايه اوف استيميتس. طيب ايه الانبوتس اللي عندي؟ الانبوتس اللي عندي زي ما انتم شايفين كده، انتم شايفين كل شويه الدنيا بتكبر. لو انتم مش شايفين من عندكم، طبعا الناس اللي بتتابع من موبايل انا لا انصح تماما بان انت تتابع كورس من الموبايل، لان عندنا كلام صعب قراءته من الموبايل. ولكن يعني تقديرا بس لحته انه ممكن يكون في ناس انها شغال بالموبايل، انا هعمل لكم بس زومينج على الجزء ده. اهو 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 انا عندي هنا ايه، عندي بروجكت مانجمنت بلان، سكادول مانجمنت بلان، وسكوب بيزلاين. دول اللي هم البروجكت مانجمنت بلان. طب ايه البروجكت دوكيومنتس؟ اكتيفيتي اتريبيوتس، اكتيفيتي ليست، اسامشن لوج، ليسنز ليرند ريجستر، مايلستون ليست، بروجكت تيم اساينمنت. جديده دي، ما قلت لهاش قبل كده، وانا من امتى بقول لك كل حاجه يعني انا من امتى بقول لكم كل حاجه؟ طبعا دي يا جماعه جزء من الريسورسز وهناخدها لما نروح هناك. وهتقول لي طيب هي زي موجوده هنا وانا اروح هناك؟ اقول لك ان احنا مش ماشيين بترتيب تنفيذ المشروع، احنا ماشيين بترتيب تاني بالاضافه للبروجريسيف الابوريشن. انا ممكن يكون انبوت مش موجود عندي وبعدين ارجع اعيد البروسيس تاني بعد ما الانبوت يتوجد عشان ابديت اللي عندي وهكذا. ريسورس بريك داون ستراكشر، وده زي الورك بريك داون ستراكشر بس للريسورسز. هنشوف شكله دلوقتي. ريسورسز كالندرز نفس الكلام برضو هنشوفها، اللي هو من الاخر الكالندر بتاعت كل ريسورس. وريسورس ريكويرمنتس اللي هي متطلبات في النهايه لكل حاجه انها تتعمل بايه. يعني مثلا لو انا عندي دلوقتي دهان غرفه، دهان غرفه ده هيحتاج فرد واحد عامل، هيحتاج
2 جالون دهانات هيحتاج مش عارف ايه، دي كلها اسمها ريسورس ريكويرمنتس. والريسك ريجستر اللي هو سجل المخاطر، طبعا ده احنا هنجيبه من الريسك من ايدنتيفاي ريسكس لما هنكون شغالين في الريسك نوليدج اريا. وعندي طبعا اصدقائي الحلوين اي اف وي او بي. طيب كده احنا قلنا الاوتبوتس وقلنا الانبوتس، تعالوا نلغي بقى الايه الزومينج ونشوف التولز اللي موجوده عندي. اكسبرت جادجمنت طبيعي، وفي حاجه اسمها انالوجس استيميتنج، وحاجه اسمها بارامتريك استيميتنج، وحاجه اسمها 3 بوينت استيميتنج، وحاجه اسمها بوتوم اب استيميتنج، وحاجه اسمها داتا اناليسز اللي فيها الترناتيفز اناليسز وريزيرف اناليسز وديسيجن ميكنج وميتنج. تعالوا نشوف ايه بقى كل الحاجات دي بلس. طيب نمسك اول حاجه الانالوجس استيميتنج. الانالوجس استيميتنج ما هو الا ان حضرتك بتعمل نوع من انواع المناظره او المقارنه ما بين المشروع اللي انت شغال فيه دلوقتي ومشروع تاني كنت شغال فيه او حد تاني شغال فيه، وانت شايف ان ده زي ده هنا. يعني ببساطه الاوضه اللي كانت 4 متر في المشروع اللي هناك دوت وكانوا بيدهنوها نفس الدهانات بتاعتنا كانت بتاخد معاهم 4 ايام، يبقى احنا هنعمل استيميشن للدهانات معانا هنا في الغرفه ال 4 متر برضه 4 ايام. تمام، حلو، يبقى ده كده الانالوجس استيميتنج. البارامتريك استيميتنج ان هو بالظبط زي الانالوجس استيميتنج، بس حضرتك بتبتدي تمسك الاستيميشن ما بتعملوش بنفس الطريقه اللي قلناها دي، بس بتاخد بارامتر فور اكزامبل مثلا ان الحاجه الفلانيه في موضوع الدهانات في الغرفه اللي هناك دي كانت بتغير مثلا، مفيش تناظر متكامل او تناظر كامل ما بين الغرفه اللي هناك والغرفه اللي هنا، فانا هاخد عنصر هنا هبتدي اطبق عليه كالكوليشنز معينه واخده معايا هنا. طيب تعالوا ناخده كده، هديه لكم في الكوست وانتوا ركبوه بعد كده على التايم او اي حاجه. انا هفترض ان انا عملت برينتنج شغل طباعه، تمام، في مطبعه طبعت مثلا 10,000 بروشور، كان الورق نفسه وزن 150 جرام وكانت السايز A4 وكان 4 لون وكان مش عارف ايه، وكان الكلام ده كله بايه؟ ب 2000 جنيه مثلا. طيب انا جيت دلوقتي بعمل بروشور بس ما هوش A4 لا ده A5، ومش 10,000 لا دول 20,000 وي وي وي. فانا محتاج اخد البارامترز اللي كانت موجوده هنا وابتدي ابلاي عليها الفاريبلز اللي عندي عشان اقدر ان انا اعمل استيميتنج هنا. فانا باخد بارامتر منهم فور اكزامبل مثلا السايز، فور اكزامبل الطباعه، الالوان، الويت، ال 150 جرام، الكلام ده كله، وابتدي اخده هناك وابتدي اغير في البارامترز لحد ما اوصل الاستيميشن قريب من اللي عندي. طيب الناس هنا في الشات انا بس في حاجات كتيره. طيب لو الكلام صغير يا جماعه انا بس يعني لسه كمان داخلين على كلام اصغر، فيعني اللي شغال من الموبايل لو يقدر يحول على الكمبيوتر ماشي، ما يقدرش انا هعمل زومينج. بس السلايد اللي احنا شغالين فيها مش 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 صغيره قوي ومش محتاجه يعني ان احنا نعمل زومينج يعني. الله يسلمكم جميعا يا جماعه، الله يسلمكم جميعا، شكرا ليكم جدا. طيب ندخل على الجزء ده ال 3 بوينت استيميتس. ال 3 بوينت استيميتس ان حضرتك بتبتدي يعني كانك انت بالظبط كده قعدت مع يعني جاي تعمل استيميشن لشغل مثلا الكتريستي او شغل ايه؟ شغل الكاربنتر، تمام؟ اللي هو شغل خشب مثلا. والله قعدت مع اكتر من واحد، قعدت مع 20 واحد. ففي ناس اكستريم قوي من حيث الوقت بيقول وقت قليل قوي، وناس اكستريم الناحيه الثانيه بيقول وقت كبير جدا، وناس بيقولوا وقت متوسط او وقت منطقي يعني. فبنسمي الناس اللي هي بتعمل استيميشن كبير قوي بسمستك، ان هم ناس متشائمين قوي، والناس اللي بيقولوا وقت قليل قوي بنسميهم ايه؟ اوبتيمستك، تمام؟ والناس اللي هي الطبيعيين بنسميهم موست لايكلي. هل وبنبتدي نابلاي على الاستيميشنز بتاعتهم دي ايكويشن. الايكويشن دي في منها تو فورمولاز، فورمولا بتاعت تريانجل وفورمولا بتاعت بيتا، تريانجل ديستريبيوشن وبيتا ديستريبيوشن. الاثنين تحت 3 بوينت استيميتس. طيب بتقول ايه الايكويشن دي؟ بتقول لك والله انت بتاخد التايم بتاع الاوبتيمستيك
بلس التايم بتاع البسمستك بلس التايم بتاع الموست لايكلي، وتجمع الثلاثه دول وترجع تقسمهم على ثلاثه اللي يطلع لك، يبقى ده الاستيميشن بتاع التاسك بتاعتك، ده الديوريشن استيميشن بتاع التاسك بتاعتك. تمام. طيب على الجانب الاخر البيتا ديستريبيوشن بتقول لك والله ان التايم اللي حضرتك هتطلعه بيكون ناتج من واحد في التايم بتاع الاوبتيمستيك، واحد في التايم بتاع البسمستيك، واربعه في التايم بتاع الموست لايكلي. هنا بيحاول يزود الويت بتاع الموست لايكلي ويقسم الكل على كام؟ على ستة. تمام. فدي الثري بوينتس استيميتس. طيب دلوقتي داخلين على ديفلوب سكادول. ديفلوب سكادول اللي هي العمليه بقى بتاعت ان احنا نبتدي نربط ونحط الديوريشن، بس حاطين الديوريشن ونبتدي نربط ونحط الديتس والكلام ده كله. تمام. ده الهدف منه. طيب عشان برضو الناس اللي شغاله من الموبايل هنعمل زومينج، لان دي من السلايدز اللي فيها كميه كلام كتير جدا. عندنا هنا في الاوتبوت سكادول بيز لاين. سكادول بيز لاين ده اللي هو يا جماعه اللي هو الفيرجن المعتمد من السكادول، كانك عملت السكادول وقعدت تظبط فيه لحد ما وصلت لاخر حاجه، ورحت قلت لهم يا جماعه من فضلكم اعملوا لي ابروف على السكادول ده، فبقى ابروفد، فده اسمه سكادول بيز لاين. بروجكت ده اللي هو قبل الايه، قبل البيز لاين. سكادول داتا اللي هي البيانات اللي بتبقى مرتبطه بالسكادول، ودي يعني هنشوفها دلوقتي. بروجكت كالندرز اللي هو النتيجه او التقويم الخاص بالايه، بالبروجكت. طب هتقول لي ده يعني مش هو البروجكت سكادول؟ يعني لا، اقول لك لا، مش هو البروجكت سكادول. كالندر ده انت بتحدد الوركينج دايز، بتحدد الشيفتس، بتحدد حاجات كتيره جدا متعلقه بالستارت، الوركينج ستارت تايم والورك اند تايم وهكذا. تشينج ريكويست اللي هي طلبات التغيير، بروجكت مانجمنت بلان ابديتس، وبروجكت دوكيومنتس ابديتس. طيب ايه الانبوتس اللي عندي؟ عندي بروجكت مانجمنت بلان، سكادول مانجمنت بلان، سكوب از لاين، وبروجكت دوكيومنتس فيها كل الكلام دوت. لحد دلوقتي مفيش اي حاجه جديده، غير مفيش، كله معروف عندي اللي هو ريسورس كالندر والدنيا دي، والاجريمنتس والانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز و او بي. طيب باي ذا واي يا جماعه، الريسورس كالندر دي بتبقى الكالندر اللي بتحدد لي الريسورس ده مشغول امتى وفاضي امتى. الريسورس كالندر تبقى الكالندر اللي بتحدد لي الريسورس ده. الريسورس ده ممكن يبقى بشر وممكن يبقى مش بشر، يعني ممكن تبقى معده، حفار، ممكن تبقى وات ايفر، الماشين او التول او الماشينري اللي حضرتك بتستخدمه، او الاي تي سبيشالست، او برينتر، او وات ايفر. الريسورس كالندر دي بتحدد الريسورس ده ايه هي الافيلابيلتي بتاعته، ايه هي البيزي تايمز بتاعته. تمام. طيب ايه التولز اللي عندي؟ سكادول نتورك اناليسيس، كريتيكال باث ميثود، ريسورس اوبتمايزيشن، وهنشوف الريسورس اوبتمايزيشن دلوقتي. طبعا كريتيكال باث ميثود احنا قلناها قبل كده، والسكادول نتورك اناليسيس برضو قلناها، اللي هي الباكورد باس والفورورد باس والحاجات دي كلها تعتبر سكادول نتورك اناليسيس. داتا اناليسيس اللي هي وات اف سيناريو اناليسيس، اللي انت بتقعد تقول ماذا لو، وتمشي مع الاحتمالات دي كلها. سيميوليشن، بتقعد تشغل سيميوليشن ان البروجكت كانه اشتغل، طب ايه الحاجات اللي ممكن تكون وقفته، طب ايه اللي هيحصل، لا طب دي مش منطقيه، طب دي هيجي ساعه الواقع مش هيحصل، لان دي مش هتكون لسه توفرت، يبقى ازاي بنبني على دي على دي. يعني لازم تعمل سيميوليشن عشان تشوف فعلا السكادول ده فعلا اتشيفبل ونقدر نمشي عليه ولا لا. لاينج ليدز واللاجز، سكادول كومبريشنز تكنيكس اللي هي الكراشنج والفاست تراكنج، وبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم اللي هو اي بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم حابب تستخدمه زي ما قلنا من شويه، واجايل ريليز بلاننج زي ما هنوضح برضو ايه لو انت شغال اجايل، فانت بتستخدم الاجايل ريليز بلاننج. طيب هو في مكتوب رقم 2 من المهندسه مريم والمهندس محمد، لو ممكن تاكدوا لي بس الصوت شغال كويس ولا في اي مشاكل. لو في حد تاني عنده مشكله في الصوت يكتب رقم 2، لو ما فيش نكتب رقم 1. طيب مهندسه مريم ومهندس محمد، ممكن تكون عندكم مشكله في السبيكر او في الانترنت، يا ريت تراجعوا التظبيط الدنيا دي عندكم. ماشي مهندس محمد، هو برضو بيقول رقم 2، فيعني اي ثينك ان المشكله ممكن تكون عندك انت يا باشمهندس محمد. طيب خلينا نرجع تاني يا جماعه، احنا كده ايه، احنا كده قلنا على الاوتبوتس والانبوتس والتولز والتكنيكس. تمام. طيب
سكادول نتورك اناليسيز احنا عندنا التكنيكس اللي احنا خدناها كلها. خلاص يا جماعه خلاص خلاص ما حدش يكتب تاني في الشات. خلاص التكنيكس اللي احنا قلناها كلها بنستخدمها تمام، دي اللي هي السكادول نتورك اناليسيز والكريتيكال باث ميثود، وادي ريسورس ليفلنج. نركز بس مع بعض شويه عشان نفهم ايه هو الريسورس ليفلنج ده يا جماعه. سوري ريسورس اوبتمايزيشن. في ريسورس اوبتمايزيشن عندي تو تكنيكس، حاجه اسمها ريسورس ليفلنج وحاجه اسمها ريسورس سموثنج. تاني حاجه اسمها ريسورس ليفلنج وحاجه اسمها ريسورس سموثنج. الريسورس ليفلنج هو ان انت مثلا يكون عندك شكل زي ده. ايه الشكل ده؟ انت عندك ادي تاسكس بتتنفذ من الويك نمبر 1 للويك نمبر 7، بس الديماند اللي على الريسورسز مثلا في ويك نمبر 1 اكتر من الافيلبل. يعني هفترض ان الريسورس دوت هو مثلا الاي تي سبيشالست، فالاي تي سبيشالست بيقدر يشتغل 45 ساعة في الاسبوع. 45 ساعة في الاسبوع. فالاسبوع الاول كان الراجل ده مطلوب منه 70 ساعة، الاسبوع الثاني مطلوب منه 50، هنا مطلوب منه مثلا 43، هنا مطلوب منه 40، هنا مطلوب منه 50، هنا مطلوب منه 20، هنا مطلوب منه 60. طيب ده الديماند بتاع الحاجة اللي عندك، ده الديماند بتاع الحاجة اللي عندك. يعني انت لما جيت تحط التاسكس بتاعتك ورتبتها لقيت انك محتاج الريسورس دي. طيب لما جينا نشوف احنا نقدر نوفر الريسورس دي بالوضع ده، عشان نوفر ده يبقى احنا مثلا محتاجين نوفر 2 اي تي سبيشالست عشان نقدر نغطي الكلام ده. لكن لما جيت اشوف الريسورس اللي افيلبل لقيتهم ايه؟ لقيتهم 1 اي تي سبيشالست. وبالتالي بدأت اغير في السيكونس بتاعة الاكتيفيتيز عشان اكسباند الاكتيفيتيز دي على مدة اكتر، بحيث ان انا اقدر اغطي الديماند بتاع الاكتيفيتيز دي من الريسورس ده حسب الافيلابيليتي بتاعت الريسورس. الريسورس هنا في الحاله دي بقى ايه؟ بقى اهو زي ما احنا شايفين خلاص ما بيزيدش عن 45 ساعه في الاسبوع، وبقى موجود كله. بس حصل بدل ما كنت هخلص في الاسبوع السابع بدات امد الاكتيفيتيز شويه وبدات توصل معايا للاسبوع التاسع. طيب انا بقيت واصل للوضع ده زي ما انتم شايفين، بقيت اخد من هنا واحط هنا واخد من هنا واحط هنا، فنتج عندي الشكل ده. خلاص طيب انا بقى كمان بقى عندي ايه؟ عندي ايام الاي تي سبيشالست دي شغال فيها 100% وايام فاضيه خالص. فبدات بدل ما انا بعمل الشكل ده رحت عامل سموثينج، بحيث ان انا اخلي الافريج بتاع الديماند على الريسورس ده في كل الاسابيع متقارب من بعض، وبدات اخليه بيتحرك في الرينج بتاع 38 ساعه، بحيث ان ما يبقاش فيه يوم شغال فيه جامد جدا ويبقى فيه يوم تاني ضعيف قوي. فبدات اعمل ايه؟ بدات اعمل السموثنج اللي انتم شايفينه قدامكم ده. ان انا بديت طبعا هتقول لي هنا ده مثلا 45، اقول لك ماشي، ما هو مش لازم كل الاسابيع تبقى ماشيه مسطره، بس انت بتحاول تعمل سموثنج على قد ما تقدر، لان في تاسكس بتبقى جبرك انها ما ينفعش تقعد اكتر من كده. تمام؟ فده ريسورس اوبتمايزيشن اللي هو جواه ريسورس ليفلنج وجواه ريسورس سموثنج. طيب خلي بالك هنا في حاجه لطيفه قوي، انت في الريسورس سموثنج ما قدرتش تزود الديوريشن، انت كل الحكايه خدت من اسابيع وحطيت في اسابيع ثانيه. يعني بدل ما كانت التاسك، بدل ما كان عندك تاسك 1 و2 و3 في اسبوع رقم 2، رحت واخد تاسك 1 و2 وخليتهم، خليت تاسك 1 و2 في اسبوع رقم 2 وخدت تاسك رقم 3 حطيته في الاسبوع الخامس مثلا. تمام؟ فانت هنا ما زودتش الديوريشن، لكن انت في الحاله الاولانيه لا، انت زودت الديوريشن عشان تظبط الريسورسز ليفلنج. تمام؟ طيب في رسائل. مهندس احمد علي، طب معلش ممكن نخلي السؤال الاخر بس يا باشمهندس، عشان ما انا ماشي دلوقتي فلو مش عايز اقطعه واعمل ديستراكشن للناس. طيب خلينا بقى نقول الاخر يا باشمهندس معلش. طيب نيجي للكلام بتاع الليدز واللاج والكمبريشن. الليدز واللاجز احنا قلناهم ما فيهمش اي مشكله، والكمبريشن عندنا تو تكنيكس قلناهم اللي كان فاست تراكنج كراشنج، زي ما انتم شايفين كده في الفاست تراكنج بدل ما كانت دي بتحصل بعد ايه، لا دي بي هتحصل مع ايه. والكراشنج بدل ما كان الريسورسز ب 2 بس وهينفذوها في 4 اسابيع، لا بقوا 3 وهينفذوها في 3 اسابيع. دي كراشنج والفاست تراك. تمام؟ ده الاجايل ريليز بلاننج. اجايل ريليز بلاننج لما تكون حضرتك شغال اجايل،
في الاجايل يا جماعه زي ما احنا قلنا الكونسبت قايم على فكره ان حضرتك بتبتدي تشتغل حته حته وتخلصها وترجع تعمل تاخد فيدباك وتشتغل تاني وهكذا. طيب فايه اللي بيحصل في البنيه بتاعه الاجايل؟ طبعا المهندس احمد لسه النهارده مشير ان هو حصل على سيرتيفيكت في الاجايل، فيعني انا ممكن دلوقتي اقوم عامل ستيب باك وهو اللي يشرح لنا الجزئيه دي يعني. ولو اخطات يا باشمهندس احمد يعني يا ريت تصحح لي يعني. فانت راجل ما شاء الله دلوقتي سيرتيفايد في الاجايل يعني. طيب برودكت فيجن درايفز برودكت رود ماب، ان رؤيتنا الاول للبرودكت اللي احنا عايزين نطلعه او ايه هو البرودكت بتاعنا ده بيشكل عندي البرودكت رود ماب اللي هي خارطه الطريق بتاعه البرودكت بتاعي. والبرودكت رود ماب بتدرايف الريليز بلانز. الريليز بلانز دي بقى اللي هي مجموعه الريليزز اللي هتطلع. انا مثلا عندي خلينا الكلام هنا بيبقى الاجايل معظمه من السوفت وير، فانا عندي سوفت وير ريليز نمبر 1 ده الريليز الاول او الاصدار الاول اللي هيطلع من البرنامج. فريليز نمبر 1 ده بيبقى فيه شويه فيتشرز، والفيتشرز دي بتبقى الكور وبيبقى طالع بنسبه كواليتي وامبروفمنت معين. بنبتدي ناخد السكند ريكويرمنتس او السكند فيتشرز ونحطهم في ريليز 2 مع امبروفمنت الفيتشرز اللي كانت في ريليز 1، ونعمل نفس الكلام مع ريليز 3 نبتدي ناخد فيتشرز جديده هي اقل اهميه مش كور بس. يعني احنا بنبدا دايما ان الكور الحاجه اللي هتديليفر بزنس فاليو او هتبقى كور بالنسبه لي تبقى في ريليز 1، والاقل منهم في ريليز 2 والاقل منهم في ريليز 3. فبقسم المشروع من الاول بالشكل ده، بقسم المشروع من الاول بالشكل ده ريليزز، وكل ريليز فيه مجموعه من الفيتشرز وببتدي اشتغل على كل ريليز. الريليز بقى اللي بمسكه بقسمه لمجموعه من الايتريشن. الايتريشن ده اللي هو بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان انا بقطع الريليز بتاعي لمجموعه برضو من الفيتشرز، وباخد المين فيتشرز اللي هي المهمه الاول جدا وببتدي برضو انفذها واروح اوريها للكاستمر او البرودكت اونر او وات ايفر اسمه معايا هيكون ايه، اخد منه الفيدباك وابتدي اروح اشتغل على الفيتشرز بتاعت iteration 2 مع تحسين الحاجات نتيجه الفيدباك اللي اخذتها من الكاستمر في الiteration 0 وهكذا. تمام. طيب نيجي بقى لكل iteration من iterations دي بتبقى متقسمه كده لمجموعه من الفيتشرز، فيتشر A فيتشر B فيتشر سي وهكذا. الفيتشر الواحده ممكن يكون فيها تو يوزر ستوريز. اليوزر ستوري دي يا جماعه اللي هو بتيجي في الاول بتبتدي ديسكرايب كده او انت بتجمع ريكويرمنتس. اللي انت جايب ريكويرمنتس في الاجايل بيبقى ليتل ديفرنت شويه، فببتدي اقول والله انا كيوزر انا كسيلز عايز يبقى قدامي الانترفيس ده فيه الفيتشرز الفلانيه بالشكل الفلاني. فدي بيسموها يوزر ستوريز اللي هي بعد كده بتتحول للفيتشرز اللي هي مع بعضها كلها بتشكل الباك لوك بتاع الايه البرودكت بتاعي. اوكي. طيب عشان برضو ما ادخلكوش في حاجات ممكن تكون كومبليكيتد، ببساطه شديده جدا الايتريشن بتتكون مجموعه من الفيتشر، كل فيتشر فيها مجموعه من التاسكس، كل تاسك بتاخد ديوريشن، التاسك دي 5 ساعات، التاسك دي 8، التاسك دي 4 وهكذا. فده كل الموضوع اللي عندي، هي دي التاسكس دي هي اللي بتمثل الاكتيفيتيز عندي هناك. بس هو بيقول لك هنا ان حضرتك لو شغال اجايل فهتستخدم الطريقه دي بدل ما انت بتستخدم الطريقه التقليديه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. فده الاجايل ريليز بلاننج وديفلوب سكادول اوتبوتس اللي هي بقى البروجكت سكادول والبار تشارت تحتيها بقى البار تشارت والمايلستون تشارت والبروجكت سكادول نتورك دايجرام والجانت تشارت. زي ما احنا شايفين كانت التشارت ده يا جماعه من اشهر انواع التشارتس في الـ في الـ في الـ في, الـ في مجال اداره المشروعات عامه وفي اي حاجه احنا بنستخدمها في اي حاجه، بس طبعا في اداره المشروعات بشكل اكبر. معلش يا باشمهندس احمد ما برضه مش هقدر اجاوبك دلوقتي عشان ما اقطعش الفلو. تاسك A تاسك B تاسك C تاسك D تمام، والتاسكس دي بتبقى زي ما احنا شايفين كده هنا التايم وهنا الاكتيفيتيز بتاعتنا وهكذا. طبعا تقدروا تستزيدوا في الحته دي زي ما انتم عايزين، تعملوا سيرش وتجمعوا داتا زي ما انتم عايزين. ده البروجكت سكادول مايلستون تشارت، ودي التشارتس اللي بتبقى موجوده برضو. ده بيحدد هنا المايلستونز زي ما احنا شايفين كده، ادي الايفنت وهنا بلاند وهنا اكتشوال. اكتشوال ده يعني اللي اتحقق ايه، احنا كنا مخططين ان هي تحصل لنا بس هي حصلت هنا.
تمام. احنا كنا مخططين المايلستون تبقى هنا، بس ادركنا المايلستون عند النقطه دي يعني اتاخرت شويه، مثلا نقول 10 15 يوم. عندنا سكادول بيز لاين والسكادول داتا والبروجكت كالندر والحاجات اللي احنا قلناها كلها وشرحناها من شويه. اخر بروسس عندي هنا كنترول سكادول از كونسرند ويز ديتيرمايننج ذا كرنت ستاتس اوف ذا بروجكت سكادول ويد انفلوينسينج ذا فاكتورز ذات كرييت سكادول تشينجز. ودي كلها الحاجات اللي هي يعني يعني كنترول سكادول بتبقى مهتمه بايه؟ مهتمه بان هي ديتيرمايننج كرنت ستاتس اوف ذا بروجكت سكادول انفلوينسينج الفاكتورز اللي ممكن تكرييت تشينج بي كونسيدر نيسيسري سكادولينج ريزيرفز، انك تبص على الاحتياطيات الضروريه لو احتاج امر السلعه. ديتيرمايننج ذا بروجكت سكادول هاز تشينج حصل اي تغيير غصب عنك للسكادول ومانجينج ذا اكتوال تشينجز ات ذا اكيور. وادي البروسيس عندي. هنبتدي برضو نستخدم الزوم عشان الدنيا هنا مختلفه شويه. طيب دايما نقول يا جماعه لما في ورك بيرفورمانس انفورميشن في الاوتبوت هنلاقي ايه؟ هنلاقي ورك بيرفورمانس داتا في الانبوت، تمام؟ لان دي الناتج بتاع البروسيسنج بتاع الورك بيرفورمانس داتا. سكادول فور بروسيس، سكادول فور، خلي بالك اللي فات كل البروسيسز اللي فاتت احنا كنا لسه ما نفذناش الشغل. البروسيس دي اثناء وبعد تنفيذ الشغل. وبالتالي انت بتعمل فوركاستنج اكوردنج للواقع اللي بقى موجود. يعني انت دلوقتي مشيت في المشروع شهر مثلا، فبتعمل فوركاستنج للسكادول، هو هيمشي فعلا كده ولا هيتغير في كذا وكذا وكذا. طيب تشينج ريكويستس اللي هي طلبات التغيير، وابديت للبروجكت مانجمنت بلان لو في اي حاجه محتاجه ابديت، والبروجكت دوكيومنتس ابديت. والانبوتس عندنا هنا بروجكت مانجمنت بلان كل الانبوتس دي، بروجكت دوكيومنتس كل الانبوتس دي، ورك بيرفورمانس داتا واوبي. ايه التولز اللي موجوده عندي هنا؟ داتا اناليسيس، في ايرنت فاليو اناليسيس، ودي هناخدها ان شاء الله في المحاضره الجايه ونفهم ايرنت فاليو ان هو موضوع مهم جدا وموضوع كبير. اتريشن بيرن داون تشارتس هنشوف شكله دلوقتي، بس هو يعني هشرحه لكم لما نشوف شكله. بيرفورمانس ريفيوز اللي هو تقييمات الاداء بشكل عام. تريند اناليسيس شرحناها قبل كده، اللي هو انت بتحدد بس في اتجاه في الديفيشن اللي بيحصل في التايم هنا. لا، فارينس اناليسيس اللي هو هل في فرق ما بين الاستيميتد ديوريشن والبلان والاكتوال ديوريشن. وات اف سيناريو اناليسيس، وات اف سيناريو اناليسيس زي ما قلناها قبل كده. كريتيكال باث مس قلناها قبل كده. بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم قلناها قبل كده. ريسورس اوبتمايزيشن شرحناها. ليدز اند لاجز شرحناها. سكادول كومبريشن شرحناها. طيب ده الايتريشن بيرن داون تشارت، ده بيعبر عن ان انت في الاول هنا في اول المشروع دي 0 اهو لحد دي 21. من دي 0 لحد دي 21 انت حضرتك بيبقى مستوى الشغل اللي لسه ما اتنفذش اللي هو الريميننج ايفورتس الاورز لحد هنا. فطول ما انت ماشي بتبتدي الريميننج ايفورتس تقل تقل تقل، وحضرتك كل يوم بتبتدي تقول والله انا باقي لي قد كده، فترسم الكلام ده كله. فطبعا اللي هو دوتس ده اللي هو ريميننج ايفورتس، والايديال تيرن داون تشارت اللي بتبقى رسمه انت لنفسك في الاول هو ده، والريميننج تاسكس اللي هي دي. فبتبتدي تطبق الجراف ده عشان طول كل شويه تبقى عارف انت ماشي ازاي، انت سابق ولا كده. طبعا الايتريشن بيرن داون تشارت ده مرتبط بالاجايل، ده مش مرتبط بالوضع الطبيعي، تمام. و قلنا على البرفورمانس ريفيوز، تريند اناليسيس، فارينس اناليسيس. وي ثانك يو، بفتح باب الاسئله، بس قبل ما تسالوا اي سؤال انا عايز اجاوب سؤال اتسال المره اللي فاتت ريليتد بي البروجكت لايف سايكل والبروجكت مانجمنت لايف سايكل. حد سالني السؤال ده وانا قلت له هرجع بس اشوف السؤال. طبعا هي الاسئله يا جماعه بيبقى انا عندي بنك اسئله، فانا بعت للمهندس احمد مجموعه من الاسئله، كنت محتاج بس اشوف ارجع السؤال نفسه اشوف الكلام ده. طيب السؤال ده مبدئيا يا جماعه الجزء اللي في الاول فيه ما هو الا تمويه، يعني هو ده مش السؤال خالص. الجزء اللي في الاول ملوش دعوه بالسؤال خالص، هو بيسالك بس، هو الراجل يعني ايه جه سالهم سؤال ملوش علاقه باللي هم بيتخانقوا عليه اصلا. سالهم على اللايف تايم بتاع الديليفربل. اللايف تايم بتاع الديليفربل هو ساب المشروع خالص، هو كده ما بيتكلمش على المشروع خالص، هو هنا بيتكلم على الديليفربل اللي هو البرودكت اللي هيطلع في النهايه. اللايف تايم بقى بتاعه اللي هو يعني المده الافتراضيه او العمر الافتراضي للديليفربل اللي هيطلع ده، هنا بيتكلم على البرودكت لايف سايكل نفسه. سوري مش البرودكت لايف سايكل، بنسميها ايه؟ بنسميها اللايف تايم، برودكت لايف تايم، او الاندايركت كوست، او اللايف تايم كوست بتاع البرودكت النهائي بتاعي. فهو ده اللي كان بيتكلم عليه، دي كانت اخر اختيار اللي موجود عندنا. طيب لما نيجي نرجع تاني للخبطه او الحاجات اللي كان بيحاول يعمل بيها تمويه، فكره البروجكت لايف سايكل، بروجكت مانجمنت لايف سايكل.
على مستوى البي ام اي وعلى مستوى البي ام اي ستاندرد مفيش حاجه اسمها بروجكت مانجمنت لايف سايكل. هو في بروجكت لايف سايكل, في بروجكت مانجمنت بروسيس جروبس, في بروجكت لايف سايكل ومفيش بروجكت مانجمنت لايف سايكل. ده في البي ام بوك. والبروجكت لايف سايكل وبروجكت مانجمنت بروسيس جروب دي موجود. ولكن خلينا نقول, نفترض ان احنا عندنا مثلا بروجكت مانجمنت لايف سايكل. البروجكت مانجمنت لايف سايكل هتبقى هي الانيشيشن, البلاننج, الاكسكيوشن, المونيتور اند كنترول, والكلوزنج. تمام. والبروجكت لايف سايكل ديفرنت من ده في ايه؟ خلي بالك ان انا وانا بشرح لك قلت لك ان البروجكت لايف سايكل از ديفرنت فروم ذا بروجكت مانجمنت بروسيس جروب, لان البروجكت مانجمنت بروسيس جروب ما هو الا لوجيكال جروبنج لمجموعه من البروسيسز بتتميز او ليها طبيعه معينه ان هي بتكون في الانيشيشن بتاع المشروع. ولكن البروسيسز دي بتبقى كلها داخله في بعضها, ما بتبقاش مفصوله عن بقى. يعني ما بقولش ان الانيشيشن خلص تعال نبدا البلاننج, ما بقولش البلاننج خلص تعال نبدا الاكسكيوشن, لا كله متداخل مع بعضه. لكن البروجكت لايف سايكل بقى اللي هو كنا قلنا عليه قبل كده ايه, اللي احنا قلنا عليه starting the project, preparing and organization, executing, close out, اللي هو كان الشكل اللي فيه خطوط جنب بعض ده. هم اربع مراحل: ابدا المشروع, خطط ونظم, نفذ المشروع, اقفل المشروع او سلم واقفل المشروع. ده فيما يخص الموضوع بتاع السؤال اللي سألتوه المرة اللي فاتت. طيب خلينا نفتح باب الأسئلة بقى ونبتدي بسؤال المهندس أحمد علاء الدين. لو كان في شيفتين عمل باليوم, وين بيصير التضاعف؟ دمج بين الإتريشن واحد وصفر, أخد إيه وإيه, أخدوا نفس الاسم تمام؟ لا, هو iteration, بص الفيتشر A كان فيها two user stories. الفيتشر A كان فيها two user stories, فبقى فيه فيتشر A user story 1 وفيتشر A user story 2. تمام. نيجي بقى للسؤال اللي قبله, لو كان في شفتين عمل باليوم وين بيصير التضاعف؟ مش فاهم سؤالك تقصد ايه. يعني احنا لو رجعنا للحتة بتاعت الريسورس اوبتمايزيشن, انت عايز تقول ان انا بدل ما كان عندي مثلا IT specialist انا عندي 2 IT specialist وشغالين شيفتين, ولا يعني عايز تقول ايه؟ طيب نيجي المهندس بيقول هو ايه الاجايل سوفت وير. مش عارف برضو سؤالك له علاقه بايه, بس لو انت تقصد ان انا قلت, انا تقصد حاجه انا قلتها, فانا قلت ان الاجايل بيستخدم مع مشاريع السوفت وير, ولكن انت بتتكلم على سوفت وير خاص بالاجايل. لا, مفيش حاجه اسمها سوفت وير خاص بالاجايل, لكن الـ انا قلت ان الاجايل بيستخدم مع مشاريع السوفت وير. طيب البرودكت لايف سايكل, مهندس محمد عبد السلام, ايه بقى البرودكت؟ ما البرودكت لايف سايكل, بص البرودكت لايف سايكل اللي هو البرودكت اللي طلع لك في النهايه من المشروع. انت كنت عامل مشروع عشان تعمل مثلا طريق, حلو, عشان تعمل طريق, فالطريق ده بيمر بمجموعه من المراحل بعد ما يكون خلص بقى الطريق ده. انت البروجكت نفسه بتاع انتاج الطريق او انشاء الطريق ده بيمر بستارتنج, اورجانيزنج اند بلاننج, اكسكيوتنج, وكلوزنج. طيب خلصنا, سلمنا الطريق, الطريق بقى ده نفسه از برودكت بيمر بمجموعه من المراحل. المراحل اللي بيمر بيها بتبقى, خلينا فرق بس ما بين اللايف تايم واللايف سايكل. تمام, عشان اللايف سايكل حاجه واللايف تايم حاجه ثانيه. اللايف تايم هو العمر الافتراضي بتاعه, فالعمر الافتراضي بتاعه انت كده بتتكلم على اللايف, بيسميها اللايف تايم كوست بتاعه الايه, بتاعه البروجكت, بتاعه سوري البرودكت. يعني انا النهارده لما نيجي نقول على انا اشتريت برينتر, البرينتر دي مثلا ب 1000 جنيه, ده الكوست بتاع البرينتر. طب البرينتر دي نفسها ليها لايف تايم وليها كوست اثناء التشغيل. الكوست اللي اثناء التشغيل دوت, لما نكون بنتكلم عن الانك وبنتكلم عن الانك كارتريج وبنتكلم عن درام وبنتكلم عن مينتنس, فانت هنا بتتكلم عن الكوست بتاعته وهو شغال بقى, خلاص البرودكت نفسه اللي طالع عندي. فلو انت مثلا في الطريق دوت محتاج صيانه, محتاج خدمه, محتاج مش عارف ايه, كل دوت بتبقى كوست, وطبعا هنتكلم عليها واحنا بندخل في الكوست المره الجايه. بس البرودكت لايف سايكل, هنفترض ان الطريق دوت معمول مثلا ان هو يقعد 30 سنه او 20 سنه, فهيمر بمرحله ان هو في الاول شغال كويس, بعدين مرحله الصيانه, مرحله الترميم, مرحله ان احنا نرجع نشتغل عليه تاني. طب ده لو طريق, طب لو تليفون, طب لو مش عارف ايه,
ايا كان البرودكت. المهندس احمد فهمي بيقول is it mandatory to know Primavera or MS project؟ ده على حسب الابلكيشن اريا يا باشمهندس. يعني انت لو شغال في الكونستراكشن صعب انك تقدر تعمل بلاننج بدون تولز تساعدك، لان بيبقى فيه هيوج اماونت اوف اكتيفيتيز ما تقدرش بطريقه مانوال او طريقه اكسل انك تظبطها. وزي ما قلت لك المهندس احمد سمير ما شاء الله عليه يعني بلانر تمام يقدر يفيدنا يعني. فانا جاوبت على المهندس محمد عبد السلام. طيب just one main question at the end of the course you will you express all the course on the program just to see all these lectures in the Primavera software. مش عارف تقصد ايه صراحه. At the end of the course you will express all the course on the program just to see all these lectures in the يعني مش عارف ازاي ممكن تشوف كل المحاضرات دي في البريميفيرا سوفت وير. مش عارف تقصد ايه، ممكن توضيح اكتر يعني. وانس احمد شعلان just a recommendation I just removing the agile part as it distracts the flow unless it is part of the BMP exam I believe there is a separate certificate for BMP agile. بص يا باشمهندس احمد الترند اللي موجود، خلي بالك انا بس عايز اوضح حاجه كده للناس برضه عشان الناس تبقى فاهمه. خلينا نفرق ما بين البيمبوك فيرجن او الاصدار بتاع كتاب البيمبوك وما بين الاكزام اوتلاينز او الاكزام اوبجكتيفز. ممكن within the same بيمبوك فيرجن يغير لك الاكزام اوتلاينز، يغير لك الطريقه او الاهداف او الحاجات اللي عايز يمتحنك فيها او عايزك تبقى عارفها قبل ما تدخل الامتحان. تمام، وده اكشولي حصل خلال فيرجن 6 وبدا يغير الاوتلاينز باوتلاينز ثانيه بتفوكس على فكره الاجايل وانك تبقى فعلا فاهم وعارف الاجايل وعارف الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. وبالتالي كون ان حضرتك هتستبعد الجزء بتاع الاجايل اثناء المذاكره ده هيكون ريسك من عندك. حل امتحانات ابديتد، ولو لقيت ان اسئله الاجايل فيها او الاسئله اللي بتعتمد، بس خلي بالك يا جماعه في البي ام بي بالذات، البي ام بي مش زي اي حاجه ثانيه، ما هتلاقيش سؤال داخل بيقول لك صباح الفل قول لنا الاجايل او مش عارف ايه الاجايل كذا او مش عارف ايه لا كذا. هتلاقيه ده فين لك الحته اللي عايز يختبرك فيها في وسط السؤال ومش هتعرف تجاوبها الصح الا اذا كنت مذاكر الحته دي. تمام، يعني هل انت مطلوب منك تبقى متعمق؟ انا شايف ان حضرتك المفروض تجيب الكورس اوتلاين ابتدى الاكزام اوتلاين وتشوفها وتشوف هو ايه الكرايتيريا اللي هيمتحنك بيها عشان تبقى داخل عارف انت هتمتحن باهداف ايه، مطلوب منك تبقى عارف ايه، هيسالك في ايه. الاكزام اوتلاين بتوضح لك الكلام. طيب مهندس محمود سعد بيسال هل الشهاده علاقه بالكيس ستادي؟ طيب هو المهندس احمد كان موجود معاكم من شويه وقال لك اه طبعا ليها علاقه وكده، بس بما ان الوقت خلص وبما ان الدنيا دي خلصت فانا بقول لك هي مش هتدخل في الماركينج، بس هي كانت نوع من انواع ريسورس زياده مني عشان اساعدك انك تبتدي تدخل في المود وتخش في فكره اداره المشروعات، ان التشارتر ده لما بتعمله بتبتدي تحس السنس بتاع اداره المشروعات. فهو كان تدريب لحضرتك اكتر من انه حاجه هتاخد عليها ماركس او لو ما عملتهاش مش تاخد الشهاده والكلام ده. تمام، ده اجابه للمهندس. طيب الكيس ستادي يا جماعه هنعلق عليها المحاضره الجايه ان شاء الله او اللي بعدها، ماشي، اكوردنج للتايم الافيل. طيب طيب اجايل معناه ايه بالعربي وتطبيقه باللغه العربيه وليس الانجليزيه؟ طيب بص يا فندم، اجايل معناها حاجه كده رشيقه. رشيقه بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي متخففه من كل الاعباء اللي ممكن تكون مرتبطه بالتطبيق المنظم جدا والمعتمد على بعضه جدا بتاع الووتر فول. الووتر فول تقنيه الووتر فول او سوري مش التقنيه، الديفلوبمنت ابروش بتاع الووتر فول ده بيعتمد على فكره انك تجمع كل الريكويرمنتس في الاول وبعدين تروح تنفذ وبعدين تسلم. فده كويس بس مش رشيق. مش رشيق ليه؟ لانه ما بيتيحلكش القدره على التحرك بسهوله وبحريه وبمرونه وتبقى عندك استعداد لتلقي التغييرات كل شويه. هناك التشينج في الووتر فول بتشينج ريكوست،
هنا اللي تشينج في الاجايل انت ممكن تروح توري الحاجات دي للكاستمر تلاقيه بيغير لك حاجات جوهريه فتروح تعملها لانك كده كده كنت رايح اصلا تعمل انت كده كده رايح تعمل ايتريشن تاني فلا يضر ان حضرتك وانت بتعمل ايتريشن تغير الحته دي فبتبقى اكثر رشاقه في التعامل مع التغييرات اكثر رشاقه في التعامل مع الطبيعه الغريبه بتاعت البني ادم اللي هو ممكن يطلب الحاجه وبعد اسبوعين او شهر يغير رايه فيها او يبقى بيهو بيطلبها يعني شايف ان هي تمام لكن لما تطبق وتنزل على ارض الواقع يلاقي انها مش هي دي اللي هتحقق له الاهداف وبالتالي حضرتك بتكون رشيق اكثر رشاقه في التعامل مع التغييرات والطلبات اللي بتطلع من العميل كل شويه ورشاقة هنا لان الانسان الرشيق اللي هو وزنه خفيف اللي هو متخفف من كل الاعباء اللي هو بيتحرك بسهوله ادي فكره الاجايل طيب مهندس محمود زيتون ايه الفرق بين القيود الخارجيه وقيود المشروع وكذلك افتراضات خارجيه وافتراضات المشروع والشرح شبه نفس الشيء اللي في الكيس ستدي ما هي حدود المشروع هل في فرق جوهري بين الديكومبوزيشن اند الميكنج دبليو بي اس بعتذر عن الاطاله طيب بص يا باشمهندس عشان اكون برضو واقعي معاك انا ما هشرحش الجزء دوت لان فعلا شرحته بالتفصيل قبل كده حضرتك ممكن ترجع للجزء ده في المحاضره اللي انا شرحته فيها وتشوفه كويس قوي تمام البروجكت باوندرز هي اللي بتبقى حاجات فيها باوندرز يعني لو بنتكلم في حدود المشروع ببساطه شديده جدا المشروع لا يشمل كذا يشمل كذا ولا يشمل كذا ده باوندري المشروع دوت اخره 6 شهور ده باوندري المشروع دوت ما يعديش ال 500000 جنيه ده باوندري تمام دي فكره الباوندرز هل في فرق جوهري بين الديكومبوزيشن والميكنج دبليو بي اس هو الديكومبوزيشن ده تكنيك حضرتك بتستخدمه عشان تنتج الدبليو بي اس الدبليو بي اس هو البرودكت النهائي الديكومبوزيشن هو التكنيك اللي انت بتشتغل بيه تمام طيب لينك استبيان هيرد عليك المهندس احمد ماي كويشن از جاست تو ميك ا فول بلان اون بريميفيرا هاو تو بوت ذا اكتيفيتيز كوست ديوريشن ليدز بص يا باشمهندس هو البريميفيرا اوت اوف سكوب بالنسبه للكورس هنا لان البريميفيرا بيبقى ليه كورس لوحده اصلا تمام فانا لا انا مش هطبق على البريمافيرا يعني لو انت منتظر ان احنا في اخر الكورس نطبق على البريمافيرا لا ده اوت اوف سكوب تمام دي ريكومند ريتا فور سيلف ستادي بص يا باشمهندس هو الموضوع هنا في يعني مش عايز اقول اذواق بس انا شخصيا ما استخدمش ريتا خالص انا استخدمت البيمبوك واستخدمت البنك الاسئله بتاع ريتا يعني انا استخدمت بنك الاسئله بتاع ريتا لكن ما استخدمتش كتاب ريتا نفسه كقراءه انا الحمد لله قدرت افهم من الماستر اللي علمني اللي هو مستر محمد سليم وبعدين رحت قريت السلايدز وقريت البيمبوك وقريتهم تاني وحليت اسئله ورجعت قريت وهكذا قريت كذا مره فبقت حاجات كتيره جدا ما بقاش فاهمها في الاول وبعد ما اعمل راوند تانيه الاقيني بعد ما كنت مجمع مثلا 80% فهم لا بقى 85 بقى اعمل راوند تالت بقى 90 وهكذا الفهم بيزيد مع الاعاده ممكن في كورس فيه كورس لشهاده الاجايل طبعا ده سؤال موجه يمكن لاداره الاكاديميه ممكن اكيد تنظم حاجه زي كده ده كورس تاني خالص يعني ود وي تشيك اكزامبل 2 و3 انسرز از ات شود بي 43 51 لا بص يا باشمهندس محمد راجعهم تاني هتلاقيهم هم 44 52 ولو ما لقيتش ان هم كده بعد ما تراجعهم يبقى تعالى تواصل معايا مهندس عمر نور سؤال في الجزء السابق مهندس بين الانشطه يكون في يوم يعني لما نشاط ألف باليوم الثاني هيبلش نشاط به باليوم الثالث طيب معلش ثواني كده حاول أفهم السؤال مرة تانية عمر ناتور عمر ناتور السؤال في الجزء السابق مهندس بين الأنشطة يكون في يوم يعني لما يخلص نشاط ألف باليوم الثاني هيبلش نشاط به باليوم الثالث طيب معلش أنا مش عارف إيه السؤال بقى يعني إيه السؤال وضح لي معلش هل نتوقع نمتحن في شهر 12 نلحق نذاكر؟ مش تقصد هل تتوقع ان احنا لو خلصنا في شهر 12 نلحق نذاكر ونمتحن في شهر 12؟ طيب بص انا يعني كنت متفق مع المهندس احمد سمير في الاول ان انا هدي محاضره في الاسبوع لان بصراحه هي دي الكاباسيتي اللي انا كنت اقدر عليها في ظل الالتزامات اللي عليا بس يعني لما قعدت افكر بصراحه في الواقع بتاعكم وان كنتوا هنخلص شهر 12 مش في فرصه للامتحان مع اني متوقع بنسبه كبيره جدا ان هم هياجلوا التغيير دوت لثلاث شهور كمان بس ما نقدرش نعتمد على التوقع ده لكن انا غيرت الموضوع دوت وخليت شغالين سبت وثلاث وبالشكل ده هنلاقي نبقى مخلص تقريبا يا في اول 10 يعني هنخلص على اول 10 اخر 9 اول 10 فهيكون قدامك على الاقل 10 و11 و12 فرصه كافيه جدا تلحق تذاكر وتشتغل.
تمام. طيب المهندس ام، كان عندي سؤال بخصوص الكراشنج، لو عملت كراشنج لارخص اكتيفيتي على الكريتيكال باس، فكده الكريتيكال باس قل يوم، فممكن يوصل لنفس الزمن لباس تاني، فهل كده المفروض اشوف كل باس برضو بعد كده؟ بص يا فندم، في حاجه هنا اسمها نير كريتيكال باس. نير كريتيكال باس ده هو الباس اللي بيبقى زمنه اقل على طول من زمن الكريتيكال باس، بحيث ان الكريتيكال باس ده لو انت عملت فيه كراشنج بالشكل ده، فالتاني فعلا هيتحول لكريتيكال باث، او ان النير كريتيكال باث ده لو حصل فيه ديلي بشكل يتجاوز الفرق ما بينه وبين الكريتيكال باث، هيبقى هو النيو كريتيكال باث. وبالتالي حضرتك فعلا المفروض تبقى مخلي بالك من الباث، من الكريتيكال باث، ومن النير كريتيكال باث. ازاي نقدر نحفظ كل الانبوتس والاوت بس والتولز لكل العمليات ال 49؟ بص يا هندسه، يعني انا مش شايف ان احنا المفروض نفكر في الحفظ دلوقتي خالص، وخلي الحفظ دي اخر حاجه خالص. يعني انا قلت لك من شويه ان انت تفهم، انت كده بتفهم معايا، بعدين تذاكر، وبعدين هتعيد. مع كل اعاده بتلاقي في حاجات كتيره جدا ثبتت. بعد ما تكون خلاص وصلت لان انت كل اللي ينفع يثبت بالمنطق وبالفهم ثبت، هيتبقى لك جزء ضئيل قوي، هو ده اللي انت ساعتها هتحتاج تحفظه. بلاش تبقى كير على الحفظ من دلوقتي، انت كل مره بتعمل فيها اعاده ده البروجريسيف الابوريشن بتاع المذاكره، فانت كل مره بتتضح ليك حاجات اكتر، بتفهم حاجات اكتر، المنطق بيركب معاك اكتر، فتبتدي ساعتها تبتدي يستقر في دماغك اللي انت اخدته بنسبه 70% 80% 90%. هيتبقى جزء بسيط ساعتها اللي هو هيبقى ملوش لوجيك قوي عندك، ساعتها هو ده اللي تحفظه. طيب سؤال مهندسة ايه، ممكن سؤال لما نطرح الكراشنج من النورمال في المقال اخترته نتيجة عشان هي اقل 500، في المقال اخترته نتيجة 500 قيمة الطرح او في سبب تاني اختارها المثال. طيب لو انت بتسألي احنا ليه اخترنا ال 500، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنطرح الكراشنج كوست ناقص النورمال كوست، وبنبتدي نشوف احنا عملنا سيفنج قد ايه نتيجة الديوريشن افتر كراشنج والديوريشن النورمال. فلو طلع على سبيل المثال ان احنا عندنا الفرق في الكراشنج كوست 500 وعدد الايام يوم، فهيبقى 500 على 1 ب 500. طب لو طلع الفرق 1000 وعدد الايام يومين، فهنقول 1000 على 2 برضه ب 500. طب لو طلع الفرق 2000 وعدد الايام 3، هيبقى الكراشنج كوست هنا بير دي 600. احنا اخترنا ليه؟ احنا اخترنا اقل واحد موجود على الكريتيكال باس، يعني لازم تبقى الاكتيفيتي نفسها كريتيكال باس عشان تديني تايم سيفنج، تمام؟ طيب سؤال بره شويه اللي هو هل منهج الكورس هنكون جمعنا المعرفه المطلوبه ولازم نطبق، ولا الكورس في التطبيقات كافيه؟ لا طبعا، يعني بصوا يا جماعه اللي انا بديه لكم ده يعني يمثل 30 ل 40% من اللي المفروض يكون موجود عندكم في دماغكم. فاللي يكون موجود عندكم في دماغكم ده مش هيجي غير من كتر التطبيق وكتر المذاكره والدنيا دي كلها. طيب المهندس احمد الحص عبد الرحمن الحصري بيقول افضل نقرا ونذاكر من البيم بوك العربي الانجليزي. لا 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 خالص، لا انصح تماما بان حضرتك تستخدم البيم بوك العربي للمذاكره. البيم بوك العربي تستخدمه فقط لمعرفه معنى فقره او معنى كلمه واجهت فيها مشكله في الانجليش مش عارف تتخيلها او تفهمها، ومع ذلك مش هتلاقي النسخه العربي بتديك المعنى اللي هو، لان معظم الترجمه ترجمه يعني مش يعني اللي بترجم حاطط الاعتبار بتاع الالتزام بالنص اكتر من توصيل المعنى. يعني هو ملتزم بترجمه نصيه اكتر ما هو ملتزم بان هو يعني مش حد بتاع اداره مشروعات عربي وقرا الكلام ده وبيحاول ينقل لك المعنى باسلوبه، لا هو ترجمه، ودي مدرسه طبعا ما نقدرش يعني نقول عليها لا. ما هو حضرتك بص، بالمهندس احمد علاء الدين بيقول انا بستوعب العربي اكثر من الانجليزي، بس العربي مش شرح كويس، والامتحان هيكون بالانجلش. في عربيك ايد بس برضو مش هو الاساس. انا مهما كان حضرتك لغتك الانجليزيه غير قويه، انصحك بانك تمشي في الانجليزي وتستخدم العربي كمساعد وليس العكس. هل معنى هذه الكورس هيكون في مصدر نجيب منه امثله واسئله محلوله وحاجات نتمرن منها؟ طبعا في مصادر كتيره جدا هبقى احضر لكم كده اكتر من ويب سايت تستخدموه. وانت حتى لو دخلت بس وكتبت على جوجل بي ام بي كويشن، يعني هتلاقي حاجات بشعه، يعني حاجات كتيره جدا.
في اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ سامحوني المحاضره النهارده كانت طويله شويه، بس هو السكادول يعني كده، يعني هو السكادول احنا كده ابطال ان احنا خلصناه في 3 ساعات صراحه. مهندس محمود زيتون بيقول لكم الكتاب العربي نفس ترجمه نتفليكس، خلاص يعني اللي متابع بقى نتفليكس يقدر يعني. مهندس احمد فهمي قريني بيقول لي شكرا جزيلا، شكرا باشمهندس احمد فهمي، شكرا مهندس وائل، شكرا مهندس مصطفى ابو الخير، مهندس عبد الرحمن الحصري، مهندس محمود زيدان، مهندس ايه عماد، مهندس ماستر، مهندس محمد عادل، مهندس هيثم، مهندس محمد دقيق، مهندس لومارت، مهندس ايفون، مهندس احمد علاء الدين، مهندس عادل توفيق، مهندس عمر معتور، مهندس احمد سمير، مهندس مريم، مهندس احمد علاء، تصبح على خير يا باشمهندس، مهندس اسامه، مهندس رضا البنا، مهندس محمد، شكرا ليكم كلكم وجزاكم الله خيرا. ومعلش المحاضره كانت تقيله، بس اوعدوني ان انتوا تشدوا نفسكم كده مع المحاضره دي عشان تيجوا المره الجايه، الكوست كلام برضو لذيذ شويه وحلو، وان شاء الله تستوعبوه، واللي استوعب الاسكادول ما يخافش من اي حاجه بعد كده ان شاء الله. تحياتي ليكم يا مية، السلام عليكم. مهندس احمد سمير المايك معاك، سهرتك معايا النهارده، معلش سامحني. ولا يهمك يا حبيبي يا غالي. السلام عليكم. مع السلامه يا هندسه. شكرا مهندس احمد على المجهود الخرافي اللي عمله النهارده. طبعا يا شباب الرابط زي ما احنا قلنا انه الرابط في البوست المجمع على الجروب او البوست مثبت، تقدروا تدخلوا دلوقتي، هو مفتوح من ساعه ما بدانا اسئله، عشان كده الناس بدات تمشي لما هنا 67 واحد او 66 اهوت اوريدي. الفورم مفتوح، وهو كل مره زي ما انا حكيت لكم ان انتوا تاخدوا كوبي بيست وتشتغلوا بيه كل المحاضرات، هو نفس الرابط تمام، فانتوا مش محتاجين اي رابط تنزل على الشات، هو نفس الرابط على نفس البوز، البوز المثبت، محتاجين اي حاجه. ثيرد كويز هيتشال الرابط رقم 2 وهتحط رقم 3 ان شاء الله دلوقتي. اوكي، بس مهندس احمد سمير بنزل لك رابط الجروب. مساء الله خير يا مهندس احمد سمير. قارين انا بقى. ما في المهندس احمد فهمي قارين المهندس احمد فهمي، المهندس احمد سمير قارين انا بقى. شكرا مهندس محمد ديري. في حد عنده سؤال، حد عنده مشكله، حد عنده اي مشاكل، مهندسين اللي على اللايف شير يخشوا على الجروب على البوست المثبت هيلاقي رابط الاستبيان مفتوح. ارجو اي حد يخلص الاستبيان يتفضل مشكورا ويمشي. الكويز رقم 3 باشمهندسه سلمى هينزل، الرقم اجيبه منين؟ حضرتك سجلتي ولا لسه ما سجلتيش؟ مهندسه مريم شرف لينا باشمهندس احمد سمير، ربنا يخليك. مهندسه مريم حضرتك سجلتي ولا لسه ما سجلتيش؟ مهندسه مريم، مهندسه مريم، يعني لسه ما سجلتيش؟ جميل. مهندس اسامه بعد اذنك رابط التسجيل، رابط الاستماره بتاع التسجيل هينزل ان شاء الله بعد ما اقفل القاعه على طول مباشره يا باشمهندس، هينزل في الروابط المجمعه للبوست تاسك رقم 3. مهندسه مي التاسك 2 انتهى النهارده العصر ونزل الاسئله بالاجوبه بتاعته على المكتبه على جوجل درايف. مهندسه مريم، مهندس اسامه مش موجود، مريم
مخلصة مريم، ده رابط التسجيل، سجلي دلوقتي وبلغيني عشان ادي لحضرتك رقم الكشف عشان تدخلي بالاستبيان. مهندس محمد الرابط على الجروب، بعد اذنك ما تمشيش الا لما تقولي لي بس عشان اديك رابط رقمك في الكشف. مهندس محمد الرابط على البوست المجمع في الجروب مثبت في اول بوست. انا موجود يا باشمهندس محمد، مش همشي لما تقول لي تمام. ادخل وسجل وقول لي تمام. الناس اللي بتابع لايف شير كله يقول لي تمام عشان ما اجيش بعد كده والناس تكلمنا على الخاص. الجزئيه دي انا مش هقفل القاعه لما تقولوا لي كلكم تمام. مساء ايه، مساء ايه كان عندها مشكله في التسجيل هي كمان صح على ما اتذكر يعني، ولا سجل كده ولا مهندسه ايه، مهندسه ايه حد تاني في مهندسه ايه، انا قلت لها ممكن تدخل تبعت لي مسج لو عندها مشكله. لايف تمام جدا، مش فيش اي اسئله حتى الان. شكرا مهندس احمد حسام. كويز هينزل حالا على الجروب في البوست المجمع. رابط التطوع مهندس احمد حسام بعد اذنك تنزله. واللي ما عرفش يوصل للرابط وعاوز يتطوع معانا يكلمنا على الخاص وبرتب معاه مباشره. مهندس محمود زيتون ممكن يكلمنا على الخاص. رابط تسجيل لو سمحت، رابط تسجيل الكورس ولا تسجيل الحضور مهندس بشار؟ الكورس، يعني انت ما عندكش رقم على الكورس ام رابط الحضور؟ مهندس بشار، مهندس سلمى تم التسجيل على، معلش يا مهندس سلمى، تم التسجيل على الحضور ولا البتاع؟ يعني انت عاوز رقم الكشف ولا كده تمام في الاستماره؟ اه كمان تمام ماشي مهندس وليد. سوري الدنيا اتلخبطت معايا. مهندس كان مهندسه اسمها ايه؟ مهندسه مريم الاخبار؟ اوكي باشمهندس وليد، بس مريم، بس آية، باشمهندس سين، انا معايا 25 واحد، 25 واحد، هو ده يا باشمهندس رابط الاستبيان، اضغط عليها يفتح تسجل على طول. اوكي انا مستني حضرتك، سجلي وانا مستني حضرتك. هل في مشكله وضحيها، او لو حبيتي تدخلي مايك او اي حاجه انا كل الاوبشنز موجوده يعني. اوكي في انتظار حضرتك، قولي لي بس بخلص التسجيل عشان ادي لحضرتك الرقم ان شاء الله. مهندس نصر ابراهيم، سجلت دلوقتي اهو معايا. مهندس نصر عاوز رقمك في الكشف مظبوط؟ اوكي مهندس محمد رأفت، لو حضرتك عاوز
تمشي مفيش مشكلة، أنا مسجلت. أوكي ثواني يا باشمهندسين عشان في كذا واحد سجل. معايا يا شباب لسه بظبط لكم بس البتاع وهديكم الارقام دلوقتي حالا. مهندس نصر 10:33، المهندسة مريم 10:35. مهندسة مريم 10:35، مهندس نصر 10:33. اوكي ندخل دلوقتي على رابط الاستبيان ونسجل عشان هقفله. مظبوط مهندس نصر 10:33 والمهندسة مريم 10:35. نرجو ان تاكدوا عليا ان انتوا دخلتوا مليتوا استبيان بتاع الحضور. اوكي قبل ما تمشوا. مهندسة آية حضرتك سجلتي خلاص؟ مهندسة آية مهندسة آية عماد خلاص اوكي يا باشمهندسة، اللي سجل يطلع من القاعة خلاص الكورس خلص يعني. انا كل الموضوع ان انا مش عاوز اقفل القاعه الا لما الكل يكون سجل عشان بعد كده بيقولوا ان الوقت مش كافي، فانا مستني عشان الكل يسجل. اوكي يا شباب، مهندس نصر، مهندسة مريم، مهندس نصر، مهندسة مريم، مهندسة مريم 10:35. جميل باشمهندسة مريم، ما دام سجلت في الاستمارة الاستبيان اللي موجودة في البوست المثبت حضرتك تقدري تتفضلي، أو لو في أي مشكلة تاني اسأليني وأنا موجود. مهندس نصر أخبارك إيه؟ أمر حضرتك مهندسة مريم، ولو في أي حاجة أنا موجود.
يا شباب في حد ها اللي موجودين دلوقتي ايه نظامهم؟ مهندس احمد شعلان، مهندس احمد حسام، مهندس ايمن، مهندس مصطفى، مهندس ناصر ابراهيم، مهندس وائل، ايه الاخبار؟ اللايف تمام، تم الاستبيان. اوكي مش مهندس ناصر اتفضل مشكورا، نطلع من الغرفة لو في أي مشكلة. داني يبقى أوكي، نتفضل مشكورا، نطلع من الجروب أو سوري من القاعة. نقفل القاعة يا شباب. تحياتي يا باشمهندس نصر. إيه يا شباب في مشاكل تانية موجودة عند أي حد ولا الكل تمام؟ مهندس حسين، مهندس حسان، مهندس حيدر، مهندس أيمن، مهندس أيمن، مهندس محمد عزبي. ها نطلع كده خلاص. اوكي يا شباب شكرا جزيلا ومعذرة الاطالة ومعلش تحملونا شوية وربنا ييسر لكم الاحوال. ولو في اي سؤال اتفضل مشكورا اكتبها على الجروب ونعمل منشن ليا او ان انت تبعت لي مسج على الفيسبوك ان شاء الله رب العالمين بجاوبك على طول. برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.